السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. أنا نعمة الفاتح إحامر من مجموعة الباحثين السودانيين، وإن شاء الله اليوم حكون معكم حذير النقاش في حلقة نقاش مقدمة عبر مجموعة الباحثين السودانيين بعنوان تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية. بداية نحب نبارك لكل الطلبة اللي نجحوا في امتحان الشهادة السودانية والمقبلين على اختيار التخصص الجامعي، وبإذن الله إن شاء الله لقدام حياة جامعية سعيدة. بصورة عامة، الفترة بتاعت التقديم للجامعات دي بتكون شوية صعبة على الطلاب لأسباب كثيرة، أهمها وأولها ممكن تكون إنه في غياب للمصادر اللي ممكن من خلالها الطلاب يتحصلوا على المعلومات اللي هتساعدهم في العملية بتاعت اختيار التخصص الجامعي. وإن شاء الله إحنا اليوم حابين إنه نقدم ولو حاجة بسيطة في سبيل إنه نوفر المعلومات اللي ممكن تساهم وتساعد الطلاب والطالبات في عملية اختيار تخصصهم الجامعي. واليوم إن شاء الله حنركز على تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية. سعيدة جدا إن اليوم يكون معنا مجموعة من الأساتذة الكرام من مختلف التخصصات اللي هم حيقوموا بتقديم معلومات عن التخصص ومعلومات عن سوق العمل ومعلومات يعني نتمنى إنها تكون مفيدة بالنسبة لكم. أولاً معنا أستاذة آية عبد العزيز، مساعد تدريس في كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية جامعة الخرطوم. مرحبا بكِ أستاذة آية. مرحبا دكتورة نعمة، وشكرا على الفرصة دي، ونتمنى إنه نقدم حاجة مفيدة يعني للطلاب تقدر تورينت ديم في الاختيار بتاعهم لدخول الجامعة. إن شاء الله بإذن الله. ومعنا كذلك أستاذة عروب محمد الأمين من جامعة الخرطوم كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية قسم الاجتماع والأنثروبولوجيا. مرحبا بك أستاذة عروب. مرحبا، حبيكم. الله يخليك. ومعنا كذلك من نفس الكلية لكن من قسم مختلف أستاذة أمنية أبادير الأمين من قسم الاقتصاد القياسي والإحصاء الاجتماعي جامعة الخرطوم كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. مرحب أستاذة أمنية. أهلاً وشكراً لك. ومعنا أستاذ ثابت أوشي محاضر بقسم إدارة الأعمال بمدرسة العلوم الإدارية. مرحبا أستاذ ثابت. أهلاً أهلاً دكتورة نعم. وأخيراً وليس آخراً معنا الدكتورة مشاعر إدريس أستاذ مساعد في جامعة الخرطوم كلية القانون قسم الشريعة. مرحبا بك دكتورة مشاعر. دكتورة مشاعر أهلاً وسهلاً، مرحبا بكم. اهلا بك، الله يخليك. ان شاء الله زي ما قلنا اليوم احنا هنحاول نغطي مجموعه من تخصصات العلوم الاجتماعيه والانسانيه. هي دي ما كل تخصصات العلوم الاجتماعيه والانسانيه، لكن نسبه لعامل الزمن. معلش معلش بس الساده الحضور الموجودين معانا اعملوا ميوت لنفسكم عشان ما يحصل اي انتربشن. زي ما قلنا احنا ما حنقدر نغطي كل التخصصات، حنغطي لنا مجموعه من التخصصات العلوم الاجتماعيه والانسانيه على وعد باذن الله انه في الويبينارات القادمه نحاول نغطي التخصصات اللي ما حنتمكن من انه نقوم بتغطيتها اليوم. انا بس حتكلم في البدايه عن شكل السيمينار الليله حيكون كيف، ونديكم معلومات عن 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 الحاجات اللي حنناقشها اليوم باذن الله. اول حاجه حنتكلم عن العلوم الاجتماعيه والانسانيه، ما هي العلوم الاجتماعيه والانسانيه وما اهميتها وما مدى حوجتنا لها حاليا، بحيث انه في البدايه نضع قاعده توضح للناس احنا اصلا بنتكلم عن شنو. بعد كده كل شخص من الاساتذه الموجودين معانا حيقدم لنا برزنتيشن في التخصص المحدد. الليله حنتكلم عن تخصصات القانون، الاقتصاد، علم الاجتماع، العلوم السياسيه، الاداب و العلوم الإدارية. في نقطة مهمة عاوزين نوضحها، إحنا اليوم ما بنتكلم عن جامعة محددة لكن بنتكلم عن التخصص في المجمل. قد يكون في اختلاف ما بين أي جامعة والجامعة الثانية، لكن نعتقد إنه التشابه أكبر من الاختلاف، وبالتالي برضو يعني نتمنى إنه كل واحد من الطلبة والطالبات اللي بيسمعونا اليوم إنه برضو يتأكد من الجامعات المحددة اللي هو حيقدم لها، لأنه قد يكون في اختلافات، لكن بصورة عامة دي برضو حاجة حتكون مساعدة بالنسبة لكم بغض النظر عن الجامعة اللي انتم عاوزين تقدم لها. وحننتقل بعد ذلك للحديث عن سوق العمل، باعتبار انه واحده من الاشياء اللي بتحدد برضو اختيار الشخص لتخصصه، وممكن تكون من يعني من الاسباب اللي بتدفع لاختيار تخصصات معينه، فحنناقشها.
عاوزة أنبه كل الناس الموجودين معانا سواء كان هنا عبر تطبيق زوم أو عبر الفيسبوك إنه إذا عندكم أي أسئلة أثناء البرزنتيشنز ممكن تكتبوها في الشات بوكس أو في التعليقات في الفيسبوك، وأنا هنقولها في نهاية السيمينار إن شاء الله اليوم للأساتذة الموجودين معانا. أنا هحاول أبدأ مباشرة عشان ما عشان نسمع من الناس الموجودين معانا اليوم. أنا كمان يعني very excited إنه أعرف عن تخصصات مختلفة عن الحياة اللي إحنا أصلاً يعني عارفينها. طيب، العلوم الاجتماعية بصورة عامة إحنا عشان نطور المجتمعات لازم نفهم أصغر وحدة مكونة للمجتمع، وهنا بجينا دور العلوم الاجتماعية. العلوم الاجتماعية بتدرس المجتمع وعلاقة الأفراد في داخل المجتمع، الطريقة اللي بيتصرفوا بها الأفراد والطريقة اللي بيأثروا بها على العالم وكذلك بيتأثروا بها من العالم. العلوم الاجتماعية والإنسانية بتخبرنا عن العالم خارج نطاق وخارج إطار تجربتنا المباشرة، وممكن تشرح لنا كيف المجتمعات بتعمل. مثلاً ما هي أسباب البطالة؟ ما الذي يساعد على النمو الاقتصادي؟ لماذا يقوم الناس بالتصويت وكيف يصوت الناس؟ أو ببساطة ما الذي يجعل الناس سعداء؟ العلوم الاجتماعية والإنسانية بتوفر معلومات حيوية للحكومات، لواضعي القرار والسياسات، للسلطات المحلية، للمنظمات الغير حكومية وغيرها. ومن ضوء تخصص كل شخص من الموجودين معنا، قبل ما ندخل في شرح التخصصات المختلفة عاوزينكم تتكلموا لنا عن ماهية وأهمية ودور العلوم الاجتماعية، مدى حوجتنا للمتخصصين في العلوم الاجتماعية خاصة في الوضع الحالي في السودان، وليه بصورة عامة عبر الزمن، ودي حاجة يعني موجودة كانت طول الوقت وقد تكون قلت مؤخرا لكن لا زالت موجودة، بنلاحظ إنه في توجه أكبر للعلوم الطبيعية دون العلوم الاجتماعية، فممكن يكون السبب شنو؟ ما هي العلوم الاجتماعية، أهميتها ودورها وحوجتنا لها؟ نبدأ إن شاء الله من أستاذة عروب محمد الأمين. تفضل أستاذة عروب. السلام عليكم ومرحب بكل الناس اللي معانا وبتابعونا. أنا تخيلي إنه يعني لو جيت بحاول أفهم ليه الناس بيختاروا يدرسوا مساقات طبيعية مثلاً أو علوم طبيعية زي مساقات الطب أو الهندسة أو العلوم الحيوية بمختلف أنواعها، يعني على العلوم الاجتماعية بيبقى إنه في حسابات كثيرة جداً بتدخل في قرار زي ده. الحسابات دي في جزء منها مرتبط برغبة الناس في إنهم اختاروا مجالات مرحب بها ومعترف بها والناس نفسهم يعني انترست فيها. يعني مثلا إذا كان إنه إحنا كمجتمع كسودانيين يعني مهتمين أكتر بإنه والله أولادنا دي لما نيجوا يدخلوا الجامعة يدخلوا حاجة بتناسبهم، يدخلوا حاجة هم حابينها ودارين فيها كويس، ده يعني كان بدي مساحة إنه الناس تختار ما بين العلوم الاجتماعية أو الطبيعية بصورة يعني محايدة أكتر. لكن لأنه إحنا عندنا حسابات تانية كثيرة جدا بتدخل في المسألة دي، زي شنو؟ زي إنه مثلا فرص العمل بعدك المتاحة للعلوم الطبيعية شنو والمتاحة للعلوم الاجتماعية شنو، ودي حاجة هتكلم عنها لقدام إنه في فرص عمل لكن دايرة اجتهاد ودايرة يعني عدد من المتطلبات، زي إنه التفضيل الاجتماعي بتاع الناس يعني لأي مدى الناس بتشوف الزول البقرة طيب أو الزول البقرة هندسة، على إنه هو زول في وضع اجتماعي ممتاز، على إنه هو زول في وضع اقتصادي كويس، على إنه هو زول ذاته عنده مكانة في المجتمع بتاعه. يا جماعة إحنا ناس ليوم الليلة قاعدين نكتب في كرت العرس زواج الدكتورة آية على الباشمهندس ثابت، لكن ما قاعدين نكتب خبير الأعمال ثابت ولا قاعدين نكتب خبيرة القانون مشاعر ولا كده. ليه؟ لأنه إحنا لسه عندنا التايتل أو العنوان اللي نخده للزول البقرة طب أو الزول البقرة هندسة، لكن ما قاعدين نخده في المقابل لناس بقروا علوم اجتماعية. الخانة دي أو الموقع ده قاعدين نديه للناس دي بتخلي الناس الصغار اللي لسه داخلين الجامعة يشوفوا الزول البقرة علوم طبيعية ده على إنه رول مودر أو قدوة بالنسبة لهم، لكن ما بحسوا بالمسألة دي بنفس المستوى في العلوم الاجتماعية. يعني ليه؟ إحنا لو بنحتفل بغادة قروا علوم اجتماعية، بنحتفل بسفرة باقتصاديين بناس زي ديل، بنقدر نوازن الشغلانية دي أكتر. الحاجة الثانية إنه إلى أي مدى الناس نفسها الشباب نفسهم اللي امتحنوا شهادة وداخلين الجامعات عارفين هم عايزين شنو. إحنا في ناس يا جماعة كتار جدا التعليم اللي تعلمناه بيخلينا ما عارفين مقدراتنا بتودينا وين ولا عارفين قدراتنا بناسبة شنو. الفكرة بتبقى بس إنه أنا دركتي بتوديني ياتو كلية أكتر من إنه أنا انترست في ياتو مجال.
النقطة الثالثة والأهم هو النظام القبول وسياسات التعليم بتاعتنا نحن ذاتنا. يعني إحنا لسه سياسات القبول مبنية على إن الزول اللي بيجيب أعلى درجة هو اللي بيدخل كلية الطب أو بيدخل الهندسة الكهربائية مثلا، لكن ما عندنا منافسة بنفس المستوى في العلوم الاجتماعية، وحتى المنافسة ذاتها محصورة في كليات محددة اللي هم إدارة الأعمال ويمكن بعدها الاقتصاد، لكن باقي العلوم الاجتماعية ذاتها لسه شكل التفضيل فيها برضو موجود. فالحياة دي كلها بتخلي الناس يحسوا انه المزال الفا منافسة عالية دي والناس كلها ماشية عليها دي هي احسن حاجة لنا كلنا، عشان كده بنلقى انه الناس كلها بتفضل مساغات العلوم الطبيعية. لكن انا تخيلين الحياة دي ماشية تتغير، برضو ما نخفي الموضوع زي ده، الحياة دي ماشية تتغير شديد، والناس الجيل الحسي موجود ده يعني زي ما بقولوا راكب راس، ففعلا يعني قاعد يختار اختياراته بصورة مختلفة على يمكن الضغوط اللي احنا لاقيناها لما جينا ندخل يعني كليات أدبية. أنا واحدة من الناس، يمكن دي آخر حاجة داير أقولها، إنه أنا زولا قريت مساق أدبي باختياري يعني، وأهلي ما كان عنده مشكلة إنه أنا أقرأ مساق أدبي، لكن لما جيت امتحنت الشهادة السودانية ونجحت وجبت درجة كويسة وقاموا عملوا التكريمات اللي بيعملوها لأوائل الشهادة السودانية وجابوا الناس من مختلف المدارس كرموهم، فبتكلموا في الميكروفون، قام معتمد التعليم قال يا جماعه والله احنا عروب دي بالذات يعني دارين نشكره، لانه هي زول جاي من مساق ادبي يعني جايبه 95 ونكرمها مع الناس ديل وكده، لانه اغلب الناس اللي معي كانوا قارين طب وهندسه. فبعد ما التكريم انتهى وانا مبسوطه ومديني شهادتي، جات واحده من امهات واحده من الاولياء الامور اتكلمت في الميكروفون قالت يا جماعه احنا دارين نناشد السيد مدير التعليم بتاع المحليه ده، يعني عروب دي يعني حاله خاصه، زول جايبه 95 يعني يا جماعه ما تدخلوها لنا طب بالنسبه دي واعملوا لها استثناء وكده. فأنا الوقت ذاك الانبساط بتاعي ونتيجتي وده كله راح، وبقيت فيه انه يعني حتى فكرة انك تثبت نفسك بعد ما جبت النمرة دي برضو ما صلح الفهم بتاع انه النمرة دي تزاد حسوي باشنو لو ما دخلت بقى طب وهندسة. فيعني اهلي كانوا ناس متفهمين، لكن برضو المجتمع ضغطني شوية في انه لا حتى نسبة ذاتها ادخل بيها بعد ذاك ادارة اعمال ما تدخل بيها تاني اعلى درجة اللي هي اقتصاد. فحقه بعد الناس تتجاوز النقطة دي وتختار بجد الحاجة اللي ممكن تمشي فيها كويس بغض النظر عن الدرجات يعني. شكرا لك أستاذ عروب. تقريبا إحنا ممكن يعني لو تكلمت عن نفسي وبرضو أفتكر من الناس الموجودين معنا إحنا مرينا بنفس القصة بتاعت إنه يعني أنت أشطر من إنك تكون في الحتة المحددة دي، لكن أفتكر واحدة من أسباب القصة دي هي غياب المعلومة فعلا، يعني في الناس ما عارفة مثلا إنه مثلا الكليات العلوم الاجتماعية والإنسانية دي فرص عمل شنو أو ممكن توديك وين أو ممكن إنك تنجح فيها كيف وهكذا. فإحنا من خلال السيمينار ده إن شاء الله برضو حاولين إنه إحنا نغير البرسيبشن ده ونسمع من الباقيين. أستاذة آية رأيك شنو في الكلام ده؟ طبعا أول حاجة القصة دي ذاتها حصلت لي، أنا زول امتحنت علمي بالأول، وبعدين بعد ما امتحنت علمي وقدمت للجامعة وشالوني قمت بقت تجيني second thoughts إنه لا ما دي الحاجة اللي أنا عايز أعملها. انت قررت اني امتحن ادبي، فبرضه دي كانت قصه. وبعد ذاك برضه لما امتحنت والنتيجه طلعت بقيت انه عايزه اقدم اداب، فالناس ليه اداب ما تمشي اداب امشي خلاص علوم اداريه، يعني ما دام انت اصلا مشيتي ادبي خلاص امشي علوم اداريه. فلكن في اللحظه دي الحمد لله انا كنت خلاص عرفت انا عايزه شنو. فدي الحاجه اللي نحن بنتمنى انه بنهايه الويبينار ده الطلبه اللي قاعدين يعني يقدروا يعرفوا هم جواهم عايزين شنو، ما يهتموا بالصور النمطيه بتاعت انه انت مفروض تقرا الحاجه الفلانيه، لانه ما في كليه ناجحه في زول ناجح في مجال ما. يعني اذا انت دخلت كليه محدده وادائك فيها ما كان كويس انت بتكون اذيت نفسك، لانه ما المجال هو اللي بيخليك تنجح، انت اللي بتنجح في المجال المحدد. فالزول لازم يفتش الانترست الحقيقي بتاعه وين، يعني شوفه داير شنو، داير يقرا اداب، داير يقرا اقتصاد، داير يقرا طب، داير يقرا هندسه. لازم الزول يفتش جواه ويعرف الحاجه اللي بتشبهه شنو امكانياته. طبعا المشكله دي اساسا جايه من شنو، من انه نحن اساسا ما قاعدين يعني من المدارس ما عندنا طرق بتاعه التفكير النقدي والتحليل، يعني بنمشي بس في حاجات محدده كده قدامنا واضحه وبنمشي عليها، كل الناس ماشيين في نفس السكه. لكن اذا من بدري انت بتعرف يعني تسال الاسئله بتاعت ليه الحاجه دي وكيف وايش معنى والفائده منها شنو، اذا من بدري زول بيجيب الاسئله دي في راسه بعدين هو لما عايزة بصورة أوضح. فأنا أفتكر إنه الجزء بتاع العلوم الاجتماعية ده مش مهم بس في المرحلة بتاعت الجامعة، لا هو مفروض يكون عندنا من بدري قاعد
في المناهج بتاعت الأساس وبتاعت الثانوي، عشان الناس ما يمشوا يصطكوا هم كبار يكونوا ما قادرين يطلعوا من الحاجة النمطية اللي بنشوف فيها كل الناس. بس شكرا لكي أستاذة آية. بس أنا هأعمل ميوت لأول participants مرة تانية لأنه في طيب وكده المتحدث القادم أستاذ ثابت، أعمل أنميوت لنفسك وكده أدينا أوفرفيو عن إنه ما هي العلوم الاجتماعية وما هي أهميتها، وورينا كلام الناس ديل شايفك علوم إدارية تكررت كتير وإنت ممثلنا من العلوم الإدارية. تفضل. السلام عليكم. أنا مستغرب من تشابه التجارب. يعني أنا كان عندي تجربة قريبة لتجربة الأستاذ تيد. أنا قريت امتحان علمي وقريت هندسة 3 سنين، بعدها قررت انه انا ما عايز اوصل في الهندسه، رجعت امتحنت ادبي ودخلت علوم اداريه، كان قرر انه عايز اقرا اداره. فانا ما يعني في حالات كثيره بالتشابه ده. رجوعا على السؤال، شنو العلوم الانسانيه؟ العلوم الانسانيه انا شايف اهميتها الاساسيه في انها هي الاطار الكلي اللي بتشتغل جواه باقي العلوم. يعني مثلا عايز نعمل في اطباء عايزين يعملوا لقاح ما، فاللقاح ده بتعامل لخدمة أهداف اجتماعية معينة، لخدمة أهداف اقتصادية معينة. يعني في النهاية الطب أو البيور ساينس بتستخدم لخدمة أهداف اجتماعية وأهداف اقتصادية. فالعلم الاجتماعي ده هو الإطار الكامل. عايز نعمل خط بتاع كهرباء ننور قرى مثلا في مكان ما ونوصل لها موية، دي مشاريع هندسية ومشاريع هندسية مثلا، دي بتكون هدف النهائي هو أهداف اجتماعية واقتصادية. فالعلوم الاجتماعية هي دي من أهميتها، إنه هي الإطار الكلي اللي بتشتغل جوا كل العلوم دي. يعني هي الأهداف النهائية في اللي بنشتغل عليها كلنا، سواء كنا في العلوم أو في الهندسة أو في الطب أو في التكنولوجيا أو في كل الحاجات دي. دي الأهمية الكبيرة بتاعت العلوم الاجتماعية. الحاجة السؤال اللي أنا شايفه بتكرر علينا كثير، إنه مثلاً نحن في الإدارة الناس، يعني ببساطة الإدارة دي الناس بيديروا الأعمال، يعني الناس من زمان بيتاجروا، وحس ناس كتير جدا بيديروا أعمال بيديروا بزنس بدون ما يقروا إدارة. فشنو أهمية نقرأ 4 سنين إدارة وبعد كده عشان ندير بزنس؟ ليه يعني ما هدير الناس بيديروا وأموره ماشي كويس؟ الإجابة على السؤال ده من كلام ده كان ممكن يكون صح جدا مثلا قبل 100 سنة، لكن حسي المنافسة والبيئة اللي احنا فيها ما بتسمح بالحاجة دي. انه انت اذا في زول عارف معلومه زياده عنك او عنده مهاره زياده عنك حيفوتك في المجال. ممكن التراكم بتاع المهارات الزياده اللي هو تعلمها من الكليه بتاعه الاداره او التراكم بتاع المعارف الزياده ده يخليه يطلعك من المنافسه ويطلعك من السوق. فالرفاهيه بتاعت انه انت تعمل الحاجات بالكومن سنس بقت ما موجوده حس في زمننا ده، بالتعقيد بتاعه بالتركيب بتاعه. فدي النقطه الثانيه. بس كده يعني بالنسبه للعلوم الاداريه او اداره الاعمال، العلوم الاداريه هي زي نجم كده وسط العلوم الاجتماعيه ببساطه لسوق العمل، انه سوق العمل بتاعها اوسع من باقي العلوم الثانيه، فعشان كده نسبتها اعلى وعشان كده الناس بيخشوها بصوره اكبر. لكن العلوم الانسانيه فيها علوم يعني اعتقد انها ارقى، يعني مثلا حاجه زي الفلسفه يعني ارقى كثير جدا من كثير من العلوم الثانيه. يعني اذا عندنا ترتيب بتاع رقي للعلوم، حاجه زي السوسيولوجي مثلا يعني برق جدا، الليتريتشر الحاجات دي. فميزة العلوم الاداريه هي سوق العمل الواسع اللي بيخلي الناس يمشوا اكثر من باقي العلوم. شكرا. تمام، شكرا لك استاذ ثابت. ان شاء الله حنتكلم اكثر بالتفصيل عن فرص العمل في الجزء الثالث من البرزنتيشن او من السيمينار اليوم. عاوزين نسمع من دكتوره مشاعر ناس القانون، ما هي أهمية العلوم الاجتماعية على ضوء تخصصك في القانون؟ تفضلي دكتورة، أعملي أنميوت لنفسك وتفضلي. معلش دكتورة مشاعر، أنت on mute، إحنا ما سامعينك. بس أفتح المايك. إذا سامعين؟ أيوة. شكرا. طيب، السلام عليكم، أنا سعيدة بوجودي معكم.
صراحة يعني فكرة إنه العلوم الاجتماعية دي يعني علوم أساسية أو علوم ذات أهمية، فأنا يعني بحتاج إنه الحاجة دي بترجع للتفكير بتاع الوالدين، يعني فهم من الأول بيقول لك إحنا عايزينك تمشي أدبي، إحنا عايزينك تمشي علمي. لكن أنا التجربة دي يعني أنا حاولت إنه أنا أجربها في الأول، يعني على حسب كلام ناس البيت إنه أنا أمشي علمي، لكن حسيت بنفسي إن أنا ما ح... يعني يعني سنة كاملة أنا قريت، لكن حسيت بنفسي إنه أنا ما حابدع في الحاجة دي أو ما حانجز فيها. فأنا قلت الكلام ده ليه؟ لأنه ده بيرجع لأنه أنت لازم يكون عندك رغبة في الأول تحدد أنت عايز شنو. فبعد ده قمت اخترت القانون ولقيت المجالات بتاعته واسعة، وأهمية العلوم الاجتماعية خلتني أول حاجة إن أنا يعني I have critical mind، يعني أي حاجة بحاول إنه يعني أنتقد، أعرف الحاجة دي، أحل المشاكل تحت الناس، أحاول إنه يكون عندي طريقة بتاع التنظيم. فبالجد يعني استفدت منها كثير. فالعلوم الاجتماعية بعدين يعني يعني عندها دور كبير في الاستراتيجيات سواء تحت الكومبانيز أو الحكومة أو أي حاجة. فبالجد يعني إنه أنا مبسوطة إنه أنا درست قانون، وفي يعني ويعني لسه يعني ستيل عندي الرغبة في إنه أنا أطور نفسي أكثر، ويكون عندي منصب في الخارجية أو في السكة الدبلوماسي ويعتبر يعني. فأنا يعني بشجع إنه الناس تقرأ بجد قانون، يعني دائما لما يقول لك أنت قانون فبالجد يعني حاجة ما سهلة. وبعدين لما عينت أستاذة في الجامعة يعني دي برضو كان من رغباتي، وكان السيناريو بتاعنا بيقولوا لما انت تدرس قانون اما ان تكون محامي او قاضيه او لا تكون. فانا قمت اضيفت العباره دي عجبتني شديد يعني، وخليتها انها مبدا يعني من انا في سنه اولى لحد ما اتخرجتها. بعد ما بقيت استاذ بقيت اقول اما ان تكون قاضيا او محاميا او استاذ جامعي او لا تكون. شكرا. شكرا لك دكتورة مشاعر. احنا انا درست علوم ادارية، واحنا اخذنا كورس واحد كان في القانون التجاري، وصراحة كان ممتع جدا يعني، بتذكره لحد اليوم من امتع واجمل الكورسات اللي انا درستها. اخيرا وليس اخرا، عاوزين نسمع من استاذة امنية ابازر العلوم الاجتماعية اهميتها وماهيتها بناء على تخصصك اللي هو الاقتصاد القياسي. تفضلي استاذة امنية. شكرا لك دكتورة نعمة. أول حاجة حابة أهني كل الطلبة إنهم انتهوا من مرحلة مهمة شديد في حياتهم في ظل الظروف الحاصلة، وحابة أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في الخطوات الجاية، وإن شاء الله نقدر نفيدكم بالويبينار ده، ونقدر نوصل لكم حتى لو بوينتس بسيطة تقدر تساعدكم في اتخاذ القرار في النهاية. نحن ما هنقدر نوصلكم للحد نهاية الطريق، لكن أتليست هنقدر نمسككم بداية الدرب زي ما بقولوا. قبل ما أتكلم عن العلوم الاجتماعية عايز أنبه حاجة بخصوص موضوع التخصصات. أنا برضو على فكرة يعني امتحنت علوم هندسية علمي، ما عشان موضوع إنه أنا عايز أقرأ هندسة، مور دان إنه أنا كنت شايف نفسي أحسن في المواد العلمية، يعني الرياضيات الفيزياء الكيمياء أحسن لي من أن أدخل المجال الأدبي يعني. لكن بعد ذاك مشاورات نقاشات مع كم شخص وكده صرت إنه أنا لا ما حمشي خالص في مجال الهندسة، وقمت عملت يعني شفت لموضوع الاقتصاد، وما ندمان صراحة على الخطوة دي خالص. فيمكن ما كان في ذول وجهنا في الوقت ذاك، فإن شاء الله احنا نقدر نفيدكم. ففي سؤال مهم شديد لازم تسألون نفسكم يا جماعة، شنو التخصص المناسب بالنسبة لكم؟ طيب السؤال ممكن تجاوبوا بيه بطريقة، احنا لو ركزنا شوية في التفاصيل نحن نقدر تعرف اهتماماتك شنو، الانترست حقك شنو. في أكيد مادة انت مايل اكثر من مادة، في مواضيع بتجذبك، في مواضيع شغل بالك، في يعني انت لو ركزت في الانترست حقك او الاهتمامات زي ما بيقولوا تقدر تحدد اول نقطه. بعد كده نجي لموضوع القدرات حقتك. هل انت ما شايف عن نفسك في مرات يعني ابيلتيز عاليه شديده، انت عندك حاجه انت ما شايفها، الحاجه ممكن تشوفها من وين؟ من الناس الثانيين. ممكن تشوف تستشير ناس انت بتثق فيهم ومتاكد من رايهم وكده، هم بيقدروا يوجهوك الحاجه دي. الراي جس عشان تبني فكره ما عشان تمشي ورا الحاجه دي. فانت تركز في الاهتمامات، تجي تشوف القدرات حقتك. في بعدك الحاجة المهمة شيء تشوف الحاصل الماركت السوق فيه شنو. في النهاية انت ما عايز تشتغل في حاجة اصلا ما عندها فرص بتاعت عمل، اصلا الوظيفة دي تخلوا عنها 10 سنين لورا ما بعرف شنو. فانت لو قريت الواقع بطريقة كويسة بيكون احسن. الموضوع محتاج شوية اجتهاد منكم، شغل على نفسكم، تركيز، يمكن نفس الوقت شوية ضيق، لكن بتمنى انه انتم تحاولوا في الايام دي تجتهدوا اكثر وتركزوا في الموضوع ده. ما عيب تسألوا، ما عيب تستشيروا أو تبحثوا عن الموضوع بصورة واسعة شديد.
وزي ما قلت لكم ما تتبعوا تجربة بتاعت شخص ثاني، أنا تجربتي مختلفة عن تجربة مثلا دكتورة نعمة، أستاذ ثابت، تجربتك أنت، تجربة أختك في البيت، صديقك، أي حاجة، بس الحاجة اللي نعتبرها شوية ك عشان تكون لك فكرة كويسة عن الموضوع، تمام؟ يلا موضوع الأهالي، في إن هم بيأثروا على أبنائهم، ممكن يكون ظروف أهلك كانت في الوقت ذاك، دي ظروف اللي خلتهم هم يدرسوا الحاجة دي. الظروف ما قاعد أتكلم عن الظروف الشخصية، بتكلم عن الظروف المحيطة بهم، ممكن البلد كانت محتاجة دكاترة، مهندسين، محتاجة مزارعين في الوقت ذاك، فأنت لما تقدر تشوف الماركت فيه شنو بيكون أحسن لك. تمام. بالنسبة للعلوم الاجتماعية زي ما أشارتها دكتورة نعمة، هي من العلوم اللي بتدرس أو بتكون educated لأنه تدرس المجتمع، كيف الأفراد بيتفاعلوا مع بعض، سلوكهم، تصرفاتهم، وكيف حد بيتأثر على العالم، وكيف العالم بيتأثر بالحاجة. طيب، عايزة أنبه لحاجة مهمة، إنه ما في تخصص أقل من تخصص، كل التخصصات عندها دور في خدمة المجتمع وتنميته. حديكم مثال بسيط، بتكلم عن قبل كم سنة لو بتتذكروا موضوع الوباء بتاع الإيبولا كان في غرب أفريقيا. الحاديين بيظل بيفتكر إنه حاجة بيور ميديكال، حاجة طبية، لكن لما جو لو قعدتوا ليه وقريتوا كويس عن الموضوع تلقوا إنه في كان يد للعلوم الاجتماعية. كيف؟ في النهاية الدكاترة ديل كانوا لازم يعرفوا في شنو التصرفات أو السلوك الإنساني اللي بيخلي المرض ده كان يزيد، مثلا النظافة، البيئة اللي بيقوم اللي عايشين فيها الناس، يعني كان في جوانب تانية غير موضوع انه انت الاعراض الظاهرة لك شنو. فبس من المثال البسيط ده عايز اوريكم ان ممكن تخصصات تكون داخلة في بعض، وكل تخصص عنده دور واهمية في المجتمعين. شكرا. شكرا لك أستاذة أمنية. من الحوار ده يبدو أنه 4 من الضيوف الموجودين كانوا في مساق علمي ودرسوا حاجة وجو غيروا رأيهم منها، وأنا منكم برضو، أنا امتحنت برضو أحياء وحاسوب الاثنين، وفي الآخر دخلت علوم إدارية، وبالنسبة لي كان أحسن قرار عملته في حياتي. فواضح أنه فعلا بيكون في تخبط في المرحلة دي، وسببه أساسي أو السببين الأساسيات هما غياب المعلومة اللي بتساعد الطالب على اختيار تخصصه الجامعي ضغط المجتمع الموجود من الأهل. طيب، إحنا الليلة حنحاول إنه إحنا نشتغل في اتجاهين، والاتجاه الأول اللي هو توفير المعلومة، حيكون عندنا برزنتيشن من كل واحد من الأساتذة، وحنبدأ بأستاذة آية عبد العزيز اللي حتشرح لنا تخصص الآداب وكلية الآداب، ليس فقط في جامعة الخرطوم لكن بصورة عامة. زي ما قلنا قد يكون في تشابه وقد يكون في اختلاف، لكن التشابه هو أكثر من الاختلاف. عاوز أنبه لحاجة قبل ما ننتقل للبرزنتيشن أستاذة آية، بالنسبة لأي شخص عنده مداخلة أو سؤال يكتب لنا في الشات بوكس هنا في تطبيق الزوم، أو في الكومنتات في التعليقات في الفيسبوك. وفي نهاية إن شاء الله السيمينار حنجمع الأسئلة دي ونوجهها لكل الأساتذة الموجودين معنا. اتفضل يا أستاذة آية. معلش أستاذة آية، أعملي أنميوت لنفسك، إحنا ما سامعينك، أفتح المايك. شكراً. اتفضل. أنا عايزة أقول إنه التخصصات دي متداخلة بصورة كبيرة شديد، يعني العلوم الاجتماعية، يعني هسي مثلاً أنا هنا جوا الآداب لما أجي أتكلم لكم عن الحياة اللي قاعدة جواها هي متداخلة بصورة كبيرة، ومتداخلة أصلاً كل العلوم الاجتماعية مع بعض. بل أبعد من كده، يعني مثلا في جامعات ثانيه انا هسه هنا شويه مستخدمه التقسيم بتاع جامعه الخرطوم، لكن ما دي الحاجه المهمه نهائي. الحاجه المهمه حتكون احنا بنتكلم هي المحتوى، يعني الجسم فيه شو. عايز اقول انه مثلا في جامعات ثانيه، مثلا هارفارد عندها كليه اسمها Arts and Science، دي الاثنين مع بعض في كليه واحده. هسه احنا هنا عندنا في جامعه الخرطوم دي الكليتين انت اساسا بتجيهم من مساقين مختلفين من بكره. فعايز اقول انه التقسيم بشكله اللي انا هسه عايزه اقدمه ده ما دي هي الحاجه المهمه، لأنها يعني بتختلف بصورة كبيرة شديد من حتة للتانية، المهم هو المحتوى. تمام؟ طيب، ممكن نبدأ. كلية الآداب في العادة بيكون فيها اللغات وفيها العلوم الإنسانية. طبعاً المسمى بتاع علوم إنسانية ده هنا ذاته ممكن يكون بيشمل كل الحاجات، يعني حتى الاقتصاد، علم الاجتماع، يعني الحاجات دي كلها ممكن تخش تحت المسمى. فتاني حاجة أقول لكم إنه المسمى ما مهم، لكن بتلقى جوا كليات الآداب عادة اللغات، وبتلقى تخصصات زي الفلسفة، الآثار، التاريخ، الدراسات الإسلامية، علم النفس، الإعلام، المكتبات والمعلومات. هنا اللغات اللي قاعد تدرس في جامعة الخرطوم، وتقريبا هي نفس اللغات اللي قاعد تدرس في
في الجامعات هنا في السودان ممكن نطلع منها مثلا اللغة الروسية، لكن هي تقريبا برضو نفس الحاجة، في لغة عربية وفي انجليزي وروسي والماني وصيني وفرنسي، وفي تخصص اسمه لغويات هنشوفه هو شنو. طيب في الدراسة بتاعت اللغات، انت لما تدرس اي لغة من اللي قلناهم قبل شوية او حتى من الما موجودين هنا، اذا الدراسة بتاعت لغة اسبانية او كده في كلية الاداب، بتاخد اربع حاجات رئيسية بتتعلم اللغة ذاتها. اللغة عادة بيبدوها لك يعني من ABC، بتاخد اللغة كلها، طبعا ما بتاخدها كلها لا بالمعنى الحقيقي للكلمة، لانه اللغة هي حاجة ما بتخلص يعني. فالمهم بتاخد البيزكس، بتتعلم اللغة لغاية ليفل محدد بيخليك انت تقدر تمشي مثلا تشتغل يعني تمارس اللغة من غير مشاكل. بتتعلم الأدب بتاع اللغة المحددة، الأدب الفرنسي، الأدب الروسي، ده واحد من المكونات المهمة اللي بيدرسها الطالب في كلية الآداب. طبعاً لما نتكلم عن الأدب بنتكلم عن الثقافة بتاعت الشعب اللي بيتكلم اللغة المحددة دي. طبعاً لما نجي نتكلم هنا عن الثقافة ما بنتكلم عن تبنيها، لكن بنتكلم عن التعرف عليها. ودائماً هنا الكريتيكال مايند هو اللي بيوريك كيف أنت تقدر تاخد مسافة بينك وبين الحاجة اللي أنت بتدرسها. يعني ما أي حاجة أنت بتدرسها بالذات في الثقافة بتاعت الشعوب الثانية معناها أنت مفروض تتبناها. هنا الكلام ده برضو بيخدنا طوالي في حتة بتاعت أهمية العلوم الاجتماعية، الفلسفة واللغة ذاتها والأدب، لأنه دي هي الحياة اللي بتخليك تقدر تفكر بطريقة كريتيكال. هنا برضو جوا اللغة في التحليل الأدبي. التحليل الأدبي ده برضو أنت بتحلل النص، ممكن تشوف الإسقاطات النفسية عليه، الاجتماعية، السياسية، حتى الاقتصادية. هنا برضو طوالي بيظهر لكم الحتة بتاع تداخل المجالات مع بعض وعملية التحليل ذاتها. طوالي برضو بتنمي المهارة عندك بتاعت التفكير النقدي كويس. بعدها هنشوف قسم اللغويات. هو من اسمه واضح انه حاجة عندها علاقة باللغة، لكن هو ما بنفس المباشرة بتاعت انك تدرس لغة محددة. هو بيتناول كل اللغات بصورة عامة، بيتكلم عن اصول اللغات ونشأتها، بيتكلم عن كيفية تعلمها، البروسيس بتاع انك تتعلم لغة شكله عامل كيف، الزول اللي بيستقبل اللغة بيفسرها كيف، اللغات ذاتها بتتغير كيف عبر الزمن. يعني مثلا بتكون في كلمات موجودة في لغة محددة بتلقاها بعد زمن محدد اختفت او اتغيرت، في كلمات جديدة بتدخل على اللغات. علم اللغويات ده هو اللي بيهتم بالحاجة دي. كيفية تأثير مشاكل الدماغ على اللغة، يعني مثلا في ناس بيكون عندهم مشكلة محددة في الدماغ بتكون بتأثر على اللغة، بيكون عندهم فاقدين واحدة من المهارات. هنا بتجوا بتلقوا طوال إنه الحاجة دي عندها علاقة برضو بعلم النفس، عندها علاقة بالطب، فالأوفرلابينج ده بيظهر طوالي كثير في الحتة بتاعت العلوم الاجتماعية. التحليل الخطابي، التحليل الخطابي ده من الحاجات المهمة شديد وما قاعد تلقى تركيز كافي. يعني علم اللغويات ده بيهتم بإنه الزول يقول شنو كيف ومتين. يعني مثلاً في حاجة اسمها hate speech، خطاب الكراهية، ده من الحاجات تعمل مشاكل حقيقية، يعني ممكن تعمل مشكلة لبلد كاملة إذا انتشر خطاب بتاع كراهية مثلاً إثنية محددة أو دين محدد. دي طبعاً هاي بتأثر على الدول كاملة. فالعلم بتاع اللغويات ده هو بيهتم بالحاجة دي، بيشوف إنه المشكلة دي بتجي كيف وممكن تتعالج كيف. بيدرس برضو ارتباط اللغة بالثقافة والدين والنوع والطبقة الاجتماعية. هنا طوالي برضو بيظهر لكم الأوفرلابينج بصورة واضحة شديد، وبيشرح برضو كيفية اكتساب اللغات عند الأطفال. يعني الفرق شنو، ما الزول الكبير لما تعلم اللغة ما بيكون زي الطفل. فعلم اللغويات ده بيورينا إنه كيف نحن لما تولدنا تعلمنا اللغة المحددة اللي قاعدين نتكلم. طيب في قسم الفلسفة، الفلسفة دي هي أم العلوم. بمعنى شنو؟ كل العلوم القاعدة، كل العلوم الحديثة الموجودة هالسدي تاريخياً هي أساساً جات من الفلسفة. يعني كان في حاجة اسمها فلسفة، ومنها بيطلع العلم بيتطور بعد ذلك بينفصل العلم براه. أول علم طلع من الفلسفة هو الرياضيات. فيثاغور اللي هو اللي عنده نظريات معروفة في الرياضيات، ده كان هو أول زول، يعني أكثر زول أثر في إنه علم الرياضيات ده يتطور ويطلع من الفلسفة. دي معلومة أنا بتخيل إنها بتكون فايتة على ناس كتار، لكن الحاجة دي بتوريكم أهمية دراسة الفلسفة. يعني إذا أنا عايز أتكلم عن حاجة هي المصدر الأول لكل العلوم، يبقى دي حاجة بالتأكيد هي بتطور مقدرتين على التفكير. طيب بتعمل شنو الدراسة دي؟ تعنى بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمعرفة والقيم والأخلاق.
يعني إذا أنا عندي أي علم تطبيقي، العلم ده ما اهتم بالقيم والأخلاق، دي بتبدأ مشكلة. يعني إذا أنا بقيت عايزة مثلاً أعمل مباني في مكان ما، وما اهتميت إنه المباني دي ممكن تأثر على الناس الساكنين في الحتة دي كيف، إذا أنا عايزة أعمل سد وما اهتميت بإنه السد ده هيأثر على الناس الساكنين في الحتة دي كيف، دي طبعاً مشكلة، ودي من الحاجات اللي بتعمل للدول مشاكل كبيرة وأثارها ما بتروح بسهولة. فعلم الفلسفة ده هو اللي بيعنى على بيعنى بالإجابة على الأسئلة دي. طيب، تهدف من خلال تدريس النظريات والمبادئ الفلسفية لترسيخ روح التفكير الفلسفي المنهجي النقدي وتعزيز فضول الآخر وامتلاك أدوات الحوار العقلاني، إنه ذات الناس يكون عندها بلاتفورم بتاع حوار يعني بطريقة عقلانية وبطريقة منهجية، دي برضو حاجة مهمة. لو لاحظتوا كل الحاجات اللي أنا هتكلم عنها اللي عندها علاقة بكلية الآداب أو العلوم الاجتماعية بصورة عامة، هي بتلقوها بتأثر على الدول، يعني تأثيرها ما تأثير بسيط، فهي بتحتاج فعلا إنه الناس يعني تعاين لها كويس وتقدر تشوف الحاجات دي فايدتها شنو. طيب، في قسم التاريخ بيفيد الطالب في المقدرة على تحليل الحاضر والمستقبل انطلاقا من الماضي، المقدرة على تحليل الأحداث في سياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي، هنا بتظهر لنا الحاجات بتاعت علم الاجتماع وبتاعت الاقتصاد والسياسة والثقافة بصورة عامة، ويعنى برضو بدراسة الحقب التاريخية المختلفة من منظور ثقافي واجتماعي وروحي واقتصادي وسياسي. يعني العلم ده هو بيساعدنا بصورة كبيرة إنه نحن كيف نقدر نعاين للمستقبل بدراسة التجارب الماضية. في علم الآثار أو قسم الآثار يعني بيعنى بعمليات المسح والتنقيب الآثارية، اللي هو يكتشفوا يعني في اكتشافات كبيرة زي مثلا الأهرامات، كل المواقع الأثرية اللي بتقوم بتأثر بصورة مباشرة على اقتصاد الدول، ده علم الآثار هو اللي بيهتم بها في المقام الأول. بيهتموا برضو بدراسة الحضارات المختلفة حول العالم وإنسانها، دراسة العصور الحجرية والفترات التاريخية المختلفة. بيهتموا برضو بإدارة المصادر الثقافية والآثارية. نحن لما يكون عندنا ناس بيخشوا باسم الآثار بيقدروا يمتلكوا الأدوات دي، نقدر نحافظ على الموروث الثقافي بتاع السودان. يعني احنا هسه شايفين انه كان احنا عندنا حضاره قديمه وكده، لكن حاسين ان هي ما ماخده حقها، فبيكون معناه الموضوع ده محتاج لشغل زياده، محتاج لناس بامكانيات عاليه وانترست حقيقي انهم يخشوا ويشتغلوا مع الناس الشغالين هسه اوريدي دي. طيب، في القسم بتاع علم النفس، علم النفس بيعنى بدراسه السلوك البشري، فهم وتنميه الشخصيه العقليه والجسديه والوجدانيه والاجتماعيه للانسان، بيعنى بالوصول إلى صحة نفسية جيدة. المهم برضو حتشوفوا في علم النفس كيف إنه في تداخل بين علم النفس، علم الاجتماع، التاريخ، الفلسفة. طيب، نمشي لقسم الإعلام. قسم الإعلام بيعرف الطالب على نظريات الإعلام وفلسفة الإعلام، على التحرير والكتابة للوسائط المختلفة، لجرائد، لمقالات، هسي كمان في المقالات الإلكترونية، في الصفحات، في الجرائد الإلكترونية، كيف تستخدم الوسائط الإعلامية المختلفة، بيدربوا برضو على الإخراج والتصوير والمونتاج، بيدربوا على الإعداد والتقديم. الإعلام برضو هو من الحاجات اللي عندها دور مهم شديد في إنه الدول تقدر تمشي لقدام. يعني أنا بكون عندي خطاب محدد أنا مفروض أوجهه للشعب، أنا لو ما عندي ناس متمكنين عارفين الحاجات دي كويس إمكانياتهم عالية، ما بقدر أطلع من أزمة محددة. فالأزمات داي يعني من أهم العوامل اللي بتخلي الدول إنها تقدر تطلع من أزمة محددة هو الإعلام. فالإعلام هو جسم مهم وعنده دور كبير بيلعبه في إنه كيف البلدان تقدر تمشي لقدام، وبيحتاج برضو لناس بإمكانيات عالية وإنترست حقيقي. وفي هسه حاجه جديده ظهرت اللي هي صحافه الموبايل دي، هو السوشيال ميديا والحاجات اللي بتكون الاسفيريه دي كلها. طيب، عندنا قسم الدراسات الاسلاميه. طبعا الدين ده واحد من المكونات الاساسيه في كل مجتمع، يعني الناس بيعرفوا بالدين بتاعه، فنحن لو ما تناولنا برضو الجزء ده من الهويه بتاعت المجتمع بجديه،
اول حاجه دي هتفرز مشاكل كثيره. فيبقى برضو للجسم ده بنحتاج ناس عندهم انترست حقيقي وبرضو امكانيات عاليه بيدرسوا شنو في الجسم بتاع الدراسات الاسلاميه، بيدرسوا العقيده والفقه والتفسير، القراءات القرانيه وعلوم القران، تحليل القضايا والحركات الاسلاميه المعاصره. يعني تظهر حركه زي مثلا داعش، بوكو حرام، نحن بنحتاج ناس متخصصين في الموضوع بتاع الدراسات الاسلاميه عشان يقدروا يحللوا الحركه دي اسباب قيامها شنو، قربها وبعدها من الدين الحقيقي. يعني دي كلها برضو بعد الخطوه بتاعت ان هم يدرسوا ويحللوا بنحتاج لخطاب اعلامي مسؤول واعي عشان يقدر يوصل الحاجه دي. فبرضو هنا بتلقوا الحته بتاعت تداخل المجالات. برضو بيخلي الطلاب يدرسوا الفنون والاثار الاسلاميه، هنا برضو بتشوفوا الاثار والتاريخ كيف بتتداخل مع الجسم بتاع الدراسات الاسلاميه. في استعراض ومقارنه الاديان السماويه الاخرى، دي حاجه طالما انت المجتمع بتاعك فيه مكونات غير الدين الاسلامي، فكون من المهم انه يكون في ناس قادرين يعني يكونوا عارفين الاديان الثانيه كويس بصوره علميه صحيحه ويعكسوا الحاجه دي للمجتمع بصوره تقرب الرؤى اكثر من انه هي تباعده وتكون تحصل مشاكل بتاعه يعني استضعاف مجموعات محدده وكذا. في تمليك ادوات وفنون الدعوه، للاديان طبعا هي ما حاجه سهله، ما حاجه سهله، المفروض برضو الناس يمشوا ليها دارسين وعارفين هم بيعملوا في شنو، لانه ممكن تكون عندها نتائج عكسيه. فدي دي دي برضو دراسه مهمه وتنبع اهميتها من اهميه الدين كمكون في الهويه بتاعت المجتمع المحدد. في قسم المكتبات والمعلومات، ده بيدرس الطلاب انهم كيف يعملوا الفهارس بتاعت المكتبات، بيعرفهم على مصادر المعلومات الاوليه، بيعرفهم على خطط التصنيف المتبعه في تنظيم المعلومات في المكتبات، وبيعرفهم على اوعيه المعلومات ووسائل التدوين. طبعا المعلومه هي من اهم العناصر بتاعت يعني انت قوتك بتكون دائما في انه يكون عندك المعلومه. فانه احنا نقدر نكتسب المعلومات بصوره سليمه، نرتبها، ننظمها، ونحفظها ونرشفها، دي كلها حاجه مهمه بيهتم بها باسم المكتبات والمعلومات. That would be all. شكرا. شكرا لك يا أستاذة آية، حقيقة مجهود عظيم أنك تقدري تلخصي يعني كلية بالحجم ده وفيها تخصصات بالعددية دي في 15 دقيقة، فشكرا لك كثير. سؤال ممكن يكون يعني في أذهان كثيرين حاليا، الشخص اللي بيقدم وبيدخل كلية الآداب يعني هل بيدرس الحاجات دي كلها بحيث أنه يختار مثلا لاحقا، ولا من البداية يكون واضح إنه هو ماشي في ذات مسار، وإلى أي درجة في تداخل بين الأقسام دي وعندهم يعني معلومات عن أو بيدرسوا مع بعض أو كذا؟ أيوة بس السؤال طوالي ولا؟ أي جاوب طوالي. طيب في حاجة كويسة شديد حصلت السنة دي، عملوا أجازوا الإصلاح الأكاديمي بتاع كلية الآداب، رجعوا النظام القديم. النظام القديم كان هو إنه أنت بتدخل كلية الآداب بتختار أي حاجة من العلوم الإنسانية أو من اللغات، بتختار اثنين، ما أي حاجة عفوا، بتختار اثنين. يعني أنت لما تجي سنة أولى هي بتكون طبعاً جنرال، بتدرس عربي وإنجليزي ودراسات إسلامية دراسات سودانية، دي مطلوبة الجامعة بيدرسوها الناس في كل الكليات. لكن بيكون عندك تخصصين أنت بتختاره، ودي حاجة كويسة شديد إنه بيجي في ميكس بين اللغات وبين العلوم الإنسانية. يعني أنت ممكن تجي تقرأ آثار ومثلا لغه فرنسيه، دي حاجه بتكون كويسه شديد للطالب لانه الفرنسيين هم من الناس المهتمين شديد بالعلم ده. فانت لما تكون عندك اللغه وعندك التول بتاعي انت كيف تفتش وتنقب عن الاثار وتهتم بالجانب ده، انت بتكون عندك فرص اكبر في السوق اللي نحن حنتكلم عنه بعدين. نحن لما جينا كانت الحاجه دي واقفه، كان عندك تختار اثنين من العلوم الانسانيه او من اللغات، لكن انا افتكر انه الناس اللي حيدخلوا الجامعه السنه دي عندهم فرصه كويسه بانه هم يستفيدوا من الفرصه بتاعت التنوع بين المسارين. شكرا لك استاذه آية، بس تنبيه الجزئيه دي بالنسبه لجامعه الخرطوم وعليه يعني بالنسبه للجامعات الثانيه، هو تقريبا يعني الدراسه هي بتكون نفسها لكن النظام او السيستم قد يكون مختلف، عشان كده بننبه الناس اللي حيقدموا لجامعات ثانيه انهم ينتبهوا للحاجه دي. قبل ما انتقل تفضلي استاذه آية. يعني مثلا هسه في جامعه السودان ما في كليه اسمها الاداب، في كليه اللغات عادي، في جامعه الرباط مثلا كليه اللغات والترجمه كده، اللي هي دي بتكون جامعة النيلين. ما عايزة أقول كلام سعي لكن دي أنا متأكد إنه فيهم كلية الآداب. ف
فبيكون السيستم جوه مختلف. النظام زي ما انت قلتي هم حابين ينتهوا للحاجه دي، لكن عموما المحتوى تقريبا نفس الحاجه. ايوه التشابه بيكون كبير جدا. قبل ما انتقل لاستاذه امنيه، بس سؤال على السريع كده، دلال الناس دائما بتحكم بدرجاتي في الثانوي، يعني مثلا زول بيقول لك انا في اولى وثانيه ثانوي ما كنت بحب اللغه الفرنسيه مثلا، وعليه ما بفتكر انه انا حكون كويس لو دخلت مثلا فرنسي. فرنسي دي كمثال بس، يعني احنا لكن استاذه آية دي هي بقسم اللغه الفرنسيه. فالى اي درجه الحاجه دي سليمه، والى اي درجه دي في حاجه يفترض تحدد انه الشخص يمشي في المجال المحدد ام لا؟ هو الزول العايز يطمن حقه يقعد مع نفسه كثير يفكر، لانه ممكن تكون انت عندك بوتنشال ده حاجه لكن انت ما عارفه. انا لما جيت كليه الاداب كنت عايزه ادرس اعلام وانجليزي، جيت لقيت انه الحاجتين دي المفصولات، كنت دخلت انجليزي ومعاه بالصدفه فرنسي، ما كنت بعرف الفرنسي، بس انا خليت الانجليزي وتخصصت فرنسي، بقيت خلاص دي هي حاجتي اللي انا بعمل فيها. فالاجدى انه الزول يقعد يفكر مع نفسه مليا، يشوف هو عايز شنو. حقيقه الصدفه ممكن تخدمك مرات، ممكن يلاقوك ناس في سكتك يفتحوا بصيرتك لحياتي انت ما كنت شايفها، دي كلها عوامل بتحصل ممكن تغير لك اتجاهك وكده. لكن الاجدى فعليا انه الزول يفكر. حتى موضوع الدرجات ده هو برضه ما ارتباطي، يعني مثلا انت لو بتجيب درجه سيئه في الرياضيات ما معناه انت ما عندك فيها انترست، لو بتجيب درجه سيئه في الانجليزي معناه انت ما عندك فيها انترست. فهو انديكيتس انه انت الحاجه دي بتنفع معك ولا لا لدرجه كبيره، لكن برضه الزول يقعد يفكر مع نفسه يعني. يعني هو ممكن يكون مؤشر لكن ما يفترض يكون الفيصل الحاجه اللي تحكم يعني القرار. شكرا استاذ ايه، ميرسي بوكو. عفوا شطنخي. طيب ننتقل لأستاذة أمنية بازر الأمين من قسم الاقتصاد القياسي والإحصاء الاجتماعي بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. تفضلي أستاذة أمنية. أستاذة أمنية أنتي يس تمام. طيب السلام عليكم. زي ما قبل نبهتكم إنه أنا هحاول أديكم يعني overview about المجال ده، وحخلي جامعة الخرطوم reference، يعني أنا هتكلم بصورة عامة لكن لو في حاجة هشيل جامعة الخرطوم أو التخصصات في جامعة الخرطوم والأقسام وكذا. تمام. زي ما قلت لكم إحنا هنحاول نديكم بداية الخيط يعني أو بداية الدرب زي ما بقوله، بعدك أنتوا أبحثوا في الموضوع أكثر، أسألوا أقرأ عن الموضوع وكذا. بالنسبة للحاجات اللي أنا هتكلم عنها، أول حاجة حبدأ بإنه علم الاقتصاد هو شنو بصورة عامة، الفروع بتاعت علم الاقتصاد، بعدين هننتقل للمواضيع اللي بتدرس في التخصص بتاع الاقتصاد، المهارات اللي ممكن تكتسبها من التخصص ده، وأخيرا هتكلم عن سوق العمل، وآخر حاجة هحاول أديكم كم نصيحة كده بيز أون تجربتي البسيطة في المجال. طيب أول حاجة نبدأ بأنه الجميع يمارس الاقتصاد والاقتصاد في حياتي اليومية. في الحتة دي أنا حابة أديكم أمثلة بسيطة شديدة عشان تقدروا تفهموا معي إن الاقتصاد هو شنو. طيب أنت كطالب عندك مصروف محدد، لا تسين عندك 100 جنيه في اليوم. طيب 100 جنيه دي أنت عندك محاضرة في الحق الصباح للجامعة، عايز تركب مواصلات، عايز تفطر، تشرب باري، تدخل رصيد، عندك شيتات عايز تشتريها، ما عارفة يعني عدة برامج أنت عايز تعملها أو عدة احتياجات لك في يومك. ده الاقتصاد يا جماعة، إنه أنت عندك دخل محدود أو موارد محدودة عايز توظفها بين الاستخدامات البديلة المتاحة. تمام. ده يعني أكثر من الأكثر الأمثلة البسيطة ممكن تفهموا بين الاقتصاد ماشي كيف. موارد محدودة اللي هو هنا في المثال ده هو الدخل على الاحتياجات أو الاستخدامات المختلفة. طيب مثال تاني ممكن نقول إنه طيب أنت عايز تزيد دخلك ده، طيب عايز تشتغل حاجة جانبية، عايز تساعد ناس بينكم، عايز تشيل مصاريفك، أوكي. لقيت نفسك إن أنت مثلا بتعرف ترسم ودي عندك موهبة كويسة وممكن تشتغل في حاجة وتبدأ فيها. طيب أنت عايز تبدأ مشروع أنت وصاحبك مثلا بتاع تبيع اللوحات. طيب هتقوم تفكر كيف، والله الورق بيكلفني كم، خلاص جبت الأقلام الرصاص الألوان ما عارف الحاجات كلها التفاصيل أنت هتستخدمها عشان تطلع في نهاية شكل اللوحة. تمام. العملية دي دعمت اقتصاد، انت هتفكر في التكاليف، تحسب الأرباح، هتشوف انت هتكسب كم من الموضوع. This is economics يا جماعة. طيب تاني ممكن نتكلم عن طيب أسف المثال بتاع انه عندك احتياجات مختلفة. طيب لقول انت عايز تفطر، عندك options تفطر بطعمية، تفطر
مثلا برجر هوت دوغ وتبع الحاجه، انت لما تفاضل بين الحاجات دي ده اقتصاد. ما انت في النهايه عندك قلنا يعني مواردك محدوده، هو دخلك الثابت عشان تعرف خلاص انا اشتري طعميه ولا اشتري برجر ولا اخليه واقوم اشتري هوت دوغ، ده اقتصاد. طيب لما نلقى مثلا نمشي السوبر ماركت ونلقى انهم عاملين تخفيضات، والله الحاجة كانت بمية جنيه بعد ذاك فجأة عاملين ديسكاونت وعارف شنو بقت 95، دي الحوافز اللي بيشتغلوا عليها. دي احنا بنتكلم هنا عن الاقتصاد. طيب مثال أخير ممكن نتكلم عن إنه رسلوك ناس بيتكم وقال لك امشي جيب لنا كيلو بتاع طماطم أو بطاطس أو أي حاجة، قمت لقيت إنه السعر زاد، كانوا امبارح 50 جنيه الكيلو بتاع الطماطم والليلة الكيلو بقت 70. تفاعلك مع الحاجة دي وتصرفك تجاه الحاجة ده بنسميه اقتصاد. إن شاء الله كده تكونوا شوية ربطتوا معايا الاقتصاد، إحنا ممكن نلقاه في أي تفصيلة في حياتنا اليومية. في حاجات كتير إحنا بنتخذها بيز أون يعني تفكير اقتصادي، إحنا ما بنكون نفتكر إنه دي حاجة يعني كومن سنس، لكن إحنا لو عندنا رجعنا هنلاقي دي في نظريات وعلماء وفلاسفة تكلموا في الحتة دي عشان يطلعوا بالمفهوم ده. طيب منا نقوم ممكن نتكلم عن شنو؟ تعريف علم الاقتصاد. طيب تعريف علم الاقتصاد زي ما قلت لكم من هو كيف نحن نقدر نستخدم مواردنا المحدودة دي لاحتياجاتنا المختلفة. طيب كيف إنه الأشخاص بياخذوا قرارات الوحدات الاقتصادية المختلفة؟ كيف بيقدروا يستخدموا الثروة حقتهم؟ كيف بنستجيب للحوافز زي موضوع بتاع السوبر ماركت والتخفيضات الحاصلة دي؟ كيف بنقدر، كيف إنه في العالم ممكن نستخدم الموارد وكيف نوزعها بين بين الأفراد والمنظمات؟ برضو بيتكلم عن الإنتاج بتاع السلع والخدمات، بيتكلم عن توزيع السلع والخدمات دي وكيف والاستهلاك بتاعها. ده بصورة عامة شديد وواسعة من غير ما ندخل في المصطلحات دي عن علم الاقتصاد. الاقتصاد بصورة المفهوم الواسع ده بينقسم لفرعين، عندنا الاقتصاد الجزئي تمام والاقتصاد الكلي. هتكلم عن كل واحد فيهم لأنه ده الحاجات المهمة شديد في موضوع الاقتصاد وفي أي كلية بدرس، حتى تقريبا أفتكر في العلوم الإدارية بيدرسوا المواد بتاعت الاقتصاد، في سكول أوف ماث برضو في التخصص بتاع أي تي برضو بيدرسوا الاقتصاد، فهي حاجة مهمة شديد. طيب نبدأ بالاقتصاد الجزئي، مين اسمه واضح لو ركزت معي؟ مين احنا بنتكلم عن قرارات بتاعة احداث اقتصادية في الليفل بتاع الأفراد، الأسرة، الليفل بتاع الشركة أو صناعة معينة. طيب احنا عايز نشوف انه قراراتهم دي كيف بتتأثر بالتغيرات اللي بتحصل وكيف التغيرات اللي بتحصل دي بتأثر عليهم. تمام؟ يعني احنا عندنا وحدات اقتصادية، الوحدات الاقتصادية دي على مستوى بتاع أفراد، أسرة، شركة أو صناعة معينة. كيف بياخذوا قراراتهم، كيف بيتفاعلوا مع التغيرات اللي بتحصل، وكيف التغيرات بتاعتهم دي في النهايه بتاثر على صناعه القرار في الاسواق. طيب المثال لها زي ما قلت لك انه الموضوع بتاع مثلا نسبتكم للسلوك عشان تجيب بطاطس او طماطم، يعني انت تفاعلك او استجابتك للتغير بتاع الاسعار ده بنتكلم هنا عن اقتصاد جزئي. تمام؟ ان انت بدل تشتري الكيلو بتاع البطاطس قمت قللته لنص كيلو او ربع كيلو، ده بنتكلم عن اقتصاد جزئي. طيب ثاني ممكن نتكلم عن إنه كيف مختلف السلع بتقيم بطريقة مختلفة. طيب يعني أنت مثلاً بالنسبة لك العيش والموية والحياة دي أساسية، وكيف إنه السلع ممكن تكون سلع رفاهية أو مسمى ثاني. طيب ممكن ثاني نتكلم هنا عن شو؟ ممكن نتكلم عن المنافسة اللي بتحصل، إنه مثلاً الشركات المحتكرة سلع معينة، هنا بنتكلم عن اقتصاد جزئي برضه. الاختيارات وتفضيلات المستهلك زي برضو المثال نرجع عليه بتاع الطعمية ولا البرجر، هنا برضو ده مدى تفضيلاتك واختياراتك انت في النهاية، انت عايز توظف مواردك المتاحة دي او تمام الاستخداماتك المختلفة عشان تصل لأكثر مرحلة بتاعت ساتسفاكشن او رضا او اشباع او منفعة. طيب بعدين عندنا الاقتصاد الكلي، نفس الكلام البسيط ده باللبس بتاع الفرد، احنا هنا نتكلم عن نطاق اوسع او صورة اوسع. احنا نتكلم هنا عن اداء وهيكل وسلوك الاقتصاد باكمله. نتكلم لما اسي كلكم اكيد بتكونوا عارفين موضوع الدولار زاد، الدولار نقص، الريال، الدرهم، الحاجات دي كلها احنا نتكلم عن اقتصاد كلي. اي حاجة بتكون في الاطار يعني حاجة اوسع احنا نتكلم عن، او حاجة ككل نتكلم عن اقتصاد كلي. الاقتصاد الكلي ممكن بيتناول برضو موضوع التضخم، زيادة الأسعار اللي بتحصل دي، بتكلم عن البطالة مثلا، الأثر بتاع
الانتشار بتاع فيروس كورونا في العالم، كيف انه اثر على انه خلى فيه ناس فقدت وظائفها، ناس بقت ما عندها حاجه قاعده في البيت، الناس مرتباتها نقصت. هنا نتكلم هنا عن اقتصاد كلي، نتكلم عن الموازنه بتعمل الدوله كل سنه بردودة تبع الاقتصاد الكلي. طيب دي من الموادتين المهمات اللي بدرسه في كل يعني اي كليه بدرس الاقتصاد، بيكون مثلا في اول سنه وثاني سنه، يعني في كل سنه بيكون متطور اكثر، ممكن بيكون تبدا بمبادئ بعد تدخل في نظريات وتدخل في حاجه متقدمه and so on. طيب فحديكم امثله للمواضيع اللي بتدرس في كليه الاقتصاد. طيب بنتكلم عن اقتصاد جزئي واقتصاد كلي زي ما ذكرت لكم. بنتكلم مثلا عن الماليه العامه اللي هي المواضيع اللي بتتكلم عن الايرادات العامه ايرادات الدوله، يعني مثلا زي الضرائب وكده، بتتكلم عن النفقات بتاعت الحكومه، بتتكلم عن الموازنه اللي تعملها من الدوله، مثلا الاقتصاد الدولي بيتكلم عن التبادل التجاري والتعاونيات، ممكن بيتكلم هنا عن سعر الصرف برضه، ومختلف المواضيع. تمام. يلا في حاجة هنا مهمة عايز أذكرها لكم، إنه الاقتصاد ما زي ما الناس فاكرة إنه هو حاجة جامدة، هو أي حاجة مبنية على نظريات وكده، لكن بيجي ماشي في اتجاه بتاع إنه فيه رياضيات. إحنا في أول سنة وثاني سنة بنقرأ عام، بتقرأ اقتصاد بتعمل تخصص في اقتصاد وعلم اجتماع وعلوم سياسية بالإضافة للرياضيات والإحصاء. الرياضيات والإحصاء هنا ما حاجة بس بتفارق، لأنه أصلا الاقتصاد فيه هو نماذج بتبني عشان تتوقع المستقبل وتعرف تدرس العلاقة بين المتغيرات المختلفة وكده. يعني كمثال إحنا نقول الدولار زاد أو نقص أو يعني خفض قيمة العملة المحلية، شنو اللي بيأثر على الحاجة؟ طب إحنا ما حنقدر نقعد كده وننظر ساي من غير ما يكون عندنا بيانات نقدر نبني عليها كلامنا، نقدر نعمل تحليل على الحاجات الموجودة وكده. فيبقى في جزء بتاع جزء نظري، لكن في جزء كبير شيء من التخصص بتاع الاقتصاد إنه بيبني على موضوع بتاع التحليل، موضوع بتاع الرياضيات. سو بالإضافة لموضوع الاقتصاد في بتكون مواد بتاع الرياضيات، اللي هم مثلاً زي الحسبان، الدوال، الرياضيات الأساسية، الجبر الخطي وكذا. في مواد بتاع الإحصاء، لأنه في واحد من التخصصات بيكون اقتصاد قياس والإحصاء الاجتماعي أو الإحصاء والاجتماع أو السياسة والاجتماع. يعني مثلاً في التخصص اللي أنا درسته كان بيتكلم عن فيه جزء من الاقتصاد، جزء من الإحصاء وجزء من الرياضيات. طيب ممكن تكون مواد دي البداية بتاعت الثانوي اللي هو الإحصاء الاستدلالي الوصفي، هذا بيبدأ كل ما تمشي لقدام تدخل ديبر على حسب التخصص بتاعك. برضو التخصص بتاع التمويل عندنا في الكلية هو مثلا نتكلم فيه المحاسبة الإدارية الرياضة المالية والمؤسسات المالية والاستثمار والتسويق المالي والمصرفي. دي بعض الأمثلة ما لسبيل الحصر في مواضيع أكثر ممكن تكون تشمل الكلية، لكن بس حبيت أنبهكم في مواد الاقتصاد ومواد الرياضيات والإحصاء بالإضافة إلى التخصص حتى لما نفس العلوم اللي هو علوم علم الاجتماع والعلوم السياسية. بالنسبة للمهارات ممكن تكتسبها من التخصص، هنا أنا ما حقول لك أنت تقرأ اقتصاد 4 سنين أو 5 سنين حتطلع من الكلية عندك كل المهارات دي أو السكيلز. نو، الموضوع معك كده. في جزء بيطلع من الكلية وجزء بيطلع منك أنت، يعني أنت لازم تجتهد على نفسك. ما أنت ما عايز تكون عايز تقرأ آخر أسبوعين وعايز تعمل شنو، يعني ما تدي الموضوع حجمه في النهاية عايز تطلع بأنه تكون أحسن زول يعني مثلا. لا، أنت لازم زي ما الكلية تديك أنت برضو أمشي أسعى. الكلية تديك جزء، نقول 70% 80% 20% لو ما أنت تميت من نفسك هتهدم 80% كلها. طيب ممكن تطلع بشيء القدرة على التحليل. زي ما قلت لكم الاقتصاد هنا بيقوم على علاقة بالمتغيرات، يعني وزي مثال بتاع الدولار. طيب الدولار بيأثر على شنو؟ الحاجة بتخلي فجأة الليلة يبقى 300 وبكرة 200 كيف بينزل وبيزيد فجأة. احنا هنا محتاجين نقدر نفهم السبب وراء الموضوع ده شنو، ونقدر نربط المتغيرات اللي بتأثر عليه، ونقدر نجيب evidence أو data عليه نشتغل عليها عشان نقدر نطلع بالحاجة دي. فبتشغل لك الanalytical skills حقتك، نقدر تحلل السبب وراء الحاجة. تمام. منها برضو زي التفكير النقدي، تحب نخليك انه تقرأ الموضوع بصورة ما بتاع انه انشاء او حاجة نظرية، لانه تديك انت مساحة انه تقدر تفهم المشكلة جات من وين، اقدر افرق بين الحاجة الراشنال، الحاجة العقلانية والمنطقية، والحاجة الماكدة. فالحاجة دي ممكن حتقدر تنميها كيف ان انت تقرأ، ما تقرأ قراية تجارية مودة ان تقرأش تستفيد.
وفي طرق كثيرة للحاجة اللي حتكلم عنها في النهاية. طيب برضو بيحسن لك من موضوع الكوميونيكيشن حقك، انه كيف الكوميونيكيشن من ناحية بتاعت شنو، بتاعت البرزنتيشن، ان انت بتوصل معلومة لأشخاص. مثلا انت اشتغلت في شركة ويو هاف تعمل لك ريبورت، تمام، تقرير وتقدمه للإدارة العليا وكذا. النهاية التقرير ده أول شيء في جزء كتابة، صح؟ هتبدأ أنت كيف توصل فكرتك والحاجة اللي لقيتها في البيانات حقتك لمعلومة يقدر أي زول يفهمها. ما كل الناس بتقدر تفهم لغتك، صح؟ طيب يبدأ قدر على الكتابة، القدرة أن توصلها شفهيا، تقدر تشرح للناس المعلومة حقتك بصورة كاملة. طيب بالإضافة للمهارات دي، في المهارة الحسابية زي ما قلت لكم، الاقتصاد فيه جزء كبير، جزء شغل رياضي، شغل بتاع علاقات ودوال. فبرضو من الـ by practice بتتعود على الموضوع ده. تاني شغل بتاع research، البحث، لأنه حيكونك دائما تكتب مقالات في الجامعة وعندك شغل بتاع بحوث. فالموضوع ما إنه أنت مش تنقل الحاجة من نتيجة تقطع، لا، إنه كيف تفكر وتعرف المصدر بتاع المعلومة ده صح ما صح، ترجع يعني. فدي من الحياة ممكن تبني أيام الجامعة. تاني في موضوع المهارات بتاعة الكمبيوتر، الحاسوب. يلا زي ما قلت لكم أنا تخصصي اقتصاد قياس وإحصاء اجتماعي، فأنا بشتغل على شغل بتاع تحليل على البيانات. التحليل ده أكيد ما حيكون بالحاجة القديمة بتاعت أنا قد أحسب بي دي، لا، في softwares دول بيستخدمها. فأنت كل ما تساعد نفسك وتتمرن تشتغل بالكمبيوتر كده بيكون أحسن، عشان تقدر تشتغل شغل يعني طريقة efficient أكثر. أخيرا حل المشكلات. الاقتصاد كله متشابك مع بعض، ممكن تلقى السبب، والله الفقر بتاع الدولة دي عنده مليون سبب. لازم تقدر تعرف كيف ترجع للمشكلة، تقدر تحدد المشكلة دي هي المسببة لي الفقر ده ولا لا أو كده. فدي من الحاجات برضو اللي بتنميها عليك التخصص بتاع الاقتصاد. إن شاء الله أكون قدرت أفيدكم في موضوع الاقتصاد بصورة عامة. زي ما قلت لكم بتقروا جنرال، احنا في جامعة خرطوم سنتين، بعد ذاك على حسب رغبتك، اهم شيء الرغبة والمربوطة بالقدرة اللي هو شنو بمعدلك، تقدر تتخصص التخصص انت دايره في ثالثة ورابعة، وبعد ذاك لو ربنا وفقك ممكن تدخل خمسة مرتبة شرف بتكون تخصصت اكثر. بعد ذاك لو عايز تمشي في دراسات عليا ممكن تتخصص في حاجة، يعني ممكن بدل الاقتصاد كله تمسك الاقتصاد الدولي بس، او مثلا الاقتصاد الزراعي او الاقتصاد الاسلامي، تواصل عليهم. طيب بالنسبة للنصائح أنا عايز أتكلم عنها، عندي كم حاجة، معليش. أتكلم أول شيء عن المايكروسوفت أوفيس، مهم شديد يا جماعة، موضوع الوورد والبوربوينت والإكسل والحاجات دي بدكم لها تقريبا في أول سنة في الجامعة كحياة متطلبات جامعة، لكن أنتوا اشتغلوا على نفسكم فيها أكتر. ما في زول في النهاية، أنت بتتعلم بعدين لما تشتغل إن شاء الله وكذا، لكن ما بزول بيكون يبدأ معاك فروم زيرو مرة، ما تبي الظروف بتخليك إن أنت، لا، أنت بتجتهد مع نفسك وتعرف فرقك. طيب فركزوا في الموضوع ده، لو في كورسات ممكن تدخلوها في الجامعة تأخذوا الموضوع بطريقة شوية more serious في الحتة دي. ثاني موضوع اللغة الإنجليزية، ما بقول لكم هي مقياس للتحضر ولا الثقافة ولا أي حاجة، لكن ممكن تعتبروا إن هي أداة بتسهل لكم الحاجات، تمام، زي أي مهارة تانية ممكن تتعلمها أو يعني ability. طيب ممكن تشوفوا تدخلوا كورس انتوا زملائك تتكلموا مع بعض، المهم تشوف لكم طريقة تنفع معكم. ثاني حاجة الاونلاين كورسز، اي موضوع بيجي في بالكم ممكن تلقوا له كورس عديل قائم بذاته. يعني مثلا الاقتصاد الدولي ممكن يكون في حاجة بتتكلم عن سعر الصرف بس ده كورس كامل يعني. فحاولوا تستفيدوا من النت بطريقة كويسة شديد، ابحثوا اي حاجة انتوا شايفين ممكن تقروها أو أنتوا interested فيها، أمشوا في موضوع الأونلاين كورسز. ما بتحبوا موضوع الأونلاين كورسز ده موضوع طويل وكده، ممكن تمشوا لقنوات بتاعة اليوتيوب، أنتوا بس عايزين زول يديكم المختصر المفيد يعني أو حاجة تفهموا بها أكثر، بتلقوا في قنوات في اليوتيوب كثيرة شديد مفيدة في الحتة دي. ما بتحبوا تحضروا فيديوهات، ممكن تقروا كتب، أقروا articles، مقالات، أوراق علمية، ممكن تقروا مجلات، يعني ساعدوا نفسكم انتم شو لقدام، ما تعتمدوا على جهه معينه. ما بتحبوا تقروا، انا حخليكم لحد النهايه في اودي بوكس، ما بتحب تقرا ممكن تسمع الكتاب. الحاجه دي بتنزلوها عندك تسجيل، ممكن قبل ما تنوم تسمعها في المواصلات كده، برضو حاجه ظريفه. واخيرا عندي النقطه بتاعه العمل الطوعي، الحاجه دي بتنمي فيك
البرزنتيشن والكوميونيكيشن سكيلز بتقوم على ان تتكلموا مع ناس، تتقبلوا افكار ناس من باك جراوندز مختلفه، تقدروا تتعاملوا وتحلوا مشاكل مختلفه. فالسوفت سكيلز اللي بتاخذوها من العمل الطوعي حاجه قيمه شديد، حتفيدكم في حياتكم لقدام. فلو يعني لو لقيتوا اي فرصه خلال الجامعه تدخلوا في نشاط زي ده ما تقصروا. واخيرا عايزه اقول لكم اسالوا ابحثوا عن الحاجه، ما تقيسوا في حته معينه، ابنوا حب الاستطلاع جواكم. النت فيه معلومات كثيره شديد، اسالوا الناس اللي قدامكم، اقروا، يعني اجتهدوا مع نفسكم شويه لحد ما تصل الحاجه دايرينها. شكرا جزيلا أستاذة أمنية على البرزنتيشن الأكثر من رائع. أنا درست ودرست اقتصاد، لأن إحنا في العلوم الإدارية زي ما بعد شوية حيتكلم برضو أستاذ ثابت، بندرس اقتصاد كلي، اقتصاد جزئي، اقتصاد إداري، وكان برضو من أمتع الكورسات. الاقتصاد بصورة عامة بيساعد دراسة الاقتصاد، بتخلي الشخص يعني يفكر في أي حاجة بصورة مختلفة، وبتخلي فعليا الانسان شخصيته تحليليه يعني، وبيكون فاهم ما وراء الاشياء. فشكرا لك. من خلال البرزنتيشن في سؤال جاء في بالي، وافتكر برضو ممكن يكون في بال كثير من الناس، في تخوف بيكون من كليه الاقتصاد لانه بيفتكروا الناس انه فيها شغل بتاع رياضيات كثير. هو طبعا ما يفترض يكون في تخوف من الرياضيات، احنا لازم نناقش الحاجه دي نفسها، لانه دي حاجه انا افتكر انها يعني انطباعيه اكثر من انه هو فعليا في مشكله. فعاوزين على حسب فهمي في العلوم الاداريه في الاقتصاد، الرياضيات والاحصاء هي تول، يعني هي اداه بيتم استخدامها لدراسه النظريه ومثلا في البحوث وخلافه، لكن ما بتكون الدراسه للرياضيات نفسها يعني كعلم او كذا. فهل الكلام ده صح؟ ورايك شنو في فكره تخوف الناس من الاقتصاد عشان موضوع الرياضيات ده؟ معليش دكتور نعمة، بس شوية الصوت قطع، معليش أنا بس سمعت إنه موضوع الرياضيات، ممكن تعيدي لي السؤال؟ أيوة، بصورة عامة أفتكر في تخوف بيكون من الاقتصاد نسبة لإنه في تخوف من الرياضيات، فإحنا عاوزين نناقش إنه أو عايزين تورينا يعني ليه التخوف من الرياضيات أصلا هو خطأ، والحاجة الثانية إنه عموما الرياضيات هي تول في العلوم الاجتماعية أكثر من إنه يعني إحنا ما بندرس رياضيات كعلم الرياضيات، لكن بنستخدمها كوسيلة في لفهم النظريات المختلفة وفي التحليل وكذا. فبس ركز لنا على الجزئية دي ونسع منك، إن شاء الله تكوني سمعتيني. أستاذة أمي. أيوة أوكي. زي ما قلت لكم في ناس كتار بيفتكروا إنه الاقتصاد يعني مادة جافة. أيوة ما هي في نظريات، لكن في النهاية زي ما قلتي إنه الرياضيات دي just a tool عشان أنت تقدر تفهم بها. ويا مع الرياضيات دي قاعد تحسبها بيدك، يعني ممكن تكون بيوروكم الفهم، لكن لما تشتغل في أرض الواقع الموضوع بيكون مود لايك إنه هو بيكون software بيشتغل لك الحاجة دي. لكن انت مثلا بتكون فاهم كيف انه يا تو اختبار انا بقدر اشتغل به، يا الفرضيه دي ممكن اختبرها بيا طريقه كده. فموضوع التخوف ده احنا اصلا في اول او سنه اولى وسنه ثانيه بيدوك بيزكس بتاع ماثماتكس، يعني ما بيخلعوك طوالي بالحياه الديب دي، ولحد ما في كل التخصصات، في تخصصات ما بيكون فيها خالص ماده بتاعت رياضيات. فانت ممكن تشوف امكانياتك وين والحاجه اللي انت حابيها وين. لكن يعني الرياضيات ممتعة لأنه ما بتكون الحاجة روتينية أكثر من يعني مو حاجة كرياتيف وصريفة، يعني فما في داعي للتخوف. شكرا لك أستاذ. أنا بس حبيت أضيف إنه فعليا ما يفترض يكون في تخوف، لأنه لو تكلمت عن تجربتي الشخصية أنا مثلا في الثانوي كان ما كانت الرياضيات من المواد المفضلة بالنسبة لي، ما كان عندي فيها مشكلة حقيقية، لكن ما كانت يعني ما كنت بحبها مثلا ممكن نقول. في الجامعة في أولى وتانية تقريبا درسنا، في سنة أولى درسنا نفس الرياضيات اللي درسناها في ثالثة ثانوي، في تانية تعمقنا تاني، وأنا تفاجأت إنه في وقتها أنا ما قادرة يعني أعرف هل باختلاف طريقة التدريس أو أنا كبرت ولا حصلت إنه، لكن بقت من المواد اللي أنا بستمتع بها وحتى بشرحها للناس يعني. عايزة أنبه للنقطة دي إنه ما يكون إحساسك بالمادة مثلا في الثانوي سبب أساسي، ممكن يكون سبب مؤثر زي ما تفضلت آية برضو ذكرت موضوع اللغة، إذا أنت درياتك ما كويسة معناه يمكن أنت ما انترستد، لكن ما تكون سبب أساسي في عملية الاختيار. حنواصل في الموضوع الرياضيات ده برضو لأنه ماشيين عليه مدرسة العلوم الإدارية. أستاذ ثابت من قسم إدارة الأعمال تفضل.
أستاذ ثابت أفتح المايك. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. واضح الصوت؟ أيوة واضح، تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أنا هعرف بالعلوم الإدارية والمالية مع التنويه ده اللي هو على كل الناس، إنه النموذج هنستعرض تخصصات زي ما هي في جامعة الخرطوم، لكن ما فروق كبيرة بين جامعة الخرطوم بين الجامعات الثانية، وما في ما فروق جوهرية يعني. إذا في فروق فهي هتكون مثلا إنه في جامعة الخرطوم انت بتدخل الكليه بعد كده في سنه ثالثه بتتخصص، في جامعات ثانيه زي جامعه السودان مثلا انت من البدايه تدخل تخصص معين زي تخصص تسويق وتخصص اداره الاعمال. في مواد مختلفه بين كليات وكليات، لكن بصوره عامه اللي هنتكلم عنه ده هو الموجود في كل الجامعات more or less. طيب المقصود بالعلوم الاداريه والماليه هي ببساطه التخصصات الرئيسيه التاليه: اداره الاعمال والمحاسبه والاداره الماليه والاداره العامه. هنتكلم عن تفاصيل الحاجات دي لاحقاً، لكن التفريق الأساسي بين إدارة الأعمال والإدارة العامة إنه إدارة الأعمال هي نفس تقريباً نفس نظريات الإدارة ونفس معارف الإدارة وعلوم الإدارة بتطبق في إطار بتاع بيزنس، في إطار بتاع هدف الربح. الإدارة العامة النظريات دي إلى حد كامل نفس إلى حد كبير نفس النظريات بتطبق لأهداف تانية، ما أهداف الربح عادة بتطبق في المؤسسات الحكومية وما شابهها. المحاسبة والإدارة المالية كثير منها بيخدم الطرفين، يعني الإدارة العامة بتستخدم المحاسبة في أنشطتها، وإدارة الأعمال برضو بتستخدمها. هنشوف التفاصيل التخصصات دي هي شنو. طيب إدارة الأعمال، لو بنتكلم عن إدارة الأعمال في قلب إدارة الأعمال هو الإدارة والتنظيم، يعني لو إدارة الأعمال دي هي حاجة زي العربية كده، الإدارة والتنظيم دي هي العربية نفسها، باقي الحاجات اللي هنتكلم عنها بعد كده هي أجزاء في العربية دي. فالإدارة والتنظيم دي هي الموضوع كله، هي الأساس بتاع العلوم، علوم الإدارة، علوم الإدارة. كل العلوم اللي بتجي بعد كده هي للمساعدة، هي مساعدة وهي للسبورت. طيب زي ما قلنا هي دي الأساس، الأساس هو الإدارة. الإدارة هي ببساطة إنك أنت عندك هدف معين عايز تصله، فبتقوم بتعمل بتخطط للهدف ده وبتنظم الموارد بتاعتك. الموارد ممكن تكون موارد مالية، ممكن تكون موارد بشرية، ممكن تكون تكنولوجيا، ممكن تكون معارف، ممكن تكون خبرات. فببساطة إذا في هدف معين أنت والشركة ده عايز تصله لأهداف ربحية زي ما قلنا، انت الاداره هي اللي بتخليك تنظم الموارد دي كلها عشان تصل للهدف ده في النهايه. باقي العلوم اللي هنقولها بعد كده كلها مسخر لخدمه الهدف ده. هنشوف العلوم دي واحد واحد بعد شويه. الاداره الاستراتيجيه هي نفس فكره الاداره، بس لكن احنا بنتكلم في بعدين اضافيين. البعد بتاع الزمن الطويل، لما نتكلم عن اداره استراتيجيه نحن نتكلم عن اداره في المدى الطويل، يعني انا باخذ قرار الليله عشان نتيجه تظهر بعد 10 سنين مثلا، ومن هنا لعشر سنين أنا بحسب الممكن يحصل شنو، المشاكل ممكن تحصل شنو، والجنبة وأحسب أنا محتاج شنو في العشر سنين دي عشان أقرب تعليل ده أصل بيه العشر سنين الهدف اللي أنا عايزه. الاحتياجات بحسبها، المشاكل الممكن ألقاها بحسبها، وبخطط على الأساس ده عشان أصل في النهاية للهدف بتاعي بعد العشر سنين. معنى تاني الإدارة الاستراتيجية إنه نحن بناخد قرارات عميقة، قرارات كبيرة. يعني إذا في شركة مثلاً سي سامسونج مثلا عاوزه تبني مصنع في السودان، ده قرار استراتيجي لان حتدفع قروش كبيره عشان تبني مصنع في السودان، مصنع الموبايلات في السودان مثلا. فلازم القرار الاستراتيجي ده التفكير فيه يكون في مدخل الاداره الاستراتيجيه، تفكر في المشاكل الحتقابلنا شنو، في الفرص اللي حتكون في شنو، وتاخذ قرارها، تاخذ قرار بناء على كده. الاداره والتنظيم القلب فيها هو موضوع اتخاذ القرار. كل العلوم بتاعت تقريبا كل العلوم بتاعت الإدارة بتخدم قضية اتخاذ القرار، إنه أنا عايز اتخذ قرار من بدائل كثيرة مختلفة، أي قرار هو الأنسب بالنسبة لي وبالنسبة للمؤسسة بتاعتي. غالبا في الجامعة
ما في مادة اسمها اتخاذ القرار. في الدكتوراه مثلا في مادة تتكلم عن اتخاذ القرار، لكن مهارات اتخاذ القرار والقدرة على اتخاذ القرار والقدرة النقدية إنه زول يتخذ قرار، دي حاجة مبثوثة في كل المواد اللي زول بيدرسها في الإدارة، إنك أنت تقدر تشوف بطريقة ما تقدر تشوف المستقبل حاصل فيه شنو، بعدها بيتخذ قرار بناء على المستقبل ده وبناء على ظروفك وبناء على العوائق اللي قدامك وبناء على الفرص اللي قدامك. فالثلاث عناصر دي الإدارة والإدارة الاستراتيجية واتخاذ القرار دي هي قلب الإدارة وقلب إدارة الأعمال. باقي العلوم زي ما قلنا بتخدم عليها. الجزء الثاني الجسم الكبير من أجسام إدارة الأعمال هو التسويق. التسويق ببساطة هو إنك أنت عندك منتج، عندك منتج ما أو مؤسسة ما أو فكرة ما أو شخص ما عايز تسوق للآخرين، عايز تقنع الآخرين به. فالتسويق ده ما هو ما بس تسويق منتج، يعني ما بس تسويق مثلا شاي الغزالتين هي عندها حملات تسويق. التسويق ممكن يكون لأشخاص، مثلا قبل فترة كانت الانتخابات الأمريكية، الانتخابات الأمريكية في الأساس هي حملة بتاع التسويق، المرشح بتاع الانتخابات هو بيحاول يسوق نفسه للناخبين عشان ينتخبوه، بيحاول يقنعهم عشان يقنعهم دي في تفاصيل كثيرة بياخدها في اعتباره، شكله، لبسه، كلامه، الحملة بتاعته بتتصرف كيف، سمعته. فدي كلها الحاجة دي كلها بتتشكل عشان تخدم الهدف بتاع التسويق ده، إنه عايز يسوق نفسه للناس عشان ينتخبوه. التسويق ممكن يكون له أفكار، يعني مثلا لو عايزين نتكلم عن البيئة مثلا أو حماية البيئة، حس في الخرطوم نحن عندنا نفايات كثيرة، لو عايزين نقول للناس ما يتعاملوا مع موضوع النفايات دي بطريقة أحسن من كده، محتاجين حملة تسويقية، دي فكرة عايزين نقنع بها الناس. فمن العلوم المتعلقة بالتسويق بنخدم الفكرة دي عشان نقنع بها الناس. شنو هي العلوم المتعلقة بالتسويق؟ مثلا زي أبحاث ودراسات السوق، دي حاجة أساسية جدا ولا غنى عنها في أي نشاط تجاري أو نشاط بتاع أعمال. يعني مثلا قلنا المثال بتاع سامسونج اللي هي عايزة تجي تفتح مصنع بتاع موبايلات في السودان. سامسونج عندها التكنولوجي المطلوبة وعندها الأموال المطلوبة، لكن محتاجة قبل كده تعرف السوق. بدون معرفة السوق أي حاجة أستاذ ثابت، نحن تقريبا كلام عن تقول عن أموال ما عنده قيمة كبيرة. لازم تعرف السوق في السودان هو الناس في السودان. مثلا الأيام دي الكهرباء تقطع كده، الأيام دي الكهرباء بتقطع كثير. معليش أستاذ ثابت، بس الصوت في آخر 30 ثانية قطع، فلو ممكن ترجع لنا يعني شوية كده باك. طيب كنت بتكلم عن أبحاث ودراسات السوق أو أبحاث التسويق. هي حاجة محورية جدا في أي نشاط بتاع إدارة أو نشاط بتاع بيزنس. وغالبا كثير من المشاريع في السودان بتفشل لفشل في أبحاث ودراسات السوق. يعني مثلا لو تكلمنا عن سامسونج زي ما قلنا، هي عندها قدرة تكنولوجية وعندها قدرة مالية إنها تعمل مصنع بتاع موبايلات في السودان، لكن هي محتاجة سامسونج قبل ما تعمل المصنع محتاجة تعرف حاجات معينة، محتاجة تعرف السودانيين ديل بفضل أي نوع من الموبايلات عشان تعمل الموبايلات اللي بيحتاجوها، محتاجة تعرف أصلا هذا السوق في السودان كفاية عشان تخليها تربح ويرجع لها قروشة ولا ما كفاية. طيب هل إذا السوق في السودان صغير للمصنع ده، هل في أسواق تانية حول السودان بتقدر سامسونج تبيع فيها ولا لا؟ مثلا زي ما قلنا إنه الأيام في السودان كهرباء بتقطع كثير، فهل معنى كده إنه الموبايلات البطاريات الكبيرة هي الأنجح وهي اللي بتكون سوقها أكبر وبتلقى مشترين أكثر ولا لا؟ دي كلها أسئلة المفروض تجاوب قبل ما زول يبدأ في المشروع بتاعه في البيزنس بتاعه. فدي أهمية أبحاث السوق. فرع تاني من التسويق هو الترويج والإعلان. الترويج والإعلان أساسه إنك أنت بتحدد في البداية إنك أنت عايز تروج وعايز تعلن منه، وبعد ذلك بتستهدف الزول ده بالرسالة الترويجية الإعلانية المعينة. يعني مثلا إذا شركة تنتج ملابس أطفال، في الغالب هي ما حتروج للأطفال، هي حتروج للأمهات. فده كده الشركة تكون حددت الناس اللي حتروج لهم، المستهلك غير الزول بياخد قرار الشراء. وبعد كده حتروج لهم برسائل لهم، يعني حتعمل إعلانات مصممة للأمهات
بالألوان المعينة، بالأشكال المعينة، في الأماكن المعينة، في الأوقات المعينة. ودي كلها حاجات فيها دراسات نفسية كثيرة جدا، يعني معتمدة كثير منها على علم النفس وعلى سلوك المستهلك وعلى على العلوم دي، فهي متداخلة جدا مع علم النفس وسلوك المستهلك، مع الاقتصاد حتى زي الاقتصاد الجزئي. فرع ثاني من التسويق هو التسويق الإلكتروني. التسويق الإلكتروني هو التسويق مثلا في الفيسبوك والتجارة الإلكترونية المشهورة في الفيسبوك الأيام دي، وإنك أنت كيف تعرض السلعة بتاعتك وكيف تكون الرسالة بتاعتك جاذبة للناس، وكيف القنوات بتاعت التوصيل بتاعتك، كيف توصل حاجة دي للناس وكيف الطريقة الأمثل إنها توصل بها، كيف تسعر حاجاتك وهكذا في التسويق مثلا بالإيميل وخلافه. الحاجات دي كلها دي جزء من إدارة التسويق اللي هو البند الأول. إدارة التسويق فيها إنك تحدد أصلا السوق، البضاعة دي السوق محتاجة ولا لا، أصلا المنتج ده مناسب للسوق ولا لا، فإذا لقى مناسب هل هو سعره مناسب كم. ثم بعد ذلك مفروض تحدد كيف أوصل للناس، أحسن طريقة توصيل للناس شنو، هل أنا أفتح محلات ولا أبيع في المحلات الموجودة ولا أبيع أونلاين، وبعدين كيف أروج للناس. فده فرع كبير جدا وأساسي من فروع إدارة الأعمال اللي هو التسويق. هو مهتم بعلاقة الشركة دي مع الزبائن بتاعنا، مع العملاء بتاعنا. فرع ثالث كبير برضو هو الـ HR والـ OB. HR هي الـ Human Resource أو الموارد البشرية، والـ Organizational Behavior السلوك التنظيمي. ده متخصص، ده فرع في الإدارة متعلق بإدارة إدارة الناس اللي بيشتغلوا في الشركة، إدارة العمال وإدارة الموظفين. مثلا إدارة الموارد البشرية دي جزء أساسي منها إنك تعرف القانون بتاع العمل في السودان، إذا نحن نتكلم عن السودان، وكيف بتتعامل مع الموظفين ومع العمال في إطار هذا القانون. لأنه إذا حصل أي انتهاك للقانون العمل في السودان ده، الشركة هتحمل تكاليف كبيرة جدا. فهنا المتخصص بتاع الـ HR أو زول الدارس HR متخصص فيها هو الحل الوحيد لأن الشركات بالذات الشركات عندها موظفين كتار تكون ماشية في ما تتحمل الخسائر دي. السلوك التنظيمي هو برضو حاجة معتمدة على علم النفس. الاسم القديم بتاعه هو علم النفس التنظيمي. هي ببساطة إنه أنت كيف تفهم نفسية الموظفين اللي عندك، كيف تحفزهم، كيف تخليهم يشتغلوا مع بعض، كيف تفهم هم بيفكروا كيف، عشان تقدر يعني القيادة محتاجة كده. إذا أنت هتقود الناس، إذا الشركة عندها هدف معين عايزة توصل، هدف مثلا ربحي أو هدف بتاع توسع في السوق أو خلافه، فالشركة محتاجة إنها الإدارة محتاجة إنها تفهم الناس وتفهم سلوكهم وتفهم عقل تفكيرهم عشان تأثر عليهم عشان يوصلوا للهدف ده. فده الـ HR والـ OB هم مختصين بإدارة الناس اللي بيعملوا في الشركة. فروع تانية من فروع إدارة الأعمال، طبعاً كل الحاجات اللي تكلمت عنها دي هي مواد بتدرس، غير إنها هي تخصصات كاملة. يعني ممكن لك قدام في الدراسات العليا تبقى تخصص كامل، وفي العمل بيكون تخصص كامل. تخصص ثاني في إدارة العمل هو إدارة المشاريع. إدارة المشاريع بتتكلم عن إنه عندك أنت أهداف معينة عايز تحققها، لكن في زمن محدد. إدارة الأعمال بصورة عامة بتعني إنه عندنا أهداف عايزين نحققها. بنفترض إنه الشركة بتاعتنا دي مستمرة، لكن في إدارة المشاريع ما في افتراض الاستمرار. عندنا مثلاً مشروع بتاع مبنى عايزين نعمله خلال 4 سنين، فالمبنى ده المفروض يتقسم لفترات زمنية. كل فترة زمنية بيكون عندها التاسكات اللي فيها التاسكس اللي بتتم في كل فترة زمنية، وبالتنسيق مع، يعني المفروض الخطوة الأولى تبدأ حتى الخطوة الثانية تبدأ بعدها، ما المفروض الثانية تبدأ بعد الأولى، أو المفروض الخطوة 3 و4 يكونوا ماشيين مع بعض وينتهوا مع بعض وهكذا. دي هي إدارة المشاريع. كثير تطبيق الأكثر هو في المشاريع الهندسية. إدارة العمليات هي متعلقة بالإنتاج غالباً، ومتعلقة بحاجة بنسميها في إدارة الأعمال الكفاءة. الكفاءة هي إنك تتعمل الشغل بتاعك بأقل تكاليف ممكنة. فإدارة العمليات بتتكلم عن الحاجة دي، إنه إحنا كيف إذا عندنا مثلاً مصنع عايزين نجيب مواد خام ونصنعها ونبيعها، العملية دي كلها كيف نديرها بكفاءة عالية بحيث إنها تكون بأقل تكاليف ممكن وبأعلى ربح ممكن. نوعين من العلوم مرتبطة بإدارة العمليات هي إدارة اللوجيستيكس، هي إدارة النقل والتخزين، كيف أنت تدير النقل بتاع مشترياتك وبتاع مبيعاتك والتخزين بتاعك وكل الأشياء المرتبطة بالحاجة دي، وإدارة قنوات الإمداد
انت السبلاي تشين بتاعتك، المواد الخام بتاعتك كيف بتجيبها وكيف بتخزنها وكيف بتشتريها وكل الحاجات المتعلقه بكده. تخصص ثاني هو تخصص بحوث العمليات. بحوث العمليات هو تخصص فيه تطبيق لنماذج رياضيه ونماذج تحليليه لحل مشاكل معينه. يعني مثلا انا عندي قمح في الجزيره عايز اجيبه الخرطوم، عندي ثلاثة خيارات، مثلا عندي قطر وعندي شاحنات وعندي لواري، حاختار ياتو فيهم. كل واحد عنده تكلفته، كل واحد بيستهلك كمية معينة من البنزين ومن الجاز، وكل واحد بيستهلك وقت معين، وكل واحد عنده تفاصيله. احسن واحد ياتو فيهم بحوث العمليات بتجاوب على السؤال ده، بتخلي احسن خيار من الخيارات دي باقل تكلفه باحسن كفاءه باقل زمن، بنماذج رياضية ونماذج تحليلية. في ريادة الأعمال هي تخصص متعلق بالأعمال الناشئة، أنت كيف تبدأ عمل من البداية، كيف تشوف الفرصة الاستثمارية وتستغلها، وهو تخصص مكانه كده، يعني أنك كيف تتعرف على الفرصة الاستثمارية وتعرف إذا كانت هي مناسبة لك أنت كبزنس زول عايز تبدأ بزنس، وكيف تستغل الفرصة الاستثمارية. التخصص كامل في إدارة الأعمال، بيتكلم عن الأعمال الناشئة وكيف بدايته وكيف هي بتبدأ ومتعلق بتمويله وبتسويقه في المرحلة الأولى دي. إدارة الجودة بتخصص من إدارة الأعمال، هدفه أنك أنت بتتأكد الشركة بتاعتك عندها معايير معينة للجودة، أنك بتراجع المعايير دي، بتراجع الجودة هل هي مطابقة للمعايير دي ولا لا، وبتشوف كيف تحسن الجودة بتاعتها. مثلا إذا قلنا أنك عندك مصنع بتاع طوب مثلا، فالمفروض كل 1000 طوبة التالف منها في عملية التصنيع، ونتوقع أن عملية التصنيع يكون فيها تالف مثلا، التالف منها ما يفوت مثلا 1%، ده المعيار بتاعي. المفروض يكون عندي آلية أنه أراجع الطوب ده، هل التالف 1% ولا أكثر؟ إذا أكثر من 1% المفروض أراجع أشوف وين المشكلة عشان أرجع التالف ل 1%. وبعد كده المفروض يكون عندك آلية بتاع التحسين، كيف الجودة بتتحسن، أنه بعد 1% تبقى 0.5% أو تبقى أقل من كده. نظم المعلومات الإدارية، ده تخصص عبارة عن أنك أنت كيف بتسخر تقنية المعلومات والكمبيوتر لخدمة اتخاذ القرار. أنا بيكون عندي معلومات المالية بتاعت الشركة والمؤسسة، معلومات بتاعت الأفراد، معلومات بتاعت الكاستمرز، بتاعت الزبائن. فدي كلها المعلومات الإدارية بتوفيرها بصورة مرتبة، بصورة بنظام معين عشان تخدم اتخاذ القرار في الشركة، إنه أنا يكون عندي المعلومات المتوفرة عشان أقدر أتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. طيب الفرع الثاني من إدارة الأعمال هي إدارة الأعمال والمحاسبة المالية، هو الجزء الثاني في الكلية غالباً، بيكون علوم إدارية وعلوم مالية. المحاسبة هي الجزء الأساسي في العلوم المالية، فيها المحاسبة المالية. المحاسبة المالية هي عبارة عن رصد وتقرير للوقائع المالية، أنت لازم تعرف القروش اللي عندك كم، اتصرف منها كم، أرباحك كم، ديون عليك كم، أنت عندك قروش مع الناس كم، وهكذا. المحاسبة المالية هي اللي بترصد الحاجات دي كلها وبتسجله وبتديك تقارير بها، لأنه بدون معرفة التقارير والمعلومات دي الشركة ممكن تمشي في اتجاهات ما المفروض تمشي فيها، فلازم يكون عندها رصد دقيق للمعلومات المالية دي في كل وقت وفي كل لحظة. المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف هي بتهتم بالتكاليف بتاعت الإنتاج بتاعك في الغالب، وتكاليف الإنتاج للمنتجات حقتك. مثلا المثال بتاع مصنع الطوب ده تكاليفه فيها ومثلا أسمنت ورملة وعمال وكهرباء وتفاصيل كثيرة. فأنا عشان أحدد أحسب التكاليف دي بدقة، ما أكون خسران، ما أحسب مثلا إنه أنا الطوبة هبيعها ب 100 جنيه مثلا وهي فعلا تكون تكاليفها 102 جنيه، انا ما في البدايه ما هحس بالنقص ده، لكن بعد زمن طويل حلقى نفسي خسران خسائر كبيره. المحاسبه الاداريه اللي بتحسب التكاليف دي بدقه معينه وبتخلينا نتصرف ونبيع على اساس تكاليف محسوبه بدقه. محاسبه الضرائب هي فيها بتتكلم عن قانون الضرائب وكيف التعامل مع الضرائب في الـ يعني التعامل مع الضرائب وكيف المحاسبين يتعاملوا مع الضرائب وشركه تتعامل مع الضرائب. المراجعه هي فرع من المحاسبه، البيراجع شغل المحاسبة المالية، إنه يتأكد إن المحاسبة المالية والتقارير المبنية عليها هي حقيقية فعلا. المحاسبة الحكومية متعلقة
بالموازنة بتاعت الدولة. الفترة الفاتحة كان عندنا نقاش كبير عن موازنة الحكومة ل 2021. فالمحاسبة الحكومية هي بتتكلم عن كيف وضع الموازنة بتاعت الدولة، عن إرادة الدولة شكلها بيكون كيف، الصرف منها بيكون كيف، وهكذا. التمويل والإدارة المالية هو الفرع الأساسي فيه هو الإدارة المالية. الإدارة المالية هي إنك أنت كيف كشركة تقسم يعني مصدر التمويل حقتك شنو، هل بتقترض ولا هل بتجيب ناس شركة بأسهم، وهل مثلا أنت بتخلي قروش كاش عندك كثير ولا بتستثمرها، ولو تستثمرها هتستثمر كيف، هتستثمر 200 وش نقرا الاستثمار الصح، وهكذا. فالإدارة المالية بتجاوب على الأسئلة دي كلها. الأسواق والبورصات المالية أنت هي فرع بيكون فيه التعرف على البورصات مثلا، على البنوك، على بنوك التمويل، وهكذا. التمويل الدولي هو نفس فكرة الإدارة المالية، لكن بيكون عنده بعد دولي. إنك أنت مثلا عايز تستثمر في بلد تاني، أو عايز تأخذ قرض من مكان تاني، أو عايز تتعامل مع أسواق مالية في مكان في بلد تاني. التمويل الدولي بيشرح الحاجة دي بصورة كويسة. طيب، في مواد مهمة بتدين دراسات في كلية الإدارة، ومواد أساسية جدا زي الاقتصاد. اتشرح قبل شوية الاقتصاد. الاقتصاد هو يحب ندرسه في الإدارة، لأنه بيورينا الاقتصاد الجزئي، بيورينا الناس بيفكروا كيف، المستهلك بيفكر كيف، سلوكه شنو، بيشتري ليه. الاقتصاد الكلي بيورينا الاقتصاد ككل ماشي كيف. يعني مثلا لو أنا عرفت إنه روسيا وقفت بيع القمح، أنا وأنا زول عندي مخبز مثلا، الموضوع ده هيأثر علي كيف، وهيأثر علي 200. التضخم مثلا لا يبدأ الدولار سعره زايد، الحاجة دي هتأثر عليه كيف، وهتأثر عليه 200، وهتأثر عليه بهذا الشكل. دي كلها إجابات بتكون في الاقتصاد الكلي، في الاقتصاد الجزئي. عشان كده الاقتصاد هو مهم جدا في العلوم الإدارية. القانون التجاري زي ما قالت الدكتورة نعمة، من أمتع المواد اللي احنا درسناها في علوم إدارية. القانون التجاري في جزئين أساسيين، هو قانون الشركات السوداني، انت بتعرف الشركات بتنشأ كيف وبتقام كيف، والأطراف المهمين في موضوع الشركة ده، وحتى لو عايز تصرف فيها هتصرف فيها كيف. الجزء الثاني هو القانون المدني والعقود. انت في الشركه دائما بتكون عايز تعمل عقود مع اطراف ثانيه، فلازم تكون فاهم العقود دي، الاطراف اللي فيها شنو، والعقد بيصح كيف، والعقد بيبطل كيف، والعقد بيتفسخ كيف. ومعارف اساسيه كده في القانون بتساعد الزول انه يشتغل بصوره كويسه في اعماله. الاحصاء والطرق الكميه برضو الأستاذات شرحوا كويس موضوع الإحصاء والطرق الكمية. الفكرة الأساسية فيها إنه البيانات فيها معلومات، فيها كلام، بتقول كلام. يعني لو جمعت بيانات عن الأسعار، أنا بعت كم السنة الفاتت بكم، وبعت لمنه، والسنة اللي قبلها كنت بعت كم ولمنه وبكم، المعلومات دي كده مع بعض أنا ممكن أطلع منها معلومات مفيدة جدا للمستقبل. الأداة اللي بتخليني أطلع من المعلومات دي من البيانات دي، بيانات السنة الفاتت والسنة قبلها، أطلع منها معلومات مفيدة تساعدني في اتخاذ قرار المستقبل، هي الإحصاء والطرق الكمية. حاسوب جزء مهم، إنه كثير من الحاجات في الإدارة مثلا الإتشار والتسويق وكذا بتتم عن طريق تطبيقات حاسوبية، أو مثلا بحسب حصة العمليات أو الإحصاء والطرق الكمية في برامج في الكمبيوتر بتتم بالاستخدامها لأنه نطبق الحاجات دي. فبتدرس التطبيقات الحاسوب دي في الكلية، بالإضافة لمواد تانية كثيرة زي الرياضيات والإنجليزي والمواد الأساسية اللي بيحتاجوها الطلبة في العلوم الإدارية. ده كل ما يتعلق بتخصصات العلوم الإدارية كما أظن إنها في الجامعات السودانية. شكرا لك أستاذ ثابت على المعلومات وعلى الشرح الوافي والكافي. أنا حوجه لك نفس السؤال، بالذات لأنه في السلايد الأخير أنت قلت إنه أو السلايد اللي لسه استفادها الإحصاء والطرق الكمية، برضو الرياضيات إلى أي مدى هي موجودة مثلا، ومسألة التخوف، وبرضو ليه فكرة التخوف دي هي خطأ. بالنسبة للرياضيات، الرياضيات موجودة، هي بتحسن بصوره كبيره موضوع احنا نتكلم عن اتخاذ القرار. فالرياضيات والنماذج الرياضيه واستخدام الرياضيات بحسن بصوره كبيره قدره الزول على اتخاذ القرار ده، على اتخاذ القرارات الاداريه عموما. حاجه مثلا زي الاحصاء، زي ما قلنا
هي ممكن معلومات من بيانات معينة، أنا أطلع معلومات ما عندها أي علاقة بالحاجة البيانات الأصلية واستفيد منها. يعني مثلا شركات الكبيرة زي أمازون مثلا وشركات تحت الأونلاين اللي بتبيع الأونلاين، المعلومات بسيطة ممكن تعرف أنت عايز تشتري شنو. أنت مثلا شهر 3 الجاي ده في الغالب هتشتري منتج الفلاني فتعلن لك عنه. دي كلها دي الرياضيات، دي عبر الرياضيات والإحصاء. فالرياضيات والإحصاء هي مهمة جدا. لكن بالنسبة للناس المتخوفين في تخصصات ما عندها علاقة كبيرة بالرياضيات والإحصاء، يعني ما بتستخدم الرياضيات والإحصاء بعمق كافي. مثلا بنتكلم عن الترويج مثلا، دي كثير بتميل على علم النفس وعلى الحاجات السوفت سكيلز في علم النفس وفي السلوك وكذا. مثلا حاجات زي الاورجانيزيشن بيهافير ما بيعتمد كثير على الرياضيات، لكن مثلا في التسويق بحاجة الرياضيات بصوره معتدله ما بصوره كثيفه، في التنبؤ بحاجة الرياضيات بصوره كويسه، عشان انا بحتاج اخذ قرار، بحتاج اتنبأ باللي حيحصل مثلا شنو بعد 5 سنين، فدي هنا الرياضيات حتخدمني بصوره كويسه. النصيحه انه حاول تصلح علاقتك مع الرياضيات كويس شديد، لكن لو ما صلح الشديد ما في مشكله، يعني تمر بتعدي لو ما صلحت. طيب شكرا لك استاذ ثابت. حننتقل لاستاذه عروب محمد الامين، حتتكلم لنا عن علم الاجتماع والعلوم السياسية. وعاوز أقول لك يا أستاذ عروب إنه في طلب عنيف على يعني في الكومنتات التعليقات في الفيسبوك وهنا برضو في الشات بوكس في الزوم، كل الناس بتسأل ليه ما تكلمت عن العلوم السياسية وعلم الاجتماع، فإحنا بنقول لهم حاليا حنتكلم إن شاء الله معنا أستاذ عروب، تفضلي. ما تنسي تعملي أنميوت لنفسك أستاذة. طيب السلام عليكم. اول حاجه دي حاجه مبشره شديد انه في ناس كتار بيسالوا من مجالات زي الاجتماع والانثروبولوجيا والعلوم السياسيه. يعني انا زولا قريت الاجتماع والانثروبولوجيا بالصدفه، كنت عارفه روح دار اقرا شنو، لكن ما كنت عارفه انه الحاجه اللي دار اقراها دي اسمها اجتماع وانثروبولوجيا. فاول مره سالني زول قال لي اتخصصت شنو، فقلت له انا اتخصصت علم الاجتماع، قال لي تدارين تجتمع وتسوي شنو يعني. فهسه أنا اللي دار أوريكم أن إحنا قاعدين نجتمع نسوي في شنو. معلش يا أستاذة بس يعني علينا صوتك لأنه في ناس قالوا الصوت ما واضح. كده أحسن؟ كده ممتاز، أيوة شكرا جزيلا. طيب فقلت لكم أنا دار أوريكم الناس بتاع علم الاجتماع ده قاعدين يجتمعوا يقولوا في شنو، وكذلك العلوم السياسية باعتبارها برضو يعني مجال من مجالات العلوم الاجتماعية المرتبط جدا بعلم الاجتماع وبالانثروبولوجي، والاثنين بيدرسوا في يعني في قسمين بالتوازي، ممكن الناس زول يقرأ مع بعض على الاقل هنا في جامعه الخرطوم. طيب اول حاجه ممكن ابدا بها انه في ناس كثيره قاعدين يشوفوا يعني مواقف وظواهر حوالينهم لكن ما قادرين يتعاملوا معاه او يتفاعلوا معاه. يعني ابسط مثال، انا الليله مشيت واقفة في ستوب في الشارع وحصلت مشكلة في المواصلات والناس اتشاكلوا والمشكلة دي تحولت لرجة كبيرة والناس قرروا انهم يصلوا القسم عشان يحلوا المشكلة دي، وكل زول بتفاعل مع موقف حصل قدامه زي ده في الشارع بصورة مختلفة عن التاني. انا موقف زي ده حصل لي في حياتي الشخصية يعني زمان، وبسببه قررت انه يا اخي انا دار اقرا علم النفس عشان انا افهم الناس بتتصرف كده ليه، والناس دي تصرفاتها دي قاعدة تأثر على بعض قدر شنو. فبالصدفة اكتشفت انه يا اخي المسألة دي علم الاجتماع هو اللي بيدرسها، إنه إحنا نفهم العالم من حولنا عامل كيف، الناس بتصرفوا في حياتنا اليومية كيف، بياخدوا قراراتهم على ياتو أساس، بتفاعلوا مع بعض كيف، الدوائر الكثيرة اللي الناس داخلين فيها دي، دائرة الأسرة، دائرة الأصحاب، دائرة الجيران، دائرة الأهل، دائرة المجتمع الكبير، دائرة المدرسة، دائرة الشغل، كل الدوائر الكثيرة دي اللي إحنا قاعدين نتعامل فيها كبشر وكأفراد في مجتمع، المسألة دي بيدرس لنا علم الاجتماع وكذلك الأنثروبولوجي. العلوم السياسية وعلم الاجتماع والأنثروبولوجي وهم مجالات يعني كبيرة، صعب جدا إنه أنا يعني أختصر المسألة دي في الدقائق المعدودة دي، لكن الشاهد في الموضوع إنه
لو أنا داير أقوم بأي مشروع كان، لو أنا داير أدرس أي قضية مهما كانت، أنا القضية دي ما بقدر أدرسها من غير ما أفكر في المجتمع الشغال الموجودة فوق القضية دي، ومن غير ما أفكر في النظام السياسي اللي بيحكم المجتمع ده. عشان كده علم الاجتماع والعلوم السياسية بتوفر لي الحتة دي، فأنا بقدر أفهم المجتمع اللي أنا عايش فيه كويس، وفي نفس الوقت بقدر أعبر عنه. يعني إحنا عندنا ناس بيقولوا لنا مثلاً إنه الأنثروبولوجيا الاجتماعية دي مجال بيعبر عن ناس ما عندهم صوت، ناس في الحقيقة ثقافتهم ما قاعدة تتفهم بصورة صحيحة، ناس تطلعاتهم وآراءهم وتفكيرهم ما واصل، ناس صوتهم السياسي والاجتماعي ما معروف. ده كله مجالات زي علم الاجتماع وزي العلوم السياسية وزي الأنثروبولوجيا بتساعد. بتتعامل برضو المجالات الثلاثة دي مع المشاكل ومع القضايا، وبتحاول تفهمها. أي مشكلة اجتماعية ابتداء من أصغر مشكلة ممكن تفكروا فيها، ابتداء من مشكلة الناس جوا بيوتهم، مشاكل الأسر، المتزوجين، الأم مع أولاد، الأب مع أولاده، من أبسط المشاكل لأكبر المشاكل الممكن تتخيلوها، الحروب، النزاعات، قضايا السلام، مسألة التنوع الكبير، الهوية، كل القضايا الكبيرة دي برضو علم الاجتماع وبرضو الأنثروبولوجيا والعلوم السياسية بتتعامل معاها. فهم الذات يا جماعة، حتى فهمنا لنفسنا، الواحد لما يفهم هو بيتعامل مع الناس الحوالين وكيف، وعلاقته بالناس الحوالين وعامله كيف، بيقدر يفهم نفسه وهو منو وداير يبقى شنو. فدي كلها حاجات انت بتقدر تفهمها عن نفسك عن طريق انك تفهم الآخر والناس الحولك. الأهم من ده كله إنه الثلاثة علوم دي، سواء علم الاجتماع أو الأنثروبولوجيا أو العلوم السياسية، بتساهم في إنها تنمي المحيط اللي أنت موجود فيه، سواء كان المحيط ده أسرتك الصغيرة، سواء كان المجتمع اللي أنت عايش فيه، سواء كان الدولة أو البلد بصورة أكبر. فحتى تغيير القضايا الكبيرة دي، تغيير المجتمع اللي أنت عايش فيه ده ذاته، بيحصل عن طريق إن الناس تقرأ علوم زي دي. وكل ما أنا أفهم حاجة أكتر وأفهم إيجابياتها، سلبياتها، مشاكلها، أبعادها، تاريخها، بقدر أساهم في إنه أخلق نهضة، أخلق تغيير، أخلق تنمية، أو إنه أنا أدفع الواقع الكل ده لمستوى أحسن ولمكان أفضل. فدي الفكرة بتاعت إنه إحنا ليه مندرس علم اجتماع ولا أنثروبولوجيا اجتماعية ولا علوم سياسية. طيب بالنسبة للعلوم السياسية، وفي ناس كتار اسمي من قبلك بيطالبوا العلوم السياسية، يعني إن النطشل يعني باختصار شديد، واختصار إن شاء الله ما يكون مخيل، بتتعامل مع كل الظواهر ومع كل القضايا المرتبطة بإنه الناس يحكموا نفسهم كيف وينظموا نفسهم كيف. أي مجتمع في الدنيا يا جماعة مهما كان لازم يكون عنده نظام اقتصادي بيحكمه بيتعامل فيه بالبيع والشراء وخلافه، ولازم يكون عنده نظام سياسي بيحكمه بيتعامل معه، يكون عنده قادة، يكون عنده نظام معين بتاع انتخابات، نظام معين بتاع تفويض. كل الحاجات دي بتدرس العلوم السياسية بمختلف أبعادها، الحكم السياسي، السلوك السياسي، القوانين اللي بتنظم الطريقة اللي بيحكموا بها الناس نفسهم، الفلسفات السياسية اللي بيتبعوها المجتمع، بيتبع المجتمع أو القادة عشان يحكموا بها. كل الحاجات دي بتدرس لنا العلوم السياسية، وهي عندنا مجالات كثيرة جدا جدا، لكن أنا اختصرت هنا الفروع الكبيرة أو الأساسية الممكن تتلقي في أكثر من جامعة وفي أكثر من مجال. اللي هي شنو؟ إنه أنا أقدر يكون عندي منهج بتاع تحليل سياسي، اللي لأي زول فينا ممكن يفتح نشرة الأخبار، يسمع لقضايا، يسمع لأخبار سياسية، لكن القدرة على إنه زول يحلل الأخبار ويحلل القضايا والظواهر السياسية دي تحليل منهجي، دي حاجة بتوفر لك دراسة العلم نفسه. النظم السياسية كذلك، النظام السياسي الانتخابي، النظام السياسي في أوروبا، النظام السياسي في السودان، كل النظم السياسية المختلفة دي العلوم السياسية بتدرسها لك وبتقارن لك بينها، عشان كده في نظم سياسية وفي نظم سياسية مقارنة. كذلك العلوم السياسية بتفكر كثير في الإدارة العامة، والإدارة العامة دي ما بس مرتبطة بإدارة الدولة يا جماعة، من إدارة الدولة لإدارة الولاية لإدارة المحلية لأبسط وحدات الإدارة الممكنة. عشان كده مجالات زي علم الاجتماع السياسي مثلا، زي العلوم السياسية، بتوازن ما بين اجتماع مجلس الوزراء وما بين اجتماع مجلس نظافة البلدية، وبتدي كل واحد فيهم مثلا الأهمية الكافية له، لأنه كل واحد فيهم مستوى معين بتاع إدارة وقاعد يقدم مستوى معين بتاع حكم. الاقتصاد السياسي برضو من أهم الفروع بتحت العلوم السياسية، ده بالإضافة للعلاقات الدولية، واللي هي دي طبعا المجال اللي بيختصر إنه ما بس النظام السياسي الداخلي جوا البلد، ولكن شكل العلاقة بين الدول وكيف العلاقة بين الدول المختلفة في المجتمع العالمي ده مع العولمة اللي احنا عايشين فيها دي كيف بيأثر علينا احنا جوا الدولة المعينة. طيب بالنسبة لعلم الاجتماع
وطبعا دي اصعب مهمه ممكن الزول يقول، لانه الزول يعني يعرف علم الاجتماع كيف. لكن ابسط حاجه ممكن نعرف علم الاجتماع ونفهمه بها انه هو علم بيدرس المجتمع. والمجتمع ده يا جماعه كلمه فضفاضه جدا جدا، يعني الاسره الصغيره مجتمع، المدرسه مجتمع، الجامعه مجتمع، جماعه الاصحاب مجتمع. فهو بيدرس المجتمع مهما كان حجمه، من اصغر وحده فيه لاكبر وحده فيه. بالإضافة لأنه بيدرس منه، بيدرس الناس الأفراد. لكن أنا ما بدرس الفرد باحتباره شخص ولا باحتباره وحدة، بدرس باحتباره عضو في مجتمع. الحاجة الثانية أنه بدرس العلاقات اللي بتربط الناس ببعض، الطريقة اللي بيتعاملوا بها الناس، الطريقة حتى اللي بتصارعوا بها الناس مع بعض، الطريقة اللي بيتعاونوا بها الناس في حياتهم اليومية، الطريقة اللي بتنافسوا بها الناس عشان ياخدوا فرص. كل العلاقات اللي بتجمع بين الناس، سواء كانت تعاون، سواء كانت صراع، سواء كانت نزاع، سواء كانت تنافس، سواء كانت سوليداريتي أو تضامن مع بعض، كل العلاقات الممكن تفكروا فيها علم الاجتماع بيدرسها. بيدرس كذلك النظام الاجتماعي، كيف الناس ارتضوا انه يكون عندهم نظام معين بيحكمهم او نظام معين يتعاملوا به مع بعض، نختار الف ولا نختار ب، العادات والتقاليد اللي حوالينا شنو، ده جزء من النظام الاجتماعي. الطريقه ان احنا مثلا بننظم بها نفسنا لما تحصل مشكله، لما تحصل ازمه في المجتمع بتاعنا. كل الحاجات دي بيدرسها علم الاجتماع. الظواهر الاجتماعية السلبية والإيجابية، كل الظواهر الاجتماعية، ظواهر سلبية كثيرة، الطلاق، الطلاق الزايد، يعني معدلات الطلاق الزايدة في المجتمع، جنوح الأطفال والمراهقين، قضايا الحرب والسلام والنزاع، قضايا التنوع، قضايا الخلافات الإثنية الكبيرة والعرقية، كل القضايا دي برضو بدرسها علم الاجتماع. ده بالإضافة لمختلف المشاكل الاجتماعية ومختلف التغييرات اللي قاعد تحصل في المجتمع بتاعنا. بالنسبة للأنثروبولوجيا الاجتماعية، فالفرق بين الأنثروبولوجيا وبين علم الاجتماع يمكن ما يكون واضح للناس اللي لسه ما دخلوا مجال زي ده، لكن باختصار شديد الفرق ده هو فرق منهج. الطريقة اللي بتدرس بها الأنثروبولوجيا المجتمع مختلفة من الطريقة اللي بتدرس بها علم الاجتماع. لكن لأنه خلال 20 سنة الأخيرة دي مجالات زي الأنثروبولوجيا وزي علم الاجتماع وزي الخدمة الاجتماعية بقت قريبة جدا لبعض، وبقينا بنتكلم أكثر عن الانترديسيبلينارتي أو فكرة إنه تعددية التخصصات وتداخل التخصصات مع بعض، الفروق بين التخصصات دي على المستوى التطبيق بقت ماشية شنو أقل فأقل. ومع ذلك فالأنثروبولوجيا الاجتماعية بشكلها الكلاسيكي هي بتتكلم عن إنه تدرس الإنسان، لكن تدرس الإنسان اجتماعيا. يعني يا جماعة زي ما الدكتور ده بيدرس الإنسان كأعضاء مثلا، كأجهزة حيوية مثلا، أنا بدرس الإنسان لكن بدرسه كوحدة اجتماعية، كفرد في مجتمع. بدرس الثقافة حقته، بدرس الدين اللي هو مؤمن به، وبدرس السياسة اللي هو القضايا السياسية اللي هو بيتكلم عنها أو بيفكر فيها، بدرس المجتمع اللي هو عايش فيه من أبسط وحدة فيه واللي هي الأسرة مثلا لأكبر وحداته اللي هو المجتمع الكبير اللي احنا عايشين فيه. بدرس كذلك كل التفاصيل المرتبطة بالمجتمع ده، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، كل القضايا دي أنا بدرسها كجزء من الأنثروبولوجيا الاجتماعية. فزي ما كان بيقول لي واحد من الأساتذة درسوني هنا في القسم ده، كان بيقول لي إنه إحنا الزول مما يصحى من النوم، مما يفكر هو حياكل الليلة شنو، حيشرب الليلة شنو، حيشاكل مع ناس البيت ولا حيترسل لهم يجيب لهم حاجات البيت، لأنه يمشي الشغل ولا يمشي المدرسة ولا يمشي الجامعة، لأنه يتفاعل مع الناس اللي حيمشي يشتغل معهم أو يقرأ معهم، لأنه يجي راجع البيت، لأنه بالمسا يمشي يطلع مع أصحابه يلعب كورة، يجي راجع، كل التفاعلات دي لغاية ما الزول ده يمشي ينوم نحن بنتعامل معه. يعني طالما أنت فرد قاعد في مجتمع بتطلع من الصباح بتتفاعل مع المجتمع ده، مع الحياة اللي حوالينك دي، ولغاية ما ترجع تنوم نمت ده خلاص احنا ما عندنا معك شغلة، لكن صحيت تاني يوم تاني انت بتدخل في دائرة علم الاجتماع في الأنثروبولوجيا الاجتماعية اللي هي دي. يعني القضايا اللي حوالينك والظواهر اليومية اللي بتشوفها كل يوم دي كلها بتعامل معاها المجال ده. طيب الفروع الكبيرة شنو، أو المناهج اللي بدرس بها علم الاجتماع نفسه شنو؟ مبدئيا كده سواء كان علم الاجتماع سواء كان الأنثروبولوجيا اللي بتدرسها في الجامعات بتوفر لك يعني أدوات أساسية. الأداة الأولى إنها بتعرفك شنو النظريات الاجتماعية اللي إحنا بنقدر نفهم بها الواقع بتاعنا، سواء كانت النظريات بتاعت علم الاجتماع سواء كانت النظريات بتاعت أنثروبولوجيا اجتماعية. والنظريات دي كثيرة جدا جدا وكلها بتساعد في إنه إحنا نفهم الواقع اللي إحنا موجودين فيه. النقطة الثانية والأهم إنها بتديك مناهج بتاعت بحث،
مناهج البحث دي هي الطريقة العلمية المنظمة اللي أنا بقدر أدرس بها الظواهر والمشاكل الموجودة في المجتمع. في مناهج مرتبطة بالجزء كيفي، يعني دي ما بتتعامل مع أرقام، ما بتتعامل مع نماذج رياضية وإحصائية. وفي مناهج بتاعت بحث كمي اللي هي دي بتتعامل أكثر مع النماذج الإحصائية والرياضية وكده. فيا جماعة دي دعوة للناس المناسي مجرسين من الرياضيات، أنا كنت واحدة من الناس اللي ممكن أتعامل مع الأرقام وأنجح في الرياضيات وأجيب درجات، لكن أنا ما انترست في المجال ده. فالفكرة إنه إحنا هنا بنتعامل مع أرقام، لكن بنتعامل معها بس كمؤشرات، ما بهمنا كثير إننا نخوض في الحساب المؤشرات ده قدر ما بهمنا الأرقام دي بتشير لشنو. يعني لما نقول إنه نسبة الفقر في السودان مثلاً 47% من المجتمع السوداني ده تحت خط الفقر، في اقتصاديين وإحصائيين بيدرسوا وبدون الرقم ده بعد ذلك إحنا منشيله منشوف أبعاد الفقر ده شنو، آثاره شنو، أسبابه شنو، قاعد يأثر على الناس كيف، أهم الآثار اللي قاعد تطلع منه شنو، الناس قاعدين يحاولوا يطلعوا من دائرة الفقر دخلوا فيها دي كيف. كل الأشياء المترتبة على المؤشرات دي الحاجة اللي بتعامل معاها بعد ذلك علم الاجتماع وبتتعامل معها الأنثروبولوجيا. طيب أهم الفروع شنو؟ في فروع كثيرة جدا، الفروع الموجودة دي جزء منها لكن ده أهمها، زائد إنه الفروع الموجودة دي برضو يعني بتدرس في مختلف الجامعات، بس تفصيل المواد نفسه بيختلف من جامعة للتانية ومن قسم للتاني. مثلا علم الاجتماع وكذلك الأنثروبولوجيا بيتعاملوا مع قضايا التنمية. كمثال لقضايا التنمية، الليلة مثلا الحكومة دائرة تقوم بعمل مثلا سد في منطقة معينة، تقييم سد في منطقة معينة عشان تزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة دي. السد ده عشان يقام لازم مجموعة كبيرة من السكان يترحلوا من المنطقة اللي هم موجودين فيها، الحقيقة حتغمرهم موية السد دي لمنطقة تانية. طيب الناس ديل عشان يوافقوا إنه هم يترحلوا من المنطقة دي لمنطقة تانية، هل هم موافقين على إجراء السد أصلاً ولا ما موافقين؟ هل هم واثقين إنه المنطقة الجديدة اللي حيرحلوهم لها دي حتكون مناسبة معهم ولا لا؟ هل حيرضوا إنهم يستقروا في المنطقة دي ولا لا؟ الإجابات دي كلها لما الناس تتفادى تتغاضى عنها وما تتعامل مع المجتمع ده، تفكر بس في السد وتفكر بس في التكلفة المالية للسد وتفكر بس في التكلفة الاقتصادية للسد وفي الكهرباء اللي حتنتج من السد، بنكون نحن بنغفل في جزء مهم جدا من المشروع اللي هو الجزء الاجتماعي. ده اللي بيتعاملوا معاه ناس الاجتماع وناس الأنثروبولوجيا. والسودان ده عنده تجارب يعني غاسية جدا جدا مع مشاريع تنموية اتعملت قبل كده، سواء قامت بها الدولة الحكومات المختلفة، سواء قام بها منظمات بتاعت مجتمع مدني، لمشاريع تنموية اتصرفت فيها ملايين القروش والجنيهات واتوسغت فيها يعني توظفت فيها موارد كثيرة ومجهود كبير، لكن الموارد والمجهود ده ما مشى لقدام والمشاريع دي ما نجحت، لأنه ببساطة المجتمع اللي تنفس فيه ما كان متقبل، والمجتمع ده ذاته ما تم إشراكه بصورة حقيقية في المشاريع وفي القضايا بتاعت التنمية دي. عشان كده الأنثروبولوجيا والعلم الاجتماع بيقوموا بالدور ده، بيدوا صوت للمجتمع وبيشرحوا هل المجتمع ده لأي مدى بيقدر يتقبل ما بيقدر يتقبل، بيقعدوا معه على أرض الواقع، بيتفاهموا مع الناس في مناطقهم المهمة موجودين فيها، وبيصلوا لحل وسط، حل إرضي جميع الأطراف، صانعي السياسات أو مدبرين المشاريع دي والمجتمع المحلي اللي المشاريع دي متوجهة له. كذلك واحدة من المجالات برضو علم الاجتماع القانون، ده مجال مهم شديد، بيشوف العلاقة ما بين القانون وما بين المجتمع، كيف لو في مشروع قانون داير يطبق أيا كان هو شنو، هل المجتمع حيتفاعل مع القانون ده ولا لا، إلى أي مدى القوانين ذاتها ممكن تكون رادعة في المجتمع. يعني الليلة مثلا الحكومة طلعت قانون عن تجريم ختان الإناث، طيب الدولة مقتنعة إنه ختان الإناث ده مفروض يكون مسألة مجرمة وما مفروض تمارس، طيب لكن لو المجتمع اللي بيفرض فيه القانون ده لسه ما معترف بإنه ختان الإناث ده مسألة غلط ولا مسألة ضارة ولا كده ورافض إنه يطبق القانون ده بيطبق كيف؟ فالمساحة ما بين القانون والمجتمع دي بيدرس لنا علم الاجتماع القانوني وأنثروبولوجيا القانون. برضو في مجالات بتتكلم عن الحضر والريف، كيف يحصل تخطيط للمدن وكيف يحصل تخطيط في المناطق الريفية، كيف القضايا بتاعت المجتمع الريفي قاعد تختلف من القضايا بتاعت المجتمع الحضري، وكيف الاثنين بيأثروا على بعض. قضايا مثلا زي الصحة
الاجتماع الطبي والأنثروبولوجيا الطبية دي من أهم المجالات يا جماعة. الليلة مثلا الكورونا محتاجة لأنه يحصل تباعد اجتماعي بين الناس. طيب لو الناس عندهم ثقافة إنه يا أخي في الزواج في البكا في المشاكل الكبيرة لازم الناس تتلاقى وتتقالد وتسلم على بعض. طيب لو إحنا عندنا ثقافة زي دي وفي المقابل الأطباء بيحذرونا بيقولون لا لازم تلبسوا كمامات، لازم تتباعدوا، لازم ما يكون في بيناتكم مساحة، لازم ما تحتكوا ببعض، كيف الثقافة دي نقدر ندخل فيها بعد توعوي زي ده بتاع إنه يا أخي لا إحنا في ظروف استثنائية لازم الناس تغير من طريقتها ومن ثقافتها. المجالات بتاعت الصحة أو علم الاجتماع الطبي والأنثروبولوجيا الطبية بتتعامل مع قضايا زي دي. كذلك السياسة بنفس المستوى، المجتمع ده بيتفاعل مع كثير من القرارات وكثير من القضايا السياسية. طريقة التفاعل دي عاملة كيف؟ المستويات الحكم المحلي المختلفة من أصغر وحدة ممكن تتعامل مع المجتمع لأكبر وحدة، كيف الوحدات المختلفة دي كلها بتتعامل مع المجال السياسي، كيف بتوصل صوت أو ما بتوصل صوتها، دائرة شنو، تطلعات شنو، آراء شنو، التغيير السياسي المطلوب شنو، كل القضايا دي بتتعامل معاها علم الاجتماع والأنثروبولوجيا. الدين برضو واحدة من القضايا المهمة جدا جدا والمؤثرة. الاقتصاد يا جماعة، الاقتصاد ده كمان يعني موضوع كبير. الأنثروبولوجيا الاقتصادية وعلم الاجتماع الاقتصادي برضو بيتعاملوا مع إنه كيف الناس العاديين في حياتهم اليومية دي بيربطوا بين علاقاتهم الاجتماعية وبين اقتصادهم. يعني الليلة مثلا أنا ببيع وبشتري في منطقة معينة، لكن لو جاني ود عمي اشتري مني في الدكان بتاعي أنا ممكن أقوم أضطر إنه أديه الحاجة دي مجانا أو أخفضها له، مع إنه المسألة دي اقتصاديا ممكن تكون مؤثرة علي، ممكن تنقص بالأرباحي، ممكن حتى تدخلني في ديون، لكن أنا كمان لازم أجامل ود عمي ده. فالعلاقة ما بين القرارات الاقتصادية البحتة وما بين العلاقات الاجتماعية تحت الناس دي يعني مسألة كبيرة جدا علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بيتعاملوا معها. قضايا النوع والأسرة يا جماعة، الحياة المرتبطة بعلاقة الرجال والنساء، الحياة المرتبطة بقضايا البنات وقضايا النساء عموما في المجتمع، قضايا التربية، قضايا الأسرة بمختلف أشكالها وأنواعها وتمظهراتها، دي كلها حاجات بتعامل معها الاجتماع والأنثروبولوجيا. وده زي ما بقوله باختصار إن شاء الله ما يكون مخيل يعني الفروع الأساسية والمجالات الأساسية اللي بتعاملوا معاها الاجتماع والأنثروبولوجيا. طيب شنو المهارات اللي بحتاج ليها عشان أجي داخل مجالات زي دي؟ أول حاجة يا جماعة في عدد كبير من المهارات الزول ممكن يتعلمها أثناء دخوله للمجال، لكن في يعني زي ما بقوله بداية أو خطوة ممكن الزول الداخل يسأل نفسه هل أنا مهتم بحاجة زي دي ولا لا؟ يعني يا جماعة مثلا الاهتمام بالتاريخ وبالجغرافيا، ما ضروري أنت تكون درجاتك ممتازة في التاريخ والجغرافيا، لأنه الدرجات دي مسألة خاضعة لحسابات كثيرة، لظروف الامتحانات، لحاجات زي دي، لكن هل أنا مهتم بأنه أنا أعرف حاجة عن التاريخ ولا لا؟ وببساطة يا جماعة إحنا ما قسم بيدرس التاريخ أو الجغرافيا، لكن بيدرس الواقع، بيدرس الوضع الحالي الموجود. الليلة أنت لو مشيت لطبيب بتشتكي من مشكلة أو من عرض معينة، طبيب بيعمل شنو؟ بيسألك من تاريخك المرضي، بيسألك من أول حاجة هل الأعراض حصلت لك قبل كده؟ هل عندك تاريخ مرضي؟ هل شعرت بحاجة زي دي قبل كده ولا لا؟ فزي ما التاريخ المرضي مثلا مهم للطبيب، إحنا عشان نفهم المشاكل الاجتماعية الموجودة في الوقت الحالي ده محتاجين برضو نعرف تاريخ المجتمع بتاعنا، لأنه التاريخ ده عبارة عن الذاكرة الجماعية حقتنا كمجتمع. زي ما الزول بيعرف تاريخ الفرد لازم برضو يعرف تاريخنا إحنا كمجتمع، الذاكرة بتاعتنا إحنا كمجتمع، لأنه الذاكرة حقتنا دي قاعد تأثر وقاعد تسهم في الواقع بتاعنا الموجود الليلة وفي المشاكل اللي إحنا قاعدين نعاني منها الليلة. الحاجة الثانية إنه الزول يكون انترستد إنه يفهم الواقع اللي حوالينه يا جماعة. يعني أنا مثلا في زول ممكن يكون ماشي في الشارع يحصل موقف معين قدامي، في ناس بيقبلوا بيعاينوا، في ناس ما بيواصلوا في طريقه، ما بحاولوا يكتشفوا المسألة دي شنو، لكن عموما الرغبة في الفضول، الرغبة في الفهم، الفضول اللي بصاحب الناس اللي بيكونوا دائما دارين يفهموا الواقع اللي حوالينهم ده، دي واحدة من الحاجات اللي بتخليك انترستد في المجال ده. وحقيقة كل الواحد يكون مهتم ومستمتع بالحاجة اللي هو بيعمل فيها كل ما بيقدر يبدع فيها ويمشي فيها كويس. الحاجة الثالثة اللي هي المهارات المكتسبة من الدراسة. أنا يعني واحد من الأساتذة قال لي إنه يعني في ثلاثة مهارات أساسية جداً الجامعات لازم تخرجها. نحن كخريجين بتاع العلوم الاجتماعية بمختلف التخصصات بتاعتنا دي، الجامعات اللي بتدرسوها لازم تقدر تطلع ناس عندهم ثلاثة مهارات أساسية. المهارة الأولى
إنه الواحد يا ما يقدر يقرأ القراية العادية دي، إنك تقدر تقرأ وتكتب وتقدم الحاجة اللي قريتها وكتبتها دي. في ناس يا جماعة كثيرين بيقدروا بيقروا لكن ما بيكونوا عارفين شنو المهم في الحاجة اللي قروه دي بيقدروا يلخصوه. في ناس كتار بيكتبوا لكن بيلقوا روحهم ما قادرين يعبروا عن الحاجة اللي هم بيفكروا فيها في شكل منتج مكتوب. في ناس بيقدروا يقروا يكتبوا لكن تقول له أجيف قدم لنا الحاجة اللي انت قريتها وكتبتها دي بيلقوا روحهم ما قادرين. فأنا تخيلي إنه أهم حاجة إنه ناس تقدر تحافظ على المهارات الثلاثة دي، إنك تقدر تقرأ وتكتب وتقدم الحاجة اللي انت قريتها وكتبتها وبقى عندك فيها رأي دي. بالإضافة للمهارات الثلاثة دي في مهارة التفكير الناقد، الناس اللي قبلين كلهم بيتكلموا عنها. ببساطة يا جماعة إنه انت زي ما بقولوا الشباب الليلة ما تبقى زول يعني ما تقبل الحاجات على علاتها، يكون عندك فلتر في راسك بفلتر ليك المعلومات الداخلة دي، ما أي خبر أي داخل تستوعبه زي ما هو، ما أي مشكلة تحصل أنت تفهمها أو تتلقاها زي ما قالوها لك، يكون عندك قدرة إنك تختار وتنقد وتفكر وتشوف المعلومات الكثيرة الداخلة لك دي بتقدر تتعامل معها كيف، وياتو فيها اللي بتقدر تقبله وياتو فيها اللي ما بتقدر تقبله. الحاجة الثانية إنك بتكتسب المقدرة على الملاحظة، اللي هو إنه أي ظاهرة تحصل حوالينك أنت بيبقى عندك القدرة على إنك تلاحظ الحاجات اللي حولك. والملاحظة دي يا جماعة هي أول الطريق لأنك تقدر تحل وتتعامل مع القضايا اللي حوالينك. فالملاحظة دي حاجة مهمة جدا. النقطة الثالثة إنك تقدر تفهم وتحلل الواقع بصورة منظمة. بصورة منظمة يعني شنو؟ يعني الليلة يا جماعة في ناس كتار جدا بيقول لك والله أنا فاهم المجتمع بتاعي، ما محتاج أمشي أدرس مثلا 4 سنين عشان أجي أتكلم عن المجتمع اللي أنا قاعد فيه. المسألة دي ما محتاجة لها لدراسات أكاديمية. الفكرة كلها إنه إنت مش بس بتفهم المجتمع، إنت عندك طريقة تفهم بها، إنت عندك منهج تفهم به. فالدراسة الأكاديمية ما بتديك معلومات وذخيرة معرفية، المعلومات دي ممكن الناس يقروها في الكتب وفي المراجع من غير ما يدخلوا، لكن بتديك قبل ده كله منهج بتاع تحليل، بتديك أداة تقدر تحلل بها المجتمع، زي كأنك بتديك مفتاح تفتح به باب معين. الباب ده لما تدخله بعد ذاك التحليل والمهارات الفردية دي ده موضوع تاني، لكن الفكرة الأساسية إنه أنت بيبقى عندك أداة ومنهج بتاع تحليل، بتقدر تحلل بها الواقع الموجود قدامك ده بصورة منظمة، وبالتالي بتقدر تساهم في إنك تنمي الواقع ده وتطوره وتحل المشاكل الموجودة فيه. الأهم من كده إنك بتقدر تربط النظريات بالواقع. في ناس كتار جدا كانوا بيجوا بيقولوا لي يا أستاذة يا أخي الكلام اللي بيدرسوه بتاع النظريات ده كلام مجرد شديد فلسفة يعني، وبالمعنى السلبي للفلسفة. لكن في الحقيقة القضايا النظريات الكبيرة دي، الأشياء المجردة الأبستراكت اللي إحنا بنشوفها الكبيرة دي، العلم الاجتماع والأنثروبولوجيا بديك مساحة إنك زي ما بقولوا تنزل الواقع، تمشي تقرأ حاجة مجردة وتقرأ حاجة نظرية، لكن بديك مناهج تقدر تدرس بها الحاجة النظرية دي على أرض الواقع وتشوف الواقع ده بيشتغل كيف وتفسر الواقع ده بناء على النظريات اللي إنت درستها وقريت عنها. واحتمال كبير كمان تلقى نفسك قدرت تخترع نظرية جديدة للواقع ده وتفهم بها، تقدر تستوعب من خلال الواقع ده وتبدأ تضيف للعلم بتاعك نفسه. فكونك انت تقدر تنزل من أعلى مستويات النظرية للواطة زي ما بقوله للواقع اللي انت قاعد فيه، دي حاجة بوفر لك البحث الاجتماعي والبحث بتاع الأنثروبولوجي، دي الحاجة الأساسية ممكن تطلع بها. المهارات دي كلها يا جماعة لو بتطلع لو يعني لو الجامعة بتقدر تديك منها مثلا 60%، فال40% الباقية معتمدة عليه على الزول، على قدرته، على مهاراته، والأهم من كده معتمدة على الانترست بتاعه. يا جماعة أنا لو بقرأ في أسهل تخصص في الحياة، لو أنا ما انترست فيه ولو أنا ما دايرة واصل فيه وما عندي رغبة واصل وأستمتع بالحاجة اللي بقراها، يعني ما حأقدر أستفيد منها. الفكرة الأساسية بتبقى إنه لأي مدى المجال ده ممكن اديك ولأي مدى انت بتقدر تدي المجال ده. انا واحده من الناس دخلت المجال ده لاني مهتمه بانه افهم احنا كيف بنتعامل مع بعض، كيف الرجال والنسوان بيتعاملوا مع بعض، سلوك الناس تجاه بعض عامل كده ليه، الاشكاليات اللي فيه شنو، ليه البيت والولد ما بدوهم زي بعض مثلا، ليه البيت بيربونا بطريقه معينه، الحاجات زي دي كانت اسئله اساسيه بالنسبه لي. وبعد ذاك كل ما امشي لقدام بكتشف انه انا قادر افهم الحاجه دي لكن ما بس لنفسي، قادر أفهم الواقع ده على مستوى أكبر مني، على مستوى أكبر مني ومن المجتمع الصغير اللي أنا كنت عايشة فيه والأسرة بتاعتي ولا الحلة بتاعتي. في حاجة تانية مرتبطة بفهم الذات برضو، قدر الإمكان إنه
كل ما أفهم المجتمع اللي أنا عايش فيه والطريقة اللي أنا تربيت بها والمفاهيم اللي أنا عشت فيها والثقافة اللي أنا تربيت على بقدر أفهم ذاتي، وكل ما أفهم ذاتي يا جماعة بقدر أتواصل مع الناس اللي حواليني أكثر. والتواصل ده ذاته مهارة، ومهارة مهمة شديد. من أجمل وأميز الحاجات اللي بيقدمها الجسم هنا، جسم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية بالذات، إنه بيسير رحلات علمية لمناطق كثيرة، والرحلات العلمية دي الناس فيها بيزوروا مناطق ما شافوها قبل كده، وبيتعاملوا مع مجتمعات هم ما عرفوها قبل كده. والواحد هم لما يمشي ما بس بيكتشف مناطق جديدة وناس تانين، بيكتشف حتى أجزاء من نفسه هو ما كان عارف عنها حاجة. فدي الفكرة الأساسية، ودي المهارات الممكن الزول يطلع بها. لكن زي ما ذكرت تاني، إنه المزالة دي محتاجة لإنترست، محتاجة لرغبة. بعد ذاك المقدرات والمهارات دي كلها حاجات بتتطور عن طريق البحث وعن طريق القراية وعن طريق الممارسة وخلافه. برضو يا جماعة، واحدة من المهارات المهمة اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية دي مهارة مهمة جدا ومطلوبة سواء في سوق العمل أو في العلوم الاجتماعية بصورة عامة، وفي علم الاجتماع والأنثروبولوجي بصورة خاصة. والجسم هنا عنده بعض التخصصات، بعض المواد خلال السنة الثالثة والرابعة والخامسة بيدرسها باللغة الإنجليزية، لكن باقي المقررات قاعد تكون باللغة العربية. وفي الحالتين، سواء المقررات بالإنجليزي أو بالعربي، الناس قاعد تحرص إنها توصل المعلومة بكل اللغات وتشرح، عشان لو في ناس عندهم مشاكل في اللغة الإنجليزية برضو يقدروا يتابعوا. في جزئية أخيرة مرتبطة بسوق العمل، لكن دي نخليها بعد ما الأستاذة مشاعر تقدم، وبعد ذاك نشوف سوق العمل بالنسبة لخريجين العلوم السياسية وعلم الاجتماع. شكرا. شكرا لك كثير أستاذة عروب، صراحة برزنتيشن ممتع جدا. وبالنسبة لي أنا، لأنه للأسف ما عندي معلومات كثيرة عن العلوم السياسية وعلم الاجتماع، فكان يعني مفيد حتى بالنسبة لغير المقبلين على اختيار التخصص الجامعي. كنت عاوزة أسأل، في سؤال جاء في بالي أثناء البرزنتيشن، وأعتقد برضو ممكن يكون في ناس بيفكروا بنفس الطريقة. بصورة عامة، إحنا مثلاً في الاختصاص في العلوم الإدارية معظم النظريات بتكون غربية، أو بتكون في الأغلب الأعظم هي غربية، وبعدين يعني لما ندرسها ما بكون في مشكلة، لأنه إحنا ما يعني الابليكيشن ما يكون على المجتمع. لكن مثلاً في حالة علم الاجتماع، هل برضو بيكون التدريس لنظريات غربية؟ وطيب في الحالة دي لما تجي to apply على المجتمع السوداني ممكن يكون مختلف ومعقد، هو نفسه حتى مختلف عن المجتمع الأفريقي والعربي let's say. فكيف بيكون المسألة دي وكيف بيكون التوفيق؟ طيب، هو مبدئيا يعني أنا دائرة أحكي لكم نقطة ما عارفة يعني مدى ممكن الناس اللي حنحكيها عنهم دين حيزعلوا مني، لأنه هم زملائي هنا في القسم الجنبي ده. لكن الفكرة كانت إنه علم الاجتماع والأنثروبولوجيا كذلك الاثنين يعني مستندين في الأساس على أساس غربي زيهم زي كثير من العلوم الاجتماعية. لكن 50 سنة الفاتت دي حصل فيها تطوير كبير جدا، لأنه كيف المجالات دي تمشي من اتجاه يعني غربي بحت لاتجاه يعني عنده خصوصية ثقافية مرتبطة بالمجتمع اللي هو موجود فيه. فواحدة من الحاجات اللي بيحكوها إنه لما جيد أسس واحد من أقسام علم الاجتماع في واحد من الجامعات يعني، فقام جاء يعني زول زي ما بقولوا نفسه حار كده يعني، وقام قال يا جماعة نحن كيف ننادي بتأسيس قسم في يعني أصلاً جابوا لنا الخواجات، وهو أصلاً أداة استعمارية، لأنه الأنثروبولوجيا دخلت السودان عن طريق الاستعمار البريطاني. فقال كيف يا جماعة نحن بدينا استعمارية زي دي، جابوها جماعة الخواجات ديل ونأسس كمان علم ومجال زي ده في مجتمعاتنا في جامعاتنا. واحد من الأنثروبولوجيين رد عليه وقال له يا أخي على الأقل نحن عارفين مشكلتنا وين. الكلام في الناس اللي ما عارفين مشكلتهم، يعني المشكلة دي مشكلة عامة في العلوم السياسية، في الاقتصاد، في إدارة الأعمال، في غيره، لكن الناس قاعدة تسألها عن الاجتماع والأنثروبولوجيا بالذات، لأنه دي المجالات اللي تتعامل مع المجتمع. في الحقيقة أكثر مجالين ممكن الناس يعني يفهموا من خلاله المجتمع السوداني ده في تقديري أنا الشخصي، المجالات اللي قاعدين ندرسها دي. أول حاجة الأنثروبولوجيا تحديداً اصلا مجال ما يعني نظريات قامت بناء على دراسه العالم الثالث، قامت على فكرتي انه انا ادرس مجتمعات عالم ثالثيه، مجتمعات اسيويه ومجتمعات افريقيه، دي البدايه اصلا اللي قامت على الانثروبولوجيا. اما علم الاجتماع البدايه كانت اوروبيه بحته، وقام عشان يدرس ظواهر اجتماعيه موجوده في اوروبا، لكن علم الاجتماع ذاته زي ما بيقولوا خشم بيوت،
بقى فيه دراسات ثقافية، بقى فيه دراسات حساسة تجاه المجتمعات حقتنا. بعد ذاك حصلت إضافات كثيرة ذاتها على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى أفريقيا، بحيث إنه المجالات دي تتحور، ومش تتحور وبس، يتم إعادة اختراعها، أو إحنا نسميه يعني decolonialization، ما عارف يا جماعة ساعدوني بالترجمة، لكن فكرة دي إنه العلوم دي تتحول من علوم متصورة في ذهن الناس لأنها علوم غربية وعلوم موروثة من مستعمر، لعلوم موجهة لخدمة المجتمعات تحت العالم الثالث. شكرا لك كثير أستاذة عروب. ويبدو أنه حاليا في وضع السودان الحالي، إذا إحنا عاوزين نبدأ يعني نعالج مشاكل السودان، البداية ديفنتلي حتكون من علم الاجتماع، صح؟ لا لا ديفنتلي. أصلا يعني فكرة أنه يعني أسي في أسئلة مثلا بتجيني كثيرة، يا أخي أنه أنتو الوضع الحالي، البلد دي بوضع الحالي ده، أنتو دايرين تسوي شنو؟ دايرين تضيفوا شنو؟ دايرين تعملوا شنو؟ بيبقى السؤال الإجابة إنه لو ما جبتونا أنتوا حجيبوا منه، مش العكس. لو ما جبتوا ناس في علم الاجتماع وفي الأنثروبولوجيا بيتعاملوا مع قضايا السلام مثلاً، السلام بقى المطلب رقم واحد عشان يحصل تنمية وعشان يحصل تطوير وعشان وعشان، فإحنا نتعامل مع الحاجات كيف؟ إذا ما جبنا ذول، إذا ما جبنا ناس بيقدروا يفهموا العدالة الحاصلة في المجتمع والحروب الكثيرة نحن عانينا منها والتغيير الاجتماعي اللي حصل بعد الثورة، الكلام ده كله لو إحنا ما قدرنا نفهمه حنتعامل مع المجتمع ده كيف؟ السلام ده حيتحقق كيف؟ ولا العدالة دي حتتحقق كيف؟ ولا الحرية دي ذاتها حتمارس كيف؟ فدي واحدة من الحاجات اللي حق الناس تحاول يعني زي ما نقوله توسع مداركها فيها شوية. أعتقد السبب الأساسي للتساؤل ده هو مرة تانية غياب المعلومات. الناس ما عارفة ما هو علم الاجتماع وما هو يعني ما هي أهميته وما هو دوره في المجتمع، ومرة تانية إحنا من خلال الويبنار ده محاولين نساهم ولو بقدر ضئيل في تقديم المعلومة للناس وتوضيح حيثيات وأهمية العلوم المختلفة. طبعاً كل العلوم الموجودة دي لا تستقيم من دون القواعد والقوانين والنظم واللوائح اللي بتحكمنا كلنا واللي يفترض إنه إحنا جميعاً يعني نلتزم بها. وحيكون معنا إن شاء الله دكتورة مشاعر من كلية القانون، وحتشرح لنا القانون وتخصص القانون وماذا يدرس في القانون. دكتورة مشاعر اتفضلي. طيب تفضلي دكتورة. طيب السلام عليكم. أول حاجة حابة أتكلم لكم عن العلوم الاجتماعية، مع إنه تكلمنا عنها لكن كمقدمة والسكيلز بتاعتها هي بداية لدراسة القانون. العلوم الاجتماعية يعني هي عبارة عن مجموعة من التخصصات الأكاديمية اللي تهتم بعلاقة الأفراد داخل المجتمع، واللي هي يعني في الأساس بتعتمد على المنهج العلمي المنهج التجريبي. فاللي هي التخصصات دي يعني عندها دور كبير في يعني تشكيل استراتيجيات الشركات، السياسات الحكومية، استكشاف محفزات النمو الاقتصادي، أسباب البطالة، يعني دي حاجات طبعاً سبق ذكرها. فالحاجة الثانية اللي لفتت انتباهي إنه نحن بنقول دائماً كلية الدراسات الاجتماعية والإنسانية، فهي هي معنى واحد، لكن أنا لما رجعت للمعنى دي إنه الدراسات الإنسانية دي في أصلها هي جزء من العلوم الاجتماعية، لكن لما أقول دراسات إنسانية يعني في أصلها هي تهتم بالإنسان، دراسة الإنسان، ثقافة الإنسان، في النهاية هي جزء من العلوم الاجتماعية. طيب نشوف العلوم الإنسانية. next. العلوم الإنسانية اللي هي العلوم قلنا بتهتم بمعرفة الإنسان وثقافته، يعني هي دي كلها بتحتمل على الخبرات. يعني قلنا المنهج دي هو منهج تجريبي، منهج ممكن نقول منهج تحليلي، ممكن نقول منهج وصي، ممكن نقول يعني أي حاجة بتتعلق بالسلوك البشري السلوك الإنساني، هي كلها تندرج تحت مسمى العلوم الاجتماعية. العلوم الإنسانية جزء من العلوم الاجتماعية لكن بتتعلق فقط بالنشاط الإنسان، ما عنده علاقة بالكوميونيتي اللي بيعيشه الإنسان. طيب نيكست.
طيب عايزين نشوف ليه احنا بنختار التخصصات الدراسات الاجتماعية والإنسانية. أول حاجة بيكون عندك المعرفة الواسعة بطريقة التفكير البشري، يعني بتقدر تقرأ يعني السلوك بتاعت البشر، بتحاول إنك أنت تحلل، بيكون عندك الكريتيكال أبروش، بتقدر إنك أنت تنتقد، يعني الحاجة الثانية بيكون عندك الذكاء العاطفي، يعني بتحاول إنك يعني من خلال الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي إنك تقدر تحل المشكلات، تنظم، تهدي الزول اللي بيجيك بيكون عنده مشكلة، بتحاول إنك أنت تعيش معاه. فهي دي الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي، إحنا من خلاله بنقدر إحنا نحل المشاكل، بنقدر إحنا يعني بيكون عندنا المهارات المطلوبة عند أصحاب العمل. زي بعدين ليتر إن شاء الله بوضحها لكم. الثاني من المهارات اللي هو اكتساب المعرفة المطلوبة للتأثير بشكل إيجابي على العالم، يعني دائما أنت بتكون بالبوزيتيف تراك، بتحاول إنك أنت تنمي مقدراتك من خلاله. بعد ذاك التخصصات العلوم الاجتماعية فيها كثير من فرص العمل، كل السياسيين، كل الوظائف الحالية هي كلها تخصصات العلوم الاجتماعية. فاللي هو إحنا موضوعنا الأساسي اللي هو القانون، فالقانون هو واحد من تخصصات العلوم الاجتماعية، وعنده علاقة برضو بالعلم الاجتماعي، عنده علاقة بالآثار، عنده علاقة بالعلوم السياسية، عنده علاقة بالتخصصات دي كلها، في ترابط فيما بيناتها. فعشان كده إحنا ما نقدر نستغنى عن أي تخصص من التخصصات العلوم الاجتماعية، لأن هي كلها مرتبطة فيما بعضها، والقانون هو اللي بينظم الروابط بيناتها. طيب نشوف يعني ما هو القانون وأهمية القانون في المجتمع والحياة عموما. طيب يعني المعروف عن القانون إنه القانون هو مجموعة من القواعد والمبادئ والأنظمة اللي بتنظم حياة الأفراد فيما بينهم. ليه؟ لأنه إذا ما كان في قانون أكيد بيكون في فراغ في الأمن، أكيد بيكون في عدم استقرار، أكيد بيكون في عدم سلام، أكيد بيكون في القوي بيعتدي على الضعيف، فبيكون ما في مساواة، بيكون ما في فيرنس بين كل أفراد المجتمع. فعشان الحاجة دي المساواة، واللي هي مبدأ من المراد اللي بينادي بيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللي هو المساواة بين الأفراد. عشان احنا نبدأ نحقق المساواة دي لازم يكون عندنا قانون، لأنه لو ما في قانون أكيد بيكون في كان بيكون في قانون بيكون في فراغ أمني. فالقانون يعني هو وجود قواعد ونظم، في نفس الوقت في عقوبات، يعني عقوبات دي بتوقع في حياة إنه الشخص ده ما يلتزم بالقواعد، يعني ممكن نقول إنه هو حق مقابل واجب، يعني زي ما أنت القانون بيحميك، في نفس الوقت أنت عندك اللي هو التزامات محددة لازم عندك تأديها عشان تقدر تستمتع بالحماية تحت القانون. ففي هذا الصدد دعينا نشوف أهمية القانون، النواحي ممكن يغطيها لنا القانون. أول حاجة دعم السلام، عشان يكون في أي مجتمع يكون في استقرار، يكون فيه أمن، ويكون فيه سلام، لازم يكون عندنا قانون. لو ما في قانون أكيد بيكون في مشاكل، بيكون في نزاعات، بيكون ما في تقدم في المجتمع وترقيته. الحاجة الثانية التوفيق بين المصالح المتعارضة، يعني مثلا عندنا دي بحتاج أكتر في القانون المدني، إذا كان في أي قضية بين اثنين، مثلا نقول في الإيجار، إذا يعني القاضي ده بيحاول إنه هو يصل يعمل بالانس بين البيانات اللي بيقدمها أي واحد، ويصل للمصلحة، يعني للقرار بيكون فيه مصلحة أحد الأطراف، يعني هو ما بنقول بميل لواحد عشان ما يكون في يعني تضارب مصالح، لكن بيحاول انه هو يكون في بايس، في نفس الوقت بيكون القرار بتاعه فير او عادل. الحاجه الثالثه انه القانون بيحافظ على حقوق الافراد وصيانتها وحمايتها من الاعتداء عليها. الحاجه الرابعه عندنا حمايه حقوق الملكيات الالكترونيه، اللي هي دي الانتلكشوال بروبرتي، عندنا ملكية، عندنا محكمة خاصة بالملكية الفكرية، فلو في اعتداء على أي مؤلف، إذا في اعتداء على أي شخص يعني في السوشيال ميديا، في إساءة له أو في تجريح لسمعته، فهو من حقه إنه هو go ahead ويرفع قضية، وإن شاء الله بيحصل على حقه. الأهمية الخامسة للقانون اللي هو تحقيق العدل والمساواة،
يعني العدل وهو بيعتبر أساس الحكم، والعدل هو أساس القانون، فالناس كلهم سواسي أمام القانون. فالحاجات دي الدعائم اللي بيقوم عليها القانون وأهميته هي كلها، نحن لو رجعنا للإعلان العالم لحقوق الإنسان بنلقينا هي مستمدة منه، لأنه الإعلان العالم لحقوق الإنسان بيقول إنه الإنسان هو إنسان، يعني يجب المحافظة عليه والمحافظة على كرامته، ما يتعرض للتعذيب، الناس كلهم سواسية أمام القانون، العدالة. فهي دي كلها يعني القانون من أهميته إنه أنت أول حاجة بتتعامل مع نفسك، أنت أول حاجة كإنسان يعني بتستفيد منه في نفسك في حالك، بعد ذلك بتقدر تحافظ على حقوق غيرك، بعد ذلك تقدر يعني تدافع عنهم. يعني القانون عنده أهمية كثيرة. إحنا لو رجعنا نشوف علاقة القانون بحقوق الإنسان، يعني اللي هو يعني المبدأ العام لحقوق الإنسان بيقول إنه يولد جميع الناس متمتعين بحقوق متساوية غير غابية للتصرف، عندهم حريات أساسية. الحريات دي التزمت الأمم المتحدة بدعمها وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. يعني أي فرد عنده حقوق ينبغي إنه هو يعني يحافظ عليها. فالمبدأ بتاع الإعلان العالمي أنت صاحب هذه الحقوق، إنها حقوقك، أعرف حقوقك وساعد في الدعوة لها والدفاع عنها من أجلك أنت أول، زي ما قلنا إنه القانون أول حاجة يعني بحافظ عليك في إنك أنت أول حاجة تطالب بحقوقك. الحاجة الثانية من أجل الناس، إخوانك ممكن يكونوا معاكم في الأسرة، ممكن يكون من الجيران، ممكن يكون من الكوميونتي بتاع الجامعة، ممكن يكون whatever كان. فأنت بيكون عندك الأبيليتي في إنك أنت تحل المشكلة بتاعته، في إنك أنت تعيش المشكلة. يعني لما قلت الذكاء العاطفي، يعني إحنا في القضايا بتواجهنا في المحاكم إنه لما يكون في مشكلة خاصة القضايا بتكون ضد المرأة، يعني أنت بتلقى نفسك إنك أنت عشت المشكلة. فانت لما تعيش المشكله تقدر تبدع اكتر، بتحس نفسك انك انت نفس الشخص المعتدى عليه او نفس الشخص الضحيه او نفس كده. فهي دي من الميزات دي ما بلقاها الا اذا انت كان عندك كريتيكال مايند، تقدر انك تحلل المشاكل وتقدر كده. طيب عايزين نشوف الحقوق النادى بها حقوق الانسان دي، الاعلان العام لحقوق الانسان اللي هو نادى بها، وهي حقوق عامه. يعني هي طبعا حقوق كثيرة، لكن يعني نسبة للزمن فأنا بحاول إنه أختصر عليكم. next اللي هو أول حاجة المساواة، يعني أول حق من الحقوق النادى بها الإعلان العام لحقوق الإنسان المساواة. يعني المساواة إنه يولد جميع الناس أحرارا متساويين في الكرامة في الحقوق، عندهم عقل وضمير واحد، عليهم فيما بعضهم إنه هم يعاملوا الناس بروح الإخاء. يعني الحاجة الثانية، لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات. يعني الحقوق والحريات دي الحق في المساواة، الحق في العدالة، ما يكون في أي discrimination اللي هو بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، ما يكون في أي تفرقة بين الرجال والنساء. فهي دي كلها حقوق بتكون حقوق للإنسان كإنسان، يعني بغض النظر عن أي حاجة. الحاجة الثالثة اللي هو حق الإنسان في الحياة الكريمة، يعني هو من حقه إنه يكون في حياة كريمة في سلام، وما يتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب أو العقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. فالحاجة من الحقوق المساواة، يعني زي ما قلنا الناس سواسية أمام القانون. فممكن يجي شخص فقير يرفع قضية يعني يشتبه له القضية عشان إنه هو فقير، لا، الناس سواسية أمام القانون، الفقير والغني هو كلهم سواسية أمام القانون. أيضا من الحقوق براءة الذمة، يعني أي شخص بيكون متهم حتى تثبت إدانته، إذا أنا رفعت قضية في أي إكس من الناس فهو القاضي بيعتبر إنه إكس دي وهو بريء، ما لم أنا أجيب إفيدنس اللي هو أدلة قوية بتثبت إنه الزول دي مذنب في كذا وكذا وكذا وكذا، وبعد ذلك ممكن تقدر تاخذ حقك. يعني لكن الاصل اللي هو براءة الذمة. ايضا من الحقوق اللي هو حرية التنقل، من حق اي انسان انه هو يتنقل من مكان لمكان اخر، حرية التعليم وحرية الرأي وحرية التعبير، حرية التفكير وحرية الضمير وحرية الدين.
يعني من حق أي زوج إنه يكون عنده الحق في الرأي، إنه الرأي قبول الرأي والرأي الآخر، من حقه إنه هو يختار الدين اللي هو عايزه، من حقه إنه يكون عنده حق ضمير برضو من الحقوق، من حقه إنه يكون عنده حرية الحركة وكذا. فهي دي كلها حقوق يعني لازم يتبع بها الإنسان. فالإنسان لما يعرف الحقوق بتاعته بيحاول إنه هو كيف يحافظ عليها، إما أن يحافظ عليها يعني بنفسه، وإذا تم الاحتداء عليها بعد ذلك بيرجع إلى القانون. فهنا بيظهر لنا دور القانون في إنه هو بينظم لي الأفراد عشان ما أي فرد يحتدي على حق الآخر. مثلا إذا إكس من الناس مسافر إلى مكان، ما يجي يقول لو ما تسافر أو أنت يعني محتقل أو أنت تحت الإقامة الجبرية أنسون، فهو من حقه إنه هو يترحل إلى أي مكان إلا إذا كان متهم في قضية أو إذا كان محبوس أو كذا. فأنا قلت الحقوق دي عشان الناس تعرف حقوقها، والقانون يعني وجوده مهم عشان حماية الحقوق ومحافظتها وتنظيم. برضو القانون أهميته موجودة يعني ليس فقط لحماية الحقوق بين الأفراد، وإنما لتنظيم العلاقات بين الدولة وغيرها من الدول، اللي هو ده بيندرج تحت ما يسمى بالقانون الدولي، اللي هو بينظم لي علاقة الدولة بغيرها من الدول، سواء كانت في حالة السلم أو في حالة الحرب، اللي هو بيكون هنا في معاهدات دولية، بيكون في اتفاقيات لوقف الحرب لفترة معينة وكذا. فنحن محتاجين للقانون سواء كان قانون محلي أو قانون دولي. Next نشوف مهام كليات القانون. كليات القانون اللي هي يعني من الركائز اللي بتقوم عليها، أول حاجة أن يكون هدف التعليم ليس القراءة فقط، وإنما أن يكون على هدف التعليم التفكير، يعني إحنا نفكر في الحياة إحنا عايزينها. بعد التفكير بعد ذلك بيكون في تحليل، بعد التحليل بعد ذلك أنت بتقدر تصل له حلول بتكون فير بالنسبة للطرفين. فالحاجات دي كلها بتنعكس في شعار القانون اللي هو العدالة والقيم والمساواة. أيضا المهام اللي تقوم عليها كلية القانون تدريس القانون يعني في المساق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. فأنا قلت يعني في تداخل بين كثير من التخصصات الاجتماعية مع القانون. ليه؟ الغرض منه اللي هو تمكين الطالب من مواكبة التطورات القانونية سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى الدولي. الحاجة الثانية تنمية روح البحث والتأصيل والتركيز على خلق روح الالتزام، يعني زي ما قلنا المنهج بتاع القانون اللي هو منهج تجريبي، منهج تحليلي، منهج وصيف. الحاجات دي كلها بتحتاج لأنه يكون عندنا القدرة على التحليل والربط بين التخصصات المختلفة. الركيزة الثالثة من أهمية القانون اللي هو تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وضرورة الأمن القومي والمصلحة العامة. يعني لا يمكن أن نفرق بين شخص وشخص آخر إذا كان هو بينتمي لحزب معين أو إذا كان هو عنده point of view معينة. يعني أنا لازم يكون عندي critical mind it is okay، لكن في نفس الوقت لازم أتقبل الرأي الآخر، يعني يكون عندك open mind عشان أنت تقدر تتقبل الرأي الآخر. المبادئ بيقوم عليها القانون الديمقراطية، الحرية، يكون في سيادة لحكم القانون اللي هو rule of law، يكون عندنا الحكم الراشد، يكون في شفافية، يكون في عدالة، يكون في مساواة. يعني دي كل الحاجات اللي بيقوم عليها القانون. لما أنا أقول كلمة عدل، يعني أنا لما أقول العدل معناه أقصد إنه يكون في عدالة حقيقية، يكون في مساواة، يكون في تقييم للإنسان as human being، يكون في شفافية، يكون في وضوح، يكون في ديمقراطية. يعني كل الحاجات دي هي بتعني لي القانون. فالواحد لو حس بنفسه إنه هو مظلوم وعنده حقوق فعلا إنه هو مظلوم، معناه هنا ما في قانون. فالقانون اللي بعرفه اللي هو إنه يكون في المساواة بين الأفراد. طيب اللي هو ده كله ما يتعلق بالقانون بصورة عامة وفي كل الكليات. طبعا ما في أي خلاف بين الكليات في مسألة القانون، لكن في بعض الكليات مثلا بيقول لك كلية الشريعة والقانون يفصلها من بعض، لكن في كلية القانون جعل خرطوم الشريعة هي بتدرس ضمن مواد القانون، يعني هي قسم من أقسام القانون. يعني هي زمان قبل عام 1971 فعلا كان كلية الشريعة منفصلة من كلية القانون، لكن بعد 1971 أصبحت الشريعة هي إحدى أقسام
كلية القانون. فكلية القانون بتضم 5 أقسام، اللي هو قسم الشريعة الإسلامية، قسم القانون العام، قسم القانون الخاص، قسم القانون الدولي والمقارن، قسم القانون التجاري. الشريعة دي اللي بتنظم لي الفاميلي، المشاكل العائلية، بتنظم لي الميراث والطلاق وإلى آخره. القانون العام ده اللي هو بيتناول لي الدستور وصناعة الدستور والقانون الجنائي. القانون الخاص دي اللي هو بيتكلم لي عن التأمين وعن البيع وعن المدخل القانون وكل الإجراءات المدنية، كل القضايا بتتعلق بالقانون الخاص، البابليك لو، بابليك انترناشنال لو، اللي هو دي بتناول حقوق الإنسان وبيتكلم عن المنظمات والمعاهدات الدولية والقانون الدولي الإنساني. عند القانون التجاري اللي هو بيتكلم عن الشركات، بيتكلم عن الشراكات، بيتكلم عن الوكالة، بيتكلم عن العقد وتعريف العقد والضوابط القانونية ليه إنشاء العقود. فاللي هو يعني في أمس بعض المناهج الدراسية اللي هو أنا كان أشرت لها، فهي دي جزء من الأقسام، يعني هي مرتبطة بالأقسام. يعني مثلا في السنة الأولى بيتم تدريس المدخل للقانون اللي هو جزء من القانون الخاص، بيتم تدريس القانون الدستوري اللي هو جزء من القانون العام، بيتم تدريس القانون الجنائي اللي هو جزء من القانون العام. عندنا اللغة الإنجليزية للقانونيين. طبعا اللغة الإنجليزية يعني عندها دور عظيم في المجال القانوني، خصوصا في المجال بتاع المنظمات الدولية والقانون الدولي وقوانين الاستثمار والقانون التجاري، فهي كلها بيطلب انها هي تكون باللغة الإنجليزية. عندنا في السنة الثانية بنتكلم عن الكونتراكت لو اللي هو قانون العقود، بنتكلم عن الإجراءات الجنائية اللي هو جزء من القانون العام، بنتكلم عن القانون الدولي الإنساني، بنتكلم عن قانون الوكالة. فهي دي كلها أمثلة لأقسام القانون بيندرج تحتها، تندرج تحت كلية القانون. فكلية القانون قايتها إنها هي يعني تلبي احتياجات المؤسسات العدلية، يعني سواء كان القضاة، المستشارين في وزارة العدل، المحامين الليجل أدفايزر في الشركات، أو المحامين في مكاتبهم الخاصة. يعني القرض منها إنها هي تديهم الجانب النظري، توضح لهم القانون والالتزامات والواجبات والحقوق وكذا وكذا. الجانب العملي اللي هو مرات بيكون في محاكم صورية بالنسبة للطلاب، لأنه بعد ذلك لما يمشوا للجانب العملي بعد التخرج إن شاء الله يكون ما عندهم مشكلة بالنسبة للطلاب. دور اللغة الإنجليزية اللي هي قلنا اللغة الإنجليزية عندها دور عظيم في عالم اليوم، وفي مجال القانوني عندها دور كبير. عشان كده الخطة التدريسية في الكلية اللي هي معظم المقررات أكثر من 40% اللي هو باللغة الإنجليزية، يعني الغرض منها تقوية مستوى الطلاب. الحاجة الثانية إنه اللغة دي مهمة جدا في مجالات القانون التجاري، قوانين الاستثمار، والقانون الدستوري، والنظم السياسية، والقانون الدولي، والمنظمات الدولية. فإنت عشان تكون يعني محامي شاطر وتقدر تنافس في كل الدول الغربية والعربية، لازم أنت تجود اللغة الإنجليزية بجانب اللغة العربية. طيب نشوف إسهامات خريجو كلية القانون، يعني كل كلية القانون سواء كان في الجامعة أو سواء كان في المجتمع. أول حاجة عندهم إسهامات للخريجين عديدة، يعني في الهيئة القضائية، يعني دائما في الهيئة القضائية بيكون في ممثل كلية القانون في كل السودان، يعني كلية القانون سواء كان الخرطوم، النيلين، الزعيم الأسهلي، الإمام الهادي، لازم يكون في ممثل في الهيئة القضائية في يعني بعضو هو في الهيئة القضائية. برضو في وزارة العدل بيكون في ممثل من القانونيين، اتحاد العام للمحامين السودانيين يكون في ممثل، الاتحاد العام للمحامين العرب، الاتحاد الأوروبي، هيئات الأمم المتحدة للمرأة، المنظمات الدولية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، برضو بيكون في عضو من
القانونيين. زي ما قلنا إن هي أساس القانون اللي هو التفكير الناقد أو التفكير التحليلي، عشان كده المحامي بيكون عنده المقدرة على المشاركة في كل الدورات المتعلقة بالقانون، المتعلقة بعلم الاجتماع، المتعلقة بالعلوم السياسية، المتعلقة بالعلاقات الدولية، سواء كان داخل السودان أم خارجه. الحاجة الثانية لما نتكلم عن مساهمة أساتذة القانون، يعني أساتذة كليات القانون في السودان بيكون هم عندهم عضوية في مجالس كثيرة. يعني مثلا هم ممكن يكونوا أعضاء في اللوائح الأكاديمية لمختلف التخصصات، سواء كان في كلية الطب، في كلية الهندسة، في كلية الآداب، في كلية الاجتماع، هم بيكونوا أحد الأعضاء. ممكن يكونوا برضو أعضاء في مجلس مخالفة اللوائح الخاصة. يعني في بعض الجامعات بيكون عندهم لوائح خاصة، مثلا زي لائحة مخالفة الامتحانات، أستاذ كلية القانون ممكن يكون عضو فيها. لائحة محاسبة العاملين بالتعليم العالي هو برضو ممكن يكون عضو فيها. يعني بالإضافة إلى مساهمة الأساتذة في مناقشة الرسائل العلمية داخل الجامعة خارج الجامعة، حتى المحامي ممكن نجيبه ممتحن خارجي إذا ما كان أحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة. أيضا مساهمة في عضوية هيئة الرغابة الشرعية في البنوك، الشؤون القانونية في كل البنوك ممكن يكون المحامي هو عضو فيها. عضوية المحامي في الأول القانوني اللي هو في وضع الدستور، مفوضية الدستور، يعني زي ما شفت في الفترة الانتقالية كان صناعة الدستور والوثيقة الدستورية، والمحامين كان القانونيين كان عندهم دور كبير فيها. العضوية برضو في مفوضية حقوق الإنسان. فهي دي كلها ما يعني إسهامات ممكن يقدمها خريج كلية القانون. ممكن يكون جزء من المناصب الدبلوماسية اللي هو بيعتبر الخدمة المدنية. ممكن يكون محامي خريج القانون، ممكن يكون legal advisor اللي هو يقدم الاستشارات، سواء كان تابع لمؤسسة وزارة العدل أو إذا كان عنده مكتب أو لشركات خاصة. بالإضافة لأنه يعني ممكن يكون محامي في أي دولة، في أي دولة من العالم هو بيكون عنده المقدرة على أساس إنه هو يقدر يحلل ويعرف المشاكل ويساهم معهم. فيعني هي دي ما هي حاجة عن المهام القانونية أو يعني فوائد دراسة القانون، لكن قلت عليكم باختصار وأتمنى أنكم تكونوا استفدتوا، وممكن أستقبل منكم. شكرا دكتورة مشاعر إدريس الأستاذ المساعد بكلية القانون جامعة خرطوم على البرزنتيشن وعلى المعلومات القيمة والثرية اللي قدمتيها لنا. أنا في سؤال خطر في بالي متعلق بدراسة القانون. إحنا لأنه زي ما قلت لك درسنا قانون تجاري، فبتذكر إنه كان دائما محتاجين نستشهد بالقضايا، حتى في الامتحان أنت لازم تكون حافظ القضية وتستشهد بها. صح صح. فسؤالي هنا عن إنه يعني مدى حوجة الشخص اللي هيقدم لكلية القانون لقدرات يعني في الذاكرة تكون عالية. أنا ما عايز أقول حفظ لأنه الكلمة دي بتجيب لي حساسية. فلأي درجة يفترض يكون عنده قدرات على الذاكرة ممتازة، ولأي درجة المسألة دي مهمة برضو في ممارسة القانون بعدين؟ يعني طبعا في الامتحان ما زي المحاكم، انت ما محتاج تحفظ القضية وتجي تقولها زي ما هي. فبس يعني لو إذا أمكن أني تشرح لنا النقطة دي. طبعا أنا القانون التجاري درست في ليش دكتورة مشاعر إحنا ما سمعينك تقريباً، أنت عملتي ميوت. أفتحي المايك دكتورة مشاعر. عذراً دكتورة مشاعر إحنا ما سامعينك، لو سامعاني أنا ما عارفة. دكتورة مشاعر سامعاني؟ ما سامعك، عملت ميوتي. أعمل المايك يا دكتورة مشاعر، أفتح المايك. I asked to unmute already لكن ما قاعد تعلي الشاشة. أيوة دكتورة مشاعر، معلش دكتورة مشاعر إحنا ما سمعنا أي حاجة من البداية لأنه أنت يعني بالغلط عملتي ميوت لنفسك، قفلتي الميكروفون، فلو ممكن ترجعي تعيدي لنا من البداية.
وهسي حصل نفس الحاجة تقريبا برضو. حاولي انك تثبتي السماعة عشان ما يحصل التلفون، عشان ما تعملي ميوت عن طريق الخطأ، وتفضلي من البداية سامعينك. طيب قلت انا يعني بالنسبة لحل القضية القانونية، انا كنت سعيدة في انه انا درست طلاب مدرسة العلوم الإدارية، يعني بالرغم انه هم ما قانونيين، لكن كانوا انترستين في انه هو يعرفوا كيف انا بحل القضية القانونية. يعني عشان انت تقدر تحل القضية القانونية، اول حاجة لازم تفهم الكيس بتتكلم عن شنو. معنى انه الحفظ ما كفاية في القانون. الحاجة الثانية يكون عندك النظرية بتاعت الاناليتيكال، يعني تحاول انك تحلل تربط المبدأ بتاع القضية مع الامثلة اللي لقيتك مع القضايا. فعشان انت تسهل على نفسك الحل، اول حاجة تشوف المبدأ درسته القضية، انه القضية تتكلم عن موضوع شنو مثلا. الحاجة الثانية تطبق المبدأ على الوقائع، الوقائع قدامك تشوف انه مثلا اكس من الناس دي هو بيحتاج لتعويض ولا ما بيحتاج لتعويض، هو متضرر ولا ما متضرر. فانت حتى لو ما رجحت للقانون، ممكن بالحكمه انت تقدر تعرف انه الطرف دي متضرر والطرف ده ما متضرر. فعشان انت تكون قانونا شاطر، لازم يكون عندك مبدا التحليل، يكون عندك الحكمه في الحياه انك تعرف كيف تحلل المشاكل، كيف تربط الامور مع بعضها. يعني الحفظ ما ينفي انك تحل القضيه. تمام، ممتاز، شكرا لك كثير دكتورة مشاعر. احنا تقريبا سرقنا الزمن، وحتى تجاوزنا الزمن اللي كان مقرر بالنسبة للويبنار، لكن طبعا لكن برضو دي يعني كانت كل المداخلات وكل المعلومات قيمة ومفيدة اكيد بالنسبة للناس اللي بيسمعونا. حنتكلم باختصار شديد عن سوق العمل، لكن بس انا عاوز انبه اذا في اي شخص عنده سؤال، الاسئله حنستقبلها منكم كتابه، يا اما عن طريق الشات بوكس صندوق الرسائل هنا في زوم الناس الموجودين فيه معنا، او عن طريق التعليقات في الفيسبوك. حنمر بنفس الترتيب مره ثانيه، وحنتكلم عن سوق العمل، ما هي فرص سوق العمل لخريج الكليه المعينه، وحنرجع للناس الفرنسي. نبدا من استاذه ايه، تفضلي. كلية الآداب، ما حتتكلم عن الفرنسي بس، لكن عن خريج كلية الآداب وسوق العمل، وهو ما هي الوظائف المتاحة مثلا. تفضلي أستاذة آية. تمام، عايز أول حاجة أقول إنه سوق العمل أنت عشان تقدر تنافس فيه لازم يكون أدائك جيد. يعني ما تفترض إنه أنت حتيجي تخش مثلا كلية الآداب مثلا حتتخصص علم النفس وأنت حتتخرج وأنت ما ممتلك الأدوات حقيقة أنت كنت محتاج لها، وحتلقى نفسك شغال capacity building، يعني الحاجة دي ما هتحصل. فتالي بنرجع الكلام ده بودينا الحتة بتاعتين، وانت لازم تكون عندك interest حقيقي في المجال اللي انت هتختاره عشان انت تقدر تتميز فيه، والحاجة دي هتديك بعد ذلك فرصة في انه انت تنافس بصورة كويسة في سوق العمل. الفرص موجودة، انا هكون واقعية، هي محدودة لانه نحن بلد لسه بتفتقر للفيجن في انه كيف تتعامل مع العلوم الاجتماعية. لكن إذا أنت interested ما تتردد نهائي، أدخل المجال ده عشان تقدر تأدي أداء كويس، والحاجة دي تفتح لك فرصة في سوق العمل. لأنه ما في مجال ناجح، عيد الكلام ده تاني، في زول بينجح في مجال محدد. إذا أنت مشيت أي كلية وأداءك كان يعني ما كويس، الفرصة بتاعتك بتكون ضعيفة. في كيسز بتاعت ناس بيكون أداءهم الأكاديمي ضعيف لكن بيدخلوا بعد ذلك بينجحوا في السوق، لكن دي تعتبر يعني دي تعتبر حاجة خارجة عن القاعدة. القاعدة العامة إنه أنت تحاول تعمل تحصيل كويس، يعني تكتسب المعرفة اللي أنت محتاج لها. طيب بصورة سريعة كده، حاولت إني أرصد ممكن الزول يشتغل شنو مثلاً في الأقسام الجبال اللي تكلمت لكم عنها. طيب دي هي دفنت لي ما حتكون كل الحاجات، دي حاجات اللي أنا قدرت أستحضرها، والحاجات اللي بتاعت التجارب الناس اللي أنا بعرفهم، وحاجات مهم يعني الحاجات المعروفة برضو والواضحة. بيكون ديفينتلي في حاجات تانية غير المكتوبة هنا دي. بالنسبة للأقسام المختلفة بتاعت كلية الآداب، الحاجات الأساسية المشتركة بينها كلها فيها يعني حيز كبير، هي البحث العلمي، لأنه دي حاجات بتحتاج لها بحث مستمر. التدريس طبعا، سواء كان في الجامعة إذا الزول قدر يتميز أكاديميا، أو التدريس في المدارس في الجامعات التانية، حتى في رياضة الأطفال، دي برضو من الحتات المهمة اللي بيشتغل فيها ناس كلية الآداب. والسلك الدبلوماسي، السلك الدبلوماسي من الناس اللي بينافسوا فيه بقوة هم خريجين كلية الآداب. الحاجة دي بتذكرني إنه في أستاذ كده كان داني معلومة قبل كم يوم، قال لي إنه
أكثر الرؤساء بتاع أمريكا هم كانوا خريجين تاريخ. فأنا برضو عايزة دايرة ألفت نظر الناس لحاجة، لأنه الناس بتاعين العلوم الاجتماعية هم من أكثر الناس المؤهلين إنه هم يعني يقودوا الدول بتاعتهم. طيب بتفصيل شوية، اللغات الناس بتشتغل في مجال الترجمة والترجمة الفورية، التحرير، النقد الأدبي، التدقيق اللغوي، الوساطة وحل النزاعات، بيشتغلوا برضو في المعاهد الثقافية وفي السفارات. ناس الفلسفة بيشتغلوا في أي حاجة عندها علاقة ببناء القدرات، في التحرير، في النقد والتحليل، الوساطة وحل النزاعات. الوساطة وحل النزاعات هتتكرر كم مرة، لأنه زي ما قلت لكم اللغة هي حاجة مهمة في 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 إنك أنت تقدر يعني أي فيها contact communication مع الناس. أنت عايز تحل مشكلة، عايز تتوسط، أنت بتحتاج للغة وبتحتاج للحاجات العلوم اللي عندها علاقة بالإنسان. طيب علم النفس بيشتغل في الإرشاد التربوي، الإرشاد الأكاديمي، الإرشاد المهني، في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، بيشتغلوا في رياضة الأطفال، بيشتغلوا في أقسام التسويق في المؤسسات المختلفة. هنا برضو حنكون realistic، ما كل المؤسسات بتصل الليفل بتاع إنه هي تعمل كل الحاجات زي ما الكتاب قال. في مؤسسات طبعاً بيهمها الحاجة دي، بتكون مؤسسات كبيرة سواء كان شركات خاصة أو المهم أي حاجة، بتقوم بتهتم بتفاصيل زي دي، بتجيب زول بتاع سايكولوجي في التسويق عشان يقدروا يعرفوا كيف تقنع الإنسان اللي قدامك إنه هو محتاج للبرودكت ده وكده. طيب بيشتغلوا برضو في المراكز بتاعت العلاج النفسي. ناس التاريخ ممكن يشتغلوا في الأرشفة، في التوثيق، في التحليل السياسي، مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بالثقافة. ناس الآثار ممكن يشتغلوا في الترقيب الآثاري، في الفنادق، في الإرشاد السياحي، ممكن يشتغلوا في الهيئة القومية للسياحة والآثار، في الهيئة التراثية، في المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بالثقافة. ناس الإعلام يشتغلوا في إعداد البرامج التلفزيونية إذاعية، تقديم البرامج، إخراج البرامج، بيشتغلوا في أقسام الإعلام في المؤسسات المختلفة. برضو إذا في مؤسسة كبيرة وعايزة تشتغل شغل بروبر، بتقوم عشان تقدر توصل للجمهور اللي هي عايزة، وبتجيب زور متخصص بتاع إعلام عشان يعني يساعدها في إن هي تقدر توصل للجمهور اللي هي مستهدفة. بيشتغلوا في إدارة الوسائط الاجتماعية، في صناعة المحتوى الرقمي للوسائط الاجتماعية، بيشتغلوا برضو في التحرير وفي العلاقات العامة. ناس الدراسات الإسلامية ممكن يشتغلوا في الدعوة والإرشاد، الوساطة وحل النزاعات زي ما جبال قلنا، ممكن يشتغلوا في المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بالعمل الديني والإنساني. الحاجة دي باختصار، وإن شاء الله ما يكون اختصار مخل، وأنا متأكدة إنه هي في حاجات تانية غير اللي أنا قلتها. شكرا لك يا أستاذة آية. دائما الناس لما يتكلموا عن الآداب بيجي في بالهم الترجمة، فالترجمة واحدة من كم وثلاثين وظيفة ذكرت من قبل أستاذة آية، وحتى ممكن هي زي ما قالت هي ما غطت كل الأشياء. فشكرا لك كثير أنا على الفائدة العظيمة اللي قدمتيها الليلة. وننتقل لأستاذة أمنية، ماذا يعمل خريج الاقتصاد بعد التخرج؟ يشتغل في مختلف المجالات، literally في أي مجال ممكن يشتغل، في نمسك في المؤسسات الحكومية، ممكن نتكلم عن الشركات الخاصة، مؤسسات الخدمات المدنية، ممكن نتكلم عن البنوك، عن أي حاجة. أنا ما حقدر أقول تولست كل يعني وظيفة، لكن ممكن أديكم examples بسيطة شديدة عن الحاجة دي. زي ما قلتكم إن الاقتصاد فيه جزء كبير بتاع تحليل، ممكن تشتغل محلل، محلل بيانات، محلل أوراق مالية، ممكن تشتغل مستشار مالي، شغل إحصائي، شغل محلل أعمال. يعني كل إندستري عندها جوبز أو عندها ديسكريبشن مختلف من الثاني. ثاني ممكن تشتغل في البنوك، ممكن تشتغل محاسب، ممكن تشتغل في أز بانكر من الصراف أو تيلر، ممكن تشتغل طبعا في المجال بتاع التدريس، أستاذ جامعي أو ممكن مدرس في أو معلم في مدارس. ممكن الوظيفة ممكن ما نلقى وظيفة اسمها اقتصادي بصورة كويسة، لكن ممكن تقول عنه باحث اقتصادي، هو بيطبق الحياة كل اللي احنا تكلمنا عنها في الأول. تاني ممكن من تجربتي البسيطة أنا بالإضافة لشغلي في الجامعة، أنا ماركت ريسيرش أناليست اللي هو محلل أبحاث السوق، اللي هو بستخدم معرفتي بالاقتصاد بالإضافة إلى التولز أو اللي هي الستاتيستيكال تولز، الأدوات الإحصائية في التحليل وشغل الرياضيات،
دي برضو من المجالات الحلوة الشديد اللي ممكن تلقوها في الشركات بتاعت الأغذية، شغل اتصالات، في شركات حتى الناشئة ممكن يكون عندهم الجزء ده. تاني ممكن نتكلم عن مستشار مالي، تاني ممكن نتكلم عن الاناليسيس بتاع الريسك أو المخاطر المالية. ما أعرف، حاسة نفسي لو تكلم مهما تكلمت برضو حكون في حاجة كثيرة في ثاني وما ما قادرة to mention. ما أعرف ممكن ثاني يكون في شغل أكيد، يعني يا ريت لو كان بتوصل لكم الجزء بس. شكرا لك كثير أستاذة أمنية. طبعا من المستحيل إنه أي شخص من الموجودين معانا يقدر توليست كل الوظائف الممكنة، لكن نحن بس عاوزين ندي أوفرفيو عام لنوعية الوظائف ممكن تكون شنو. وأستاذ ثابت تقريبا في تقاطع كبير بين ذكرته أستاذة أمنية وبين اللي أنت حاليا حتذكره، فتفضل. طيب بالنسبة لسوق العمل في خريج العلوم الإدارية والمالية، وتقريبا أوسع سوق عمل في أعتقد أنه أوسع سوق عمل على الإطلاق، يعني من حيث التنوع بتاعه وإمكانيات أنه الناس يشتغلوا في حداتهم. فبيزيكلي خريج البيزنس ممكن يشتغل في كل المؤسسات، حرفيا كل المؤسسات، المؤسسات الصناعية، المؤسسات التجارية، المؤسسات الخدمية، في الطيران، في الصحة، في التعليم، بيشتغل في المؤسسات المالية، في البنوك، في البورصات، بيشتغل بداية من المحل الصغير، الدكان والمحل الصغير محتاج لمحاسب لأكبر شركة أنت ممكن تصورها، بيشتغل في الحكومة، بيشتغل في أي مكان، you name it، خريج العلوم الإدارية، إذا كان إدارة ومحاسبة، عنده مكان فيها. الأقسام اللي بيشتغل فيها مثلا أقسام الحسابات والتسويق، أقسام الحسابات بصورة أساسية، وفي العادة سوق العمل بالنسبة لخريجين المحاسبة أحسن إلى حد ما من سوق العمل بالنسبة لخريجين التخصصات الثانية، أقسام التسويق والمبيعات، أقسام إدارة الموارد البشرية، أقسام العمليات، أقسام خدمة العملاء، you name it، كل الأقسام في المؤسسات المختلفة. جزء ثاني من اشكال السوق، من اشكال الاماكن ممكن يشتغل فيها خريج العلوم الاداريه، هي المكاتب المتخصصه. يعني نحن عندنا شركات بيكون فيها قسم بتاع محاسبه، لكن في مكتب متخصص بتاع محاسبه شغله هو المحاسبه والمراجعه، ده مكان ممكن يشتغل فيه خريج العلوم الاداريه. في اجسام متخصصه، مكاتب متخصصه او شركات متخصصه في التسويق والترويج، دي فرصه بتاعت شغل لخريج العلوم الاداريه، وكذلك في الوساطه الماليه، في الاستشارات الماليه والاداريه. الحاجة بعد كده إنه سوق العمل بالنسبة للخريج عادة للطلبة هو بيكون تعريفه إنه في السودان وخارج السودان. عادة الخريجين بيكونوا سوق العمل بالنسبة لهم بيزيكلي في السودان، زائد إنه كثير منهم بيفكروا في الخليج مثلا. فلما نتكلم عن سوق العمل بنتكلم عن ما بس عن السودان، عن السودان وغير وبر السودان، الخليج وغير الخليج. حاجة ثانية، إمكانية مكان مناسب للعمل، بما إنه الطلب عالي على خريج العلوم الإدارية، في إمكانية واسعة للعمل في العمل الأكاديمي والبحثي والعمل التدريبي، بما أنه نحن محتاجين خريجين علوم إدارية في كل المؤسسات في أقسام كثيرة، فبنحتاج كل سنة نخرج عدد كبير من خريجين ديل، فبالتالي العمل الأكاديمي والتدريس في فرصة عمل كويسة لخريج العلوم الإدارية. نقطة عايز أتكلم فيها موضوع التطور المهني. التطور المهني للزول بعد ما يشتغل عنده كذا شكل، تطور مهني من داخل المؤسسة بمعنى أنه يكون في المؤسسة بتاعته يترقى، ياخذ كورسات ويترقى، او بدون كورسات يترقى ويبقى في مناصب اداريه اعلى. بشكل من اشكال التطور المهني، بشكل اسرع من اشكال التطور المهني هو الشهادات المهنيه. الشهادات المهنيه دي شهادات بتديها اجسام محترف بها في العالم، او اجسام معروف انها هي بتمتحن الناس المقدمين على الشهادات دي لمعايير محدده في تخصصاتهم، اذا كان في المحاسبه او في المراجعه او في التسويق مثلا او في اداره المشاريع. وبناء على نتيجة الامتحان تديهم شهادة إنهم اجتازوا المعيار المحدد في مهنتهم. في المحاسبة مثلاً CPA، دي شهادة المحاسبين في أمريكا، هي معيار للمحاسبة في العالم. ACCA مثلاً هو معيار شهادة بريطانية، وهي معيار برضو للمحاسبة. هي بتفتح فرص كبيرة للشركات، في الشركات المالتيناشونال وفي المنظمات الدولية في داخل المشاريع. مثلاً حاجة مشهورة جداً زي PMP، هي برضو بتساعد كثير في التوظيف.
تطور مهني برضو شكل من أشكاله هو الدراسات العليا، بتساعد في التطور المهني إذا كان ماستر أو دكتوراه. الحاجة الأخيرة هي العمل الحر. خريج العلوم الإدارية مجموعة المعارف والمهارات اللي بياخدها من درس العلوم الإدارية هي بتخليه مؤهل جدا لأنه يبدأ عمل حر. طبعا في عوامل تانية بتخش في قرار بداية العمل الحر ده إنه يبدأ بيزنس، وعوامل تانية بتخش في نجاحه، لكن المجموعة بتاعت المهارات بيطلع بها من الدراسة بتخليهم متقدم على الناس التانية في التخصصات التانية إنه يقدر يدير عمل حر وينجح فيه. العمل الحر عنده شكل تاني، هو العمل الحر المتخصص، إنه هي زي ما قلت المكاتب المتخصصة، مكاتب التسويق والترويج أو المحاسبة والمراجعة والإدارة المالية، ده عمل خص من خلال المهنة. يعني إذا كان العمل الموضوع السابق هو العمل الحر التجاري مثلا أو العام، ده عمل حر من خلال المهنة بتاعته. إذا كان زول متخصص في التسويق عنده خبرة كويسة في التسويق ممكن يبدأ عمل حر في التسويق، يبدأ عنده شركة بتاع التسويق. إذا كان زول مثلا عنده خبرة طويلة في المراجعة ممكن يبدأ عمل حر في المراجعة، يبقى عنده مؤسسة بتاعت مراجعة وهكذا. شكرا. شكرا لك كثير أستاذ ثابت على الأوفرفيو للفرص بتتعامل لخريج العلوم الإدارية. ننتقل لأستاذة عروب ونسمع منك فرص العمل لخريج العلوم السياسية وعلم الاجتماع والإنتربروجر. طيب أنا أول حاجة دائما قاعد أقول للطلبة اللي بيجوا عنهم دائما بيكونوا مدبرسين من موضوع فرص العمل ده، إنه إحنا ناس جوكر، يعني ناس ممكن نشتغل في أي حتة أيا كانت هي شنو. لكن المشكلة بتبدأ وين؟ السوق العمل ده متطلبات كثيرة، الشهادة تحت الدراسة هي واحدة منها، لكن عنده متطلبات تانية زي اللغة مثلا. فبتبقى الفكرة إنه السوق بيكون متخيل أو توقعاته بتكون إنه بمجرد ما يتخرج يدو شهادته حيقدر يشتغل بشهادته دي في المجالات اللي إحنا بنتكلم عنها، ولكن في الحقيقة الشهادة وحتى الشهادة دي ذاتها لازم تكون بمعدل كويس، بمعنى إنه زول لازم مما يدخل سنة أولى لغاية ما يتخرج من سنة رابعة أو سنة خامسة يكون مواصل في أداء أكاديمي معقول في مستوى معقول ومتوازن عشان يقدر لما يتخرج بمعدل كويس ويساعد نفسه في التوظيف. لكن برضو في مهارات، في مشاكل تانية زي مثلا مسألة اللغة، زي الخبرة، زي إلى أي مدى هو كان مثلا بيشتغل في بحوث قبل كده، بيشتغل في المجالات دي، عنده أنشطة خارج الدراسات الأكاديمية وخلافه. الحاجة التانية إنه يعني أغلب الحاجات اللي ممكن يعني يشتغلوا فيها ناس الآداب مثلا ممكن برضو يشتغلوا فيها ناس علم الاجتماع زائد أماكن تانية. يعني مثلا آية تكلمت عن السلك الدبلوماسي، خريجين العلوم السياسية والاقتصاد والاجتماع قاعدين برضو يقدروا يشتغلوا في السلك الدبلوماسي. الحاجة التانية المؤسسات الحكومية، والمؤسسات الحكومية دي بالذات اللي عندها يعني صبغة اجتماعية، يعني مجلس رعاية الطفولة والأمومة، مفوضية العون الإنساني، وزارة الرعاية، وزارة العمل، وزارات المختصة بالتنمية، حتى وزارة الصحة بالمناسبة، التعليم، كل المؤسسات الحكومية المرتبطة بعمل اجتماعي بيقدر يشتغل فيها خريجين العلوم الاجتماعية وخريجين العلوم السياسية، علم الاجتماع والعلوم السياسية. منظمات المجتمع المدني برضو على اختلافها وعلى تطورها كلها بيقدروا يشتغلوا فيها ودي يمكن من أكبر الأسواق اللي بيشتغلوا فيها خريجيننا، بالإضافة للمنظمات المحلية أو الأصل السودانية. في المنظمات العالمية زي الـ UN agencies مثلا، ودي كثيرة جدا جدا وقاعدة تطالب بالتوظيف. يعني حتى الناس والله ما قاعدين مرات يلقوا عدد كافي يشتغل فيها بسبب إنه زي ما قلت لكم في خريجين، لكن الخريجين ديل ما اجتهدوا من البداية في إنهم يعني يوافقوا متطلبات سوق العمل، فبتلقى زول مثلا درجاته كويسة وشهادته كويسة لكن مثلا ما عنده لغة إنجليزية، أو بتلقى زول عنده لغة إنجليزية كويسة لكن درجاته ضعيفة شديد وهكذا. شركات القطاع الخاص الكبيرة بالذات بقى عندها أقسام بتاعت مسؤولية اجتماعية، وأقسام المسؤولية الاجتماعية دي برضو بيقدروا يشتغلوا فيها خريجين الاجتماع والأنثروبولوجيا. المشاريع الريادية والتنموية وخاصة بعد الطفرة الكبيرة اللي حصلت في الانتربرنورشيب أو المشاريع ريادة الأعمال، بقى فيه اهتمام خاص بالأثر الاجتماعي، إنه ما في بيزنس بيتعمل من غير ما إحنا نفكر في الأثر الاجتماعي بتاع البيزنس ده على المجتمع المحلي اللي إحنا شغالين فيه. فعشان كده بقت فيه وجاء لخريجين بتاع علم اجتماع وأنثروبولوجيا. ده طبعا بالإضافة للمراكز البحثية بيشتغلوا فيها كباحثين، والجامعات اللي هو التدريس والعمل الأكاديمي. ويمكن دي حتى ما كل الحاجات، لكن برضو ده أضيف إنه خريجين الخدمة الاجتماعية تحديدا
بيقدروا يشتغلوا في مختلف مؤسسات الرعاية الاجتماعية مطلوبين بشدة، زائد المؤسسات الصحية، المؤسسات التعليمية، المؤسسات التثقيفية، كلها بقت بتطالب بأنه يكون في ناس خريجين من المجالات دي. وبالعكس كمان في مشاريع بتاعة تمويل وفند بتجي من منظمات كثيرة، حتى في أكثر المشاريع الهندسية والطبية والزراعية في حياة ما عندها أي علاقة بعلم الاجتماع، بيقوا بطالبوا بأنه المشاريع دي لازم يكون فيها أو التمويل الفند ده لازم يكون جزء منه زول بتاع علم الاجتماع عشان يقدر يتعامل مع المجتمع. فدي الفكرة الأساسية. شكرا لك كثير أستاذة عروب. ننتقل لدكتورة مشاعر. تقريبا أوريدي في البرزنتيشن الأولى هي أدتنا يعني معلومات سريعة عن سوق العمل بالنسبة لخريج القانون. تفضلي إذا عندك أي إضافة دكتورة مشاعر. مرحبا بكم. اللي هو أنا كان يعني ذكرت المجالات اللي ممكن يساهم فيها خريج القانون، اللي هو ممكن يعني يكون محامي، بعد ذلك ممكن يشتغل في وزارة العدل اللي هي مؤسسات العدلية، ممكن يكون قاضي يشتغل في القضائية، ممكن يكون وكيل نيابة في النائب العام، ممكن يكون محكم في مجال التحكيم، محكم داخل السودان وخارج السودان. أيضا خريج القانون ممكن يكون باحث قانوني، ممكن يشتغل في الخارجية، ممكن يكون أستاذ جامعي، ممكن يكون أستاذ في مدارس، يعني كده مجالات كثيرة يعني ما بقدر أحصرها كلها، لكن يعني خريج القانون هو طالب إنه هو مؤهل، عنده اللغة الإنجليزية، عنده شهادات خبرة، يعني مؤهل كويس، فهو بيكون يعني مرغوب في كل المجالات ذات الصلة بالقانون. ممكن يكون مستشار لبنك، ممكن يكون يعني أي مجال متعلق بالقانون هو بيكون عنده الماضي في إنه يكون جزء منه، مستشار للشركات الخاصة، مستشار للمستشفيات، مستشار في أي مكان خارج القانون بده يشتغل، لكن بشرط إنه هو يكون عنده مؤهلات كويسة، اللغة الإنجليزية تكون كويسة، يكون الشهادات، الخبرات، العقل الناقد يكون عنده. بالمناسبة الأكاديمي قد يكون شاطر في الجامعة ما بالضروري إنه يكون هو محامي ناجح. أنا بعرف في أغلبية الطلاب هم بيكون المستوى بتاعهم الأكاديمي يعني زيرو، لكن ما شاء الله يعني بينجحوا كثير في سوق العمل لأنه بيكون عندهم الليجال مينتاليتي، العقلية القانونية دي. ما أي زول بيقدر إنه هو يكتسب إلا إذا كان عنده مهارات معينة، وهو دائما المحامي الشاطر أو القانوني الشاطر يكون عنده المهارات بتاعت العقلية القانونية ويقدر كيف يوظفها في أي انترفيوز متعلق بالمجال الليجال. أتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا. شكرا لك كثير أستاذة مشاعر. تقريبا في إجماع إنه هو سوق العمل موجود، لكن الشهادة وحدها ما كفاية، لازم يكون معاها مهارات مختلفة ممكن جزء منها يكتسب الطالب أثناء الجامعة وجزء منها بيقع على عاتق الطالب بحيث إنه هو يطور نفسه قدراته ومهاراته. بالنسبة للأسئلة يبدو إنه الجزء الأكبر منها أو تقريبا كلها إحنا جاوبناها أصلا أثناء التقديم، لأنه في أسئلة كثيرة كانت عن سوق العمل وفرص العمل، يعني وهي جات أصلا في الجزئية الأخيرة اللي أنتوا تكلمتوا عنها. حتى الآن ما أفتكر في حاجة ممكن نوجهها لكم، لكن إحنا هنأخذ منكم وعد إنه هترجعوا على اللايف في الفيسبوك في الجروب في مجموعة الباحثين السودانيين، وإذا في أي أسئلة جات لأنه في ناس بترجع تحضر بعد يعني ما اللايف ينتهي إن شاء الله تجاوبوا عليها. في واحد من الأسئلة كان عن إنه هل البلد في حوجة لتخصصات اجتماعية حالياً أم تخصصات مهنية؟ وأنا أفتكر بعد التقديم اللي حصل اليوم والدراسة يعني شكل الدراسة أو شرح الدراسة اللي بدرس الطالب اللي شرحه لنا الأساتذة وكل الكلام اللي قال، الإجابة هي نعم، البلد في أحوج ما تكون لتخصصات العلوم الاجتماعية. هنمر عليكم سريعا كده إذا في زول عنده كلمة أخيرة يقول لنا قبل ما نودي على الناس. تفضل يا عائم. ما في حاجة كده تاني عايزة أزيدها، بس أتمنى إنه الحاجة دي تكون مفيدة، وعايزة بجد أقول لكل زول امتحن إنه بجد أقعد أفكر
انت حاب شنو، ما تخلي اي زول يضغط عليك في انه يقول لك لا القرايه دي احسن من القرايه دي، ما في قرايه احسن من قرايه، ما في تخصص مهم وتخصص ما مهم، كل التخصصات هي وزنه يعني، كل التخصصات مهمه كلها عندها دور محدد بتاديه ومن غيرها الترابيزه بتميل. فانت شوف نفسك انت يوفيت في اي مكان وامشي بس على كده. دي حاجه اخيره عايزه اقولها. شكرا لك استاذه آية. استاذه امنيه، أول حاجة يعني بتمنى إنه إحنا قدرنا نوصل لكم ولا معلومة بسيطة تقدر تساعدكم في اتخاذ قراركم وتحديد تخصصكم اللي عايزين تمشوا فيهم. ما عايز أضيف حاجة كثير غير إنه يا جماعة اجتهدوا، الجامعة عندها جزء وإنتوا عندكم جزء كبير شديد، ما توقفوا، أقروا دائما، طوروا من نفسكم، شوفوا الحاصل في العالم شنو وإنفست في نفسكم، إنتوا الوقت ده عندكم عندكم الزمن وعندكم الصحة زي ما بقولوا. ف حاولوا استفيدوا قدر ما تقدروا من اي حاجه، ودوا اي حاجه زمنها، فبالتوفيق لكم ان شاء الله، ولو احتجتوا اي حاجه ممكن ترجعوا لنا في اي وقت. شكرا لك كثير استاذه امنيه على زمنك وعلى مجهودك معنا اليوم. استاذ ثابت اتفضل. انا حابه اقول للطلاب الجداد انه زي ما قال الاستاذات، حاولوا ادرسوا كويس التخصصات اللي عايزين تخشوا فيها، اذا كانت تخصصات علميه او تخصصات اجتماعيه واقتصاديه، شوفوا اللي بيناسبكم شنو واختاروا اختاروا بعد دراسة كويسة. لكن لو حصل اخترتوا تخصص ومشيتوا فيه لقدام ولقيتوا فيه مشكلة، ما في مشكلة انكم ترجعوا يعني، فالموضوع ما ده ما اختيار نهائي، ده ما هو حيحدد حياتكم ومصيركم. فاختاروا تخصص قدر المعلومات اللي عندكم وامشوا لقدام وعدلوا في مساركم لحد ما تلقوا الحاجة اللي بتناسبكم ان شاء الله، موفقين بإذن الله. شكرا لك استاذ ثابت. بالنسبه للكلام اللي قاله لنا استاذ ثابت، ممكن نقول انه هو مثال نفسه بالنسبه للناس اللي ما كانوا حاضرين معنا اللايف من البدايه. هو درس هندسه لحد السنه الثالثه، وبعدها قرر انه ده المجال المناسب له ورجع درس علوم اداريه، وحاليا هو استاذ محاضر في مدرسه علوم اداريه جامعه الخرطوم. استاذه عروب تفضلي. اول حاجه ان شاء الله نكون قدرنا يعني وصلنا حتى لو فكره بسيطه عن المجالات المهتمين بها الناس، ويا ريت برضو لو انه في اي اسئله اضافيه ما في مشكله، الناس بتقدر ترد عليها وتساعد قدر الامكان. الحاجه الاخيره بس انه التردد ما كعب، والحيره في وقت زي ده ما كعبه كله الناس ممكن تحتار وممكن تتردد، لكن ده ذاته بيخلي بدي الناس مساحه انها تكون مسؤوله عن قرارها اكثر ومسؤوليتها، انه زول يكون عنده رفاهيه انه يعني يقرر لنفسه ويبقى مسؤول عن قراره. دي ذاتها في ناس ما قادرين يصلوا حتى لرفاهيه زي دي يعني، فدي حاجه كويسه. ما كعبة اساله اكثر واقروا اكثر، جوجل ده ما خلى حاجه يا جماعه، فتشوا قدر الامكان عشان لما زول يختار حاجه يقول بجد انا جيت احسن مكان كان ممكن اجي اكون موجود. في النهايه يا جماعه كله بزول يكون مستمتع بالحاجه اللي هو بيعمل فيها، كله ما بيقدر يمشي فيها كويس، اختاروا مجال تكونوا انتوا فيه رقم واحد، بدل ما تختاروا مجال ممكن تكونوا فيه رقم 100 لمجرد انه ده الناس ذات تواصل يعني اعراف معينه والانماط الاجتماعيه معينه. الناس تحاول تمشي برغباتها وبمقدراتها وبالحاجه اللي هي فعلا حاسه انها ممكن بعد 10 سنين من الليله تبقى فيها حاجة مهمة وحاجة كبيرة. والسودان والله ما كلام يعني زي ما بقولوا كلام أشعار، لكن كلام حقيقي. السودان محتاج لعشرات الناس في العلوم الاجتماعية، ومحتاج لناس بجد انترست في المجالات دي عشان يقدروا يقدموا فيها. شكرا لك أستاذ عروب. ودكتورة مشاعر تفضلي. طيب شكرا للأساتذة الزملاء، يعني هم ما قصروا ما شاء الله، يعني قالوا كل حاجة. فأنا يعني بحب أركز على بذات إنه لازم يكون عندك رغبة، يعني أنت لازم يكون عندك رغبة عايز تقرشه، لأنه لما أنت تكون عندك رغبة أو هدف بتحاول إنك أنت تحققه، بتصير على إنه أنت تحقق هدفك مهما واجهتك من صعب. أهم حاجة يكون عندك رغبة، الاجتهاد، المثابرة، يكون عندك أهداف معينة أنت عايز تحقيقها. وبقول لكم بالتوفيق، ومكتبي مفتوح لكم في أي لحظة، وربنا يوفقكم إن شاء الله. وشكرا جزيلا لكل الزملاء والدكتورة نعمة وكل ضيوفنا الكرام.
شكرا لك كثير دكتورة مشاعر. بس تعقيبا على كلامك بالنسبة لموضوع الرغبة، ممكن يكون حاليا في فعلا ناس كتار ما عندهم رغبة تجاه حاجة محددة، وأنا من الناس اللي كنت في لما امتحنت الشهادة كنت في وضعية زي دي. لكن في حالة عدم وجود يعني ميول، لازم القرار يبنى على المعلومات، لازم تجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن التخصصات المختلفة، وبناء على كده تشوف ما هو الأنسب معك. أنا حابة أشكركم كثير جدا على زمنكم معنا، وإن شاء الله إحنا نكون يعني أضئنا أو ورينا الطريق بوين للطلبة. ما حنقدر طبعا نمشي معاكم في كل الطريق، ده بعد ده بيعتمد عليكم انتوا جاهزين وحاضرين اذا في اي اسئلة. شكرا لكم كثير وفي امان الله.